بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة الثلاث النهاردة بالتأكيد عندنا فيها تفاصيل وعندنا فيها فقرات مختلفة ومتنوعة. النهاردة بالتأكيد عندنا فيها ثلاث فقرات، كل فقرة بالتأكيد فيها موضوع مهم جدا، لأن خلاص ابتدت العجلة تدور في أوروبا بخصوص عودة النشاط، بخصوص عودة الدوري. ازاي الدوري هيستأنف، ازاي التدريبات هيتم استئنافها من قبل الأندية خلال الفترة الجاية. القرار الجريء للاتحاد الألماني لكرة القدم باستئناف الدوري يوم 9 مايو بعد الاتفاق على كل التدابير الاحترازية خلال الفترة القادمة. لذلك هنحاول نلقي الضوء على هذه الجزئية في بعض الأفكار اللي هنطرحها مع ضيوفنا النهاردة في برنامج الأهلي الليلة. الفقرة الحوارية الأولى هيكون معنا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عويس، وكمان هنتطرق لفكرة موضوع تقليص عدد اللاعبين الأجانب. إيه الأفكار اللي ممكن تكون مطروحة للموسم القادم في ظل أن الموسم الحالي لم ينتهي ولم يعرف أمره خلال الفترة القادمة. الفقرة الحوارية الثانية هيكون معنا النهاردة رئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد، وهنتكلم معاه على فكرة إزاي نقدر نوصل الرياضة لكل بيت، وإزاي ممكن نستفيد بالمبادرة اللي طرحتها أخبار الرياضة في فكرة التوأمة أو التعاون المشترك اللي هيتم بين وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة الشباب والرياضة في كيفية تصنيع أجهزة رياضية وصولها لكل البيوت المصرية خلال الفترة اللي جاية. هذه الأجهزة إزاي ممكن يستفيد بيها الشخصية أو الشخص اللي يحب يمارس الرياضة كوسيلة احترافية أو حتى كهواية، أو حتى إزاي الإنسان العادي أو الشعب المصري ممكن يستغل الفترة الحالية نتيجة توقف النشاط ونتيجة توقف الحياة في بعض المناحي وفي بعض الظروف، في أنه هو ممكن يستخدم الرياضة ويستغل الرياضة في الفترة القادمة. قدامكم حتى هي المبادرة اللي كانت نشرت طبعا من خلال مجلة أخبار الرياضة، والفكرة في حد ذاتها قبل أن تصدأ العضلات والمضارب والحديد جهاز رياضي في كل بيت مصري ولو بالتقسيط. فكرة بالتأكيد هنناقشها مع الأستاذ كريم سعيد، وكمان هنتكلم معاه على فكرة استئناف الدوري الألماني. الناس في أوروبا بتفكر إزاي، الطبيب النفسي إزاي في التوقيت الحالي أصبح مهم جدا لدى كل صانعي القرار في أوروبا من أجل استئناف الدوريات، وإزاي البعض يتأقلم على فكرة إن الدوريات تستأنف وتلعب بدون حضور جماهير. الفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة فقرة التاريخ، فقرة الذكريات. هنفتح كتاب التاريخ والذكريات، وفرصة عظيمة النهاردة بالنسبة لنا في الأهلي الليلة وإحنا بنفتح الكتاب وبنتكلم عن التاريخ والافتتاح والتأسيس يوم الجمعة القادم 24 إبريل 2020، تأسيس النادي الأهلي في هذا التاريخ ولكن قبل 113 سنة. هنتكلم في هذه الجزئيات، وهنتكلم أيضا كمان على إمتى الرياضة والكورة تحديدا دخلت النادي الأهلي، ومن هو أول فريق جماعي للعبة كرة القدم داخل النادي الأهلي في السنوات السابقة. كل ده هيكون معنا في الفقرة الثالثة اللي هيشرفنا وينورنا فيها الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى. لكن عندي موضوعين مهمين جدا في فقرة الانترو. الجزئية الأولانية متعلقة بقرارات مجلس الإدارة واجتماع مجلس الإدارة النهاردة بالتأكيد. مجلس إدارة مهم جدا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عنده اجتماع أو كان عنده اجتماع النهاردة بعد العصر، اجتماع بالفيديو كونفرنس مع كل أعضاء مجلس الإدارة لبحث الملفات في الفترة القادمة، بحث الخريطة اللي ممكن يتم العمل عليها في الفترة القادمة من قبل مجلس الإدارة، كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة في مسألة توقف النشاط، في مسألة استئناف الدوريات خلال الفترة القادمة، ملفات مالية، ملفات إدارية، في تفاصيل كثيرة بالتأكيد عن تبعها ونوليكم بالتأكيد بتفاصيلها حتى لو بعد برنامج الأهلي الليلة. كان هكون معاكم إن شاء الله النهاردة في متابعة هذا الاجتماع الهام بالنسبة للمرحلة الجاية. وكان النادي الأهلي لازم نأكد على ده كان ليه السبق والانفراد في مسألة الاجتماع بكل أعضاء مجلس الإدارة عبر فيديو الكونفرنس، ومن خلاله بالتأكيد بتنفذ التدابير والأمور اللي بالتأكيد توجهات الدولة في الفترة الحالية من أجل التباعد الاجتماعي، لكن في نفس الوقت تقدر تشتغل وتشوف نشاطك في الفترة الجاية وإزاي تشتغل على فكرة إزاي الفترة الجاية نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر سواء الفنية أو حتى المالية. اجتماع مهم هنتابعكم بالتأكيد النهاردة سواء في البرنامج أو بعد البرنامج بالتأكيد لمتابعة هذا الاجتماع اللي إن شاء الله بإذن الله يكون فيه قرارات مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية ومتابعة الفترة القادمة في ظل توقف نشاط وأمور صعبة جدا بيمر بيها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا. لكن كمان عندي جزئية مهمة جدا ولازم أختم بيها فقرة الانترو، لأن هيبقى هو ده حديثنا في الحلقة النهاردة وهنتناقش فيه مع ضيوفنا في حلقة النهاردة، وهي فكرة إزاي نستأنف النشاط الرياضي أو إزاي الاتحادات المحلية تستفيد بالتوصيات اللي خرجت من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عشان تشوف أفضل الحلول وأفضل السيناريوهات
عشان تشتغل عليها، عشان في النهايه النشاط ما يتوقفش فتره اطول، ولما يرجع ما يكونش في خسائر كبيره، لان في النهايه هي صناعه، الصناعه دي بتجيب مداخيل ماليه وجزء من اقتصاد دول. فبالتالي كره القدم تحديدا ليست رفاهيه او ليست لعبه او مباريات بتتلعب من اجل حاله معنويه بتحاول تلعب كوره وخلاص، لا، صناعه مهمه جدا وصناعه كبيره جدا. وفي ظل ما في انديه كثيره بتحاول تدي مساحات اطول لكي تستعد اذا النشاط تم استئنافه، لا، احنا هنلقي الضوء على مثالين، لا هنتكلم على الدوري الالماني اللي حدد 9 مايو، ولا الدوري الايطالي، ولا الدوري الانجليزي والاطروحات اللي خلاص الناس اتفقت عليها، بل بالعكس ذهبوا كمان ازاي التدريب ممكن اللعيبه تشتغل عليه الفتره الجايه سواسيه لكل الانديه، مش كل نادي يعمل تدريبات مختلفه عن النادي الاخر، لا، سواسيه على كل الانديه. فبالتالي فكره استئناف الدوريات خلاص ده امر اتناقش بقى اكتر من شهر، والناس خلصت الفكره دي، ابتدت الناس تتكلم ازاي تستأنف التدريبات، بس في نفس الوقت تدابير احترازيه وبتوجهات منظمه الصحه العالميه عشان ما يكونش فيه لا قدر الله اصابات او حد يتعرض لموضوع فيروس كورونا بعد ما تستأنف التدريبات والمباريات. لكن انا قلت مش هتكلم على الدوريات الاوروبيه وايه اللي تنمي مناقشته، لكن انا هدي مثل لاتحاد الكره واللجنه الخماسيه باتحادين موجودين معانا في القاره الافريقيه، ازاي فكروا في دعم انديتهم، ازاي فكروا في خريطه المرحله اللي جايه. هبدا الاول بالاتحاد التونسي لكره القدم. اجتماع تم وقرارات تم اعلانها منذ اسبوعين، احنا ناقشناها واتكلمنا فيها، لكن مهم نطلع القرارات دي على الشاشه للناس عشان تبقى عارفه ان القرارات دي اتخذت من فتره. فمحتاجين في اتحاد الكوره خلال الساعات الجايه يتم الاخذ بهذه السيناريوهات عشان بسرعه الناس تبدا تشتغل. انت بتتكلم في الاتحاد اجتمع بخصوص الرابطه المحترفه الاولى، وايضا كمان بتتكلم في القسم الثاني اللي هو الممتاز به عندنا. الاتحاد التونسي قال الاولويه الصحيه تاتي في المقام الاول، لكن لازم نتخذ قرارات في الفتره اللي جايه. عدم اعتماد السنه الحاليه كايقاف للنشاط، خلاص مفيش حاجه اسمها ايقاف نشاط في الفتره الحاليه ولازم البطوله تستأنف. تاني حاجه استئناف البطوله بعد الاتفاق مع السلطات العموميه من اجل مواصله كل الجولات المتبقيه في الرزنامه. كمان لو النشاط استمر لبعد 30/6/2020 عندنا اجراءات وتدابير لازم نتخذها. اولها نمدد عقود اللاعبين المحترفين لغايه انتهاء البطوله في تاريخها الجديد اللي لسه طبعا هيتم اعلانه الفتره الجايه، على لا يتجاوز ذلك 30 نوفمبر، يعني عقد اللعيبه اللي هينتهي 30/6 لا مستمر مع النادي القديم لغايه 30/11 لو لسه الموسم مستمر لغايه شهر 12، فبيأمن اللاعب بعقده القديم على الاقل 5 شهور. اوكي، فترة الانتقالات الخاصة اللي هي الصيفية في 7 و8 و9 تم تأجيلها للموسم القادم، يعني موعد القيد الاتحاد التونسي خد قرار فيه بتأجيلها. تعليق مفعول سريان العقود والاتفاقيات الجديدة التي وقع إمضاها إلى التاريخ الجديد. وبالتالي في صورة حصول تداخل بين العقد القديم والعقد الجديد الأولوية للعقد الأول والقديم مع الفريق. مبدئيا الاتحاد التونسي ده في الورقة الثانية تم تحديد أواخر شهر مايو لاستئناف نشاط البطولة، على أن يتم السماح بذلك من قبل السلطات المعنية بعد الاتفاق معها، على أن يتم منح 3 أسابيع فقط لكل الأندية لإجراء التحضيرات اللازمة لاستئناف التدريبات الجماعية واستئناف التدريبات خلال الفترة اللي جاية بعد ترخيص من السلطات المعنية. كمان هيتم تقديم طلب للسلطات المعنية للسماح للأندية باستئناف التدريبات في أقرب وقت من خلال مجموعات، كل مجموعة هتضم 5 أو 6 لاعبين في أوقات مختلفة. وفي النهاية الاتحاد التونسي على تواصل مباشر من خلال أعضائه ومختلف هياكله ودوائره على ذمة كل الأندية المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى والثانية. ده قرارات مهمة الجامعة التونسية بتاخدها عشان تشوف المرحلة الجاية بالنسبة لأنديتها. فبالتالي مفيش هولد، الناس مش ساكتة، الناس بتشتغل، خدت توصيات الفيفا واشتغلت عليها. طيب نشوف الاتحاد الكاميروني. الاتحاد الكاميروني بقى كمان بتتكلم في قيم ماليه اقل من الدوري المصري، قوه ومستوى اقل من الدوري المصري، لكن الاتحاد الكاميروني من خلال بيانه الرسمي الاتحاد الافريقي نشره وقال الاتحاد الكاميروني اتخذ عده اجراءات. اهم اجراءات اتخذها الاتحاد الكاميروني مش استئناف النشاط، لا، فكر ازاي الاتحاد يدعم الانديه سواء انديه الدرجه الاولى او انديه الدرجه الثانيه او كمان دوري كرة القدم للسيدات في الكاميرون. احنا معانا الصورة اعتقد لو ممكن تكون معانا على الشاشة عشان الناس تبقى عارفة البيانات الرسمية طلعت ازاي، والكاف نفسه كان سعيد بقرار زي ده من الاتحاد الكاميروني قدامكم على الشاشة، ان الاتحاد الكاميروني بيعلن قبل فكرة ازاي هيشوف الدوري يرجع خد قرارات بتدعيمات مالية للأندية
اللي بتلعب في الدوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه ودوري كره القدم للسيدات. انت بتتكلم في الدوري الممتاز في انديه بتلعب في بطولات افريقيه كبيره، كانون ياوندي ده من الانديه العملاقه والانديه الكبيره في البطولات الافريقيه، فالاتحاد الكاميروني اشتغل على الدعم المالي للانديه. انا ضربت المثالين دول، ما رحتش لامثله اوروبا اللي بنتكلم فيها بقالنا اكتر من 40 يوم، لكن رحت لامثله بسيطه، الاتحاد التونسي والاتحاد الكاميروني. اتمنى من الاتحاد المصري خلال الفتره اللي جايه او خلال الساعات الجايه واللجنه الخماسيه يكون لها قرار سريع وسيناريوهات معلنه لكل الانديه ولكل وسائل الاعلام. اكتفي بهذا القدر من الفقره الانترو والاخبار، واذهب الى فاصل، وبعد الفاصل نناقش بقى التفاصيل دي كلها مع ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، وزي ما انتم متعودين معانا كل يوم ثلاث معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس، وحديث حول الامور في الفتره القادمه، ازاي الدوري يرجع، ازاي الانديه تستأنف تدريباتها، ايه الجديد، المعلومات في هذا الشان، خاصه ان ممكن يكون في حراك ايجابي خلال الفتره القادمه. ابو حميد ازيك، اخبارك ايه؟ اهلا بك يا محمد، واهلا بمشاهدي قناه الاهلي، كل سنه وهم طيبين. وانت طيب. بعد ساعات قليله بنستقبل شهر رمضان، فبنقول لهم كل سنه وهم طيبين. يا رب باذن الله الايام الجايه تكون ايام مباركه والحياه تختلف شويه عن ال 40 يوم اللي فاتوا باذن الله. يا رب نتمنى لانه بدات الدنيا تتحرك وبداوا يتكلموا في خطط عوده الدوري وبدايه مباراه الدوري وخطط عوده الفرق للتدريب. تمام. الكلام اللي احنا قلناه من اسبوع بداوا يتكلموا فيه وان شاء الله خير يعني. طيب، خطوه متاخره ولا ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي؟ لا مش متاخره، ما انا قلت لك الاسبوع اللي فات هم عندهم عاملين سيناريوهات. انا لما قلت لك انه انا كنت عندي معلومه وعارف ان هم عندهم سيناريوهات، عاملين اكتر من سيناريو لاعاده مباراه الدوري وعاملين تواريخ محدده وعندهم الرغبه في الدوري، وخلينا نقول انه بدا كلام كمان يتقال ان الدوله نفسها عايزه المسابقه تكتمل، لان مزبوط. لان الالتزامات اللي على الانديه كبيره جدا، مش هيقدر حد يقف قدامها. فلازم الدنيا ترجع ويرجع النشاط الرياضي تاني. خلينا نقول انه مش هيرجع زي ما قلنا قبل منتصف 6، ولكن هتبدا خطط بقى اعاده الفرق للتدريب سواء عن طريق مجموعات صغيره او عن طريق المنزل. هيبداوا الدنيا يشوفوا هتتحرك ازاي، ولكن في خلال على اسبوعين بالكتير هتلاقي الدنيا. اسبوعين بالكتير؟ بدات الدنيا على نص رمضان بالظبط. طيب. هتلاقي الدنيا وضحت والناس عرفت ايه اللي هيحصل. انا متفق معاك ان في تحركات اوكي، وممكن يكون في اجتماعات او امور مش واضحه للناس بشكل مباشر، لكن الراي العام او الانديه كانت محتاجه اجتماعات وكانت محتاجه اتصالات رسميه تتم بين الاتحاد مع الانديه في الفتره الحاليه عشان يتكلموا عن فكره ازاي النشاط يرجع، لان انت كل ما بتتاخر او كل ما الانديه بتحس ان مفيش اتصال مباشر معاها بتقول لك خلاص احنا رايحين في فكره الالغاء، رايحين في فكره ان صعب الدوري يستأنف. انت كمان رايح في فكره ان بعض الانديه تقول لك دلوقتي انا محتاج على الاقل شهرين. انا ما اعرفش برضه فكره يعني هو فهمت قصدي؟ يعني انا عندي حاجه يعني برضه الكلام ده انا بدات اسمعه من بعض الانديه، اللي هو احنا عايزين 3 سنين فاصل بين الموسم والموسم عشان نبدا، وكان الفاصل بين الموسم اللي فات والموسم ده كان كل الفتره دي. الموسم اللي فات انتهى في منتصف اغسطس وبدايه الموسم الجديد بدات في 9، فالحقيقه الفاصل بين الاثنين كان اقل من شهر، فكل شويه الاقي من 6 لـ 8 اسابيع، واحنا محتاجين سنتين عشان اللعيبه ترجع فورمتها، وكان اللعيبه ما بتلعبش كوره خالص. الحقيقه انه فتره شهر كافيه جدا جدا لاعاده كل فريق لمستواه او لبدايه مستواه، وكانه بيبدا الدوري من اول وجديد. طبعا هي ازمه طبعا للفرق، لانه الفرق كانت وصلت للاسبوع ال 18، مستحيل هتبدا الاسبوع ال 18 ده تبدا الاسبوع الاول، كله هيبدا شبه بعضه، ولكن خلاص ظرف استثنائي على العالم كله، كل العالم هيبدا وكانه بدا في الاسبوع الاول. طيب المده الزمنيه دي المفروض الانديه، ممكن كل نادي يحب يقول المده اللي تناسبه، لان ممكن يكون في نادي عايز يعجز مش عايز الدوري يرجع فيحط صعوبات، لكن في النهايه المده النهائيه اللي هتتحط عشان قبل ما تستأنف الدوري قرار الاتحاد اكيد 100%، صح؟ قرار الاتحاد ما هو تاني مفيش قرار، حتى محمد فضل لما طلع واتكلم مفيش قرار هيتم اتخاذه منفردا، هو قرار جماعي، هو قرار دوله، ليس يعني مش يعني اتحاد الكره دلوقتي ممكن يقول لك انا بكره هرجع النشاط واقول للفرق ترجع تتمرن والدوري هيبدا في مايو وهنلعب باجراءات احترازيه وبتاع، جت الدوله قالت لا، مين اللي هيأمن؟ بالظبط، هو في الاخر هو قرار دوله، يعني الموضوع كله في العالم كله على فكره هو قرار دوله، بس في نقطه اللي هو فكره ايه، ان التدابير الاحترازيه تاخذها او تتخذها ب 1 2 3 4
او النشاط يرجع بشكل ما، لكن فكره استئناف النشاط او الغاء النشاط، ما هو انت دلوقتي الانديه مقفوله يا محمد. تمام. الانديه نفسها اللي هيبدا، ما هو انت بسم الله الرحمن الرحيم العوده ايه؟ ان الفرق ترجع تتمرن. تمام. هترجع تتمرن فين؟ في الاماكن اللي هي في الانديه، في انديتها، في مراكزها. الا بقى لو قرروا يعملوا زي ما بيتقال انه هيتعمل معسكرات كامله للفرق في اماكن معينه، ويبدا برضو ده هيبقى قرار دوله، ان هي هتبدا تنظم الموضوع مع اتحاد الكوره، مع الانديه، مع الفنادق، لانه الموضوع هيبقى فيه تكاليف، فالتكاليف هتقسم ازاي، هيحصل ايه. واعتقد مش هيحصل ده. فكره الدوري في مكان واحد اعتقد هي هتبقى الاقرب. معقوله؟ ما هو انت لو عايز تبدا هتعمل ايه؟ تعرف ترجع تلعب تاني على 7-8 الاستادات؟ مستحيل. خد بالك كمان احنا بنتكلم النهارده ولسه قرار رئاسه الوزراء خلال 24 ساعه اللي هو بخصوص شهر رمضان، بخصوص الفتره الجايه، فبرضه مش عارفين لسه الرؤيه الفتره الجايه ممكن تكون افضل يا رب ان شاء الله. بالظبط. فانت عشان تبدا لازم تكون الحياه مش رجعت لطبيعتها، بدا في مظاهر ان انت ممكن تستأنف الحياه بطبيعتها في مكان معين، يعني اللعيبه ترجع تتمرن مثلا في التتش بس باجراءات احترازيه. لو ما يبدا ده يتعمل هيبدا الدنيا تتحرك تاني، وتبدا الدنيا يفكروا في العوده، لكن هو الموضوع كله متواليه هندسيه، كله متركب على بعضه، هتبدا بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 كذا. فهي البدايه كلها هتبقى في قرار الدوله، امتى نبدا نفكر الطبيعه الحياه ترجع لطبيعتها، امتى ده هيبقى قرار الدوري او استئناف النشاط، بدايه من القرار ده. طيب بدايه من القرار ده، هنكمل في خطوه تانية بعد القرار ده. القرار ده موجود وان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل، لان مفيش اي مؤشرات حتى ان ممكن حد يقول لك لا ما تلعبش كوره. زي ما قلت لك، ما انا عارف مفيش حد عارف بكره هيكون حد فيه. عنده ب 2 جنيه عقل ماشي يبقى عنده قدره او قرر الغاء النشاط، الا لو الحياه ما رجعتش. يعني لو الحياه فضلت متوقفه في مصر زي على زي ما احنا كده لا قدر الله يعني لمده طويله، خلاص يعني زي العالم كله، زينا زي كل الدنيا يعني. انما انت الحياه رجعت او بدات ترجع لمستوى لحاجه شبه طبيعيه، لا الدوري هيرجع. طيب انت عندك في بعض الحاجات برضو في مصر يعني الامور ماشيه فيها، مفيش توقف كامل على فكره. يعني الامور الحياتيه في مصر مش توقف كامل بنسبه 100%، في امور الحياه فيها ماشيه وشغاله. انت في الكوره تحديدا العالم كله كان عنده مشكله في مساله حضور الجمهور، وكان بيناقش ده وعنده ازمه في دي. انت النقطه دي في مصر مش مطروحه للنقاش، لان انت اصلا بتلعب بدون جمهور. بس انت عندك تجمع طبي وتجمع جهاز فني وتجمع لعيبه، تقدر تسيطر عليه واحتكاك لعيبه ببعض هتقدر تسيطر عليه، بس لا قدر الله وفي حاله انت بقى عندك يعني مجتمع الماتش نفسه، المجموعه اللي فيها الماتش نفسه هيبقى فيها ازمه، فلازم يبقى ده متامن قبل ما القرار يصدر. يعني انت ممكن ترجع، يعني حتى لو الكلام على الحظر، انت ممكن ترجع تلعب الظهر، يعني ترجع، ما احنا كنا زمان بنلعب دور كتير، يعني الساعه 2:30 الظهر، 2:30 في ماتشات في الدوري بتلعب 2:30، ممكن تلعب 2:30 و5. تمام. لو الكلام على الحظر يعني 2:30 و5 2:30 و5 و5 ايوه مش 2:30 و5 لا يعني مش 3 الا تلت، انا لحقتك. تمام. الساعه 2:30 والساعه 5. تمام. ممكن تلعب ماتشين في اليوم، فممكن تلعب على ملعب واحد، وممكن تلعب ماتشين على ملعب وماتشين على ملعب، فانت لعبت 4 ماتشات، فلعبت نص الاسبوع في يوم ولعبت نص اسبوع في يوم تاني. لا بص، وضع جدول الدوري وتسهيل وترتيب المباريات الموضوع بسيط جدا، بسيط ولكن هو خلينا برضو نقول انه لو انت خدت قرار ان تلعب ماتشات دوري، فده معناه ان انت هتوصل رساله للناس ان احنا بنلعب كوره اهو، فهتلاقي ممكن شباب تانية قرروا يلعبوا كوره خماسي في ملاعب خماسي، فهتلاقي الموضوع فتح، في ناس لعبت وفي مشاكل حصلت ال 48 ساعه اللي فاتت لو شفت صور بالظبط كده. فانت هتبدا توجه رساله انه طب ما الناس تلعب كوره اهو، ما الكوره ما فيهاش مشكله، فهتلاقي ولاد صغيرين وشباب، بما ان ما فيش دراسه والدراسه توقفت ففي مرحله فراغ، فممكن يبداوا يرجعوا ياجروا ملاعب تاني ويلعبوا خماسي. تمام. فتلاقي ازمه كبيره حصلت. فالحقيقه الموضوع مش هو ان احنا الدنيا حياه ماشيه، الحياه ماشيه، ولكن في نشاطات لا واقفه اكيد. طيب الجزئيه الثانيه المواعيد. المعلومات اللي عندك بخصوص المواعيد، الاتحاد بيفكر في مواعيد مختلفة ازاي؟ اخر ستة هيبدأ في اخر مايو، يبدأ يقول للناس احنا شهر وهنرجع الدوري، وهيبدأ وغالبا المخطط ان الدوري يخلص في نهاية اغسطس او في منتصف سبتمبر. وما عندناش مشكلة، لان اعتقد المواعيد دي هتكون مناسبة، احنا ما عندناش مشكلة اصلا في الموضوع. احنا كل سنة احنا في دوري خلص في نوفمبر يا جماعة، احنا يعني احنا الحمد لله الدوري بالنسبة لنا ممتد يعني. طب المده المناسبه، طبعا انا عارف ان الجزئيه دي تحديدا بتبقى عايزه حد متخصص، لكن المده المناسبه، في انديه قالت لك انا محتاج 6 اسابيع،
في انديه قالت لك انا محتاج 8 اسابيع. انا في اوروبا لما قريت كده وشفت المعلومات اللي بتتكتب اتكتب ان الحد الادنى من 3 اسابيع ل 4 اسابيع، ما حدش اتكلم في اكتر من كده. شهر كله بيتكلم شهر. احنا الدوري الالماني فيه مخطط انه يرجع 9 مايو بالظبط، قرار يعني خلاص هيبداوا يفكروا انه الدوري هيتم استئنافه في 9 مايو غير جمهور. فالحقيقه انه الموضوع يعني خلاص في ناس، والدوري الايطالي بيفكروا دلوقتي يرجع امتى، الدوري الاسباني بيفكروا يرجع امتى، الدوري الاسباني نفس الموضوع فعلا. فلا في قرارات بترجع بيتم اتخاذها لقعده الحياه للكل، لانه اقتصاد كره اقتصاد، انديه هتنهار. الدوري الايطالي رئيس الاتحاد الايطالي امبارح في تصريحات مهمه قال يا جماعه احنا بنتكلم في 5 مليار يورو خسائر الغاء الدوري الايطالي، 5 مليار يورو. فالحقيقه ارقام مرعبه. يعني الدنيا الموسم ده لو اتلغت الكوره في العالم كله، اعتقد انه الكوره في العالم هتبقى محتاجه سنين طويله عشان تستعيد عافيتها تاني، سواء في تعاقدات او في انديه او في رعايه او 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 او، لانه كمان انت عندك مشاكل كتير هتترتب على الغاء الموسم، مشاكل بين شركات الرعايه والانديه، مشاكل بين اللعيبه والانديه، مشاكل بين الانديه والرعاه، الحقيقه هتبقى حاجه، وبين الرعاه والقنوات اللي بتبس في قسط لو انت طلبتها الراعي يقول لك بمناسبه ايه، حتى بينك انت كمشترك وبين يعني انا مثلا مشترك في الشبكه اللي بتذيع الماتشات بتاعه الدوري بتاعه الدوريات الاوروبيه، انا دلوقتي مشترك بقى هقعد 4-5 شهور ما باخدش خدمه اصلا. طب ايه بقى؟ يعني انت خدت مني فلوس ودفعتها لك، ده مش عليا انا بقى، ده بتكلم على ملايين المشتركين، خدت فلوس وانت ما قدمتليش الخدمه. فالحقيقه الموضوع هيبقى وما تحطش حلول كمان، وما تحطش حلول. فكل بقى هي ازمات هتترتب عليها ازمات، لانه في الاخر ال 90 دقيقه دول بيتبني عليهم اقتصاد كره القدم. صح، طالما مفيش 90 دقيقه مفيش كوره اصلا. يعني عشان كده في الاخر بيقول لك اهم عنصر في منتج كره القدم هو اللاعب. ليه؟ لان هو اللي بيدي لك المنتج الاساسي اللي بيتم بناء كل اقتصاد كره القدم عليه. انت بتبني على ال 22 لاعب اللي في الملعب، اللي بيجروا يعني اللي بيجروا الكوره، دول هو اللي بتبني عليهم امبراطوريه كره القدم في العالم كلها. فالحقيقه الموضوع كبير، ومش بمنتهى البساطه، مش نلغي ونعمل جروب واتساب ونبعت لبعض صباح الخير عايزين نلغي الدوري. انا موافق ان احنا نلغي الدوري الحقيقه. يعني جروبات الواتساب انا اعرف ان هي بتتعمل عشان الهزار بين الاصحاب. اول مره في حياتي اعرف ان جروبات الواتساب بتتعمل عشان رؤساء انديه يلغوا الدوري. الحقيقه حاجه هزار. يمكن يعني الانديه اتجهت لجروب الواتساب لان ما فيش مسؤولين ممكن يقولوا نكت لبعض. لا طب اتكلم معاك بجد. ممكن بجد يكون في انديه راحت للجزئيه ده، تبادلوا النكات. مفيش فايده. ممكن تكون الانديه راحت الاتجاه ده لان ما لقيتش حد بيتكلم معاهم في مواعيد، في يعملوا جروب واتساب ما يطلعوا يقولوا، ما يروحوا اتحاد الكوره، ما يكلموا المسؤولين في اتحاد الكوره. انا الحقيقه يعني الكلام على جروب الواتساب، وبعدين عملنا جروب واتساب وبعتنا بيستطلعوا بيشوفوا وراء بعض الفتره الجايه مناسبه لينا مش مناسبه. طب هو ده اللي بيدور في الجروب ايه لو عندك معلومه؟ بكله يعني مناقشات حوالين الغاء الدوري. يعني انت بدل ما تعمل يعني بدل ما تعملوا جروب واتساب 14 نادي يعملوا جروب واتساب عشان يلغوا الدوري، ما يروحوا يتناقشوا مع الشركات الراعيه بتاعتهم ويبداوا يشوفوا حلول، ويبداوا يشوفوا حلول لان النشاط يرجع، ويبداوا يشوفوا الدنيا ترجع ازاي، ويبداوا يشوفوا حلول لو الموسم نفسه اتلغى هيعملوا ايه. محدش، انا ما شفتش رؤيه واضحه يعني من اي حد نادي يقول اقتراح. اوكي، يعني حد بدل ما انت عامل بتتناقش على الغاء مسابقه الدوري العام، لا اعمل قدم مقترح. الحقيقه ما فيش حاجه في الدنيا بتقول الغي، يعني قدم مقترح الدوري يرجع. بس انا عايز الدوري يرجع 1-2-3، انا عايز الدوري يرجع ب5-6-7 تمام، بشروط معينه وباسس معينه، او انا هساعدكم في كذا، لان مش المكسب ليك ان الدوري يتلغي عشان انت هتنزل درجه ثانيه. الحقيقه صعب، يعني صعب. لازم يا جماعه تشوفوا حل للكوره. النشاط، عوده النشاط هو عوده الحياه، جزء من عوده الحياه البلد. هو كمان في ناس مش واخده بالها ان، ودي تصريحات طلعت من بعض المسؤولين في الاتحاد بس مش تصريحات رسميه، قالوا حتى في الغاء، في حال لا قدر الله مثلا الغاء المسابقه بمختلف الاقسام الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، انت بتتكلم الموسم الجاي هيتلعب بنفس الحاله بنفس الظروف، مفيش حد هيصعد ولا يهبط. ايوه، عشان كده انت في 5 فرق هينزلوا في الدرجه الثانيه في 3 مجموعات، هم اللي عاملين فرح عشان الدوري يتلغي رغم ان فاضل 3. انت عارف انه اسهل مسابقه ممكن تكتمل في كل المسابقات التاني، هو القسم الثاني في اقل من شهر، في 20 يوم لانه فاضل 5 اسابيع بالظبط، في 20 يوم ويخلص. ده يعني ده اقل، وبعدين الـ 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 الجوله 6 ماتشات. لا، عدد لان عدد هي في عدد المجموعه 12 كبيره. 12 6 ماتشات الجوله، 6 ماتشات وهم 5، يعني لو لعب كل 3 ايام ماتش 15 يوم هيخلصوا
هيخلصوا الدوري الدرجه الثانيه. الدوري الدرجه الثانيه ده لو بدا في نص يوليو هيخلص في اخر يوليو. يعني ده اللي عامل الازمه على فكره. هو ده اللي هو سيبك من ال 14 والدرجه الاولى. الازمه في الممتاز بيه؟ بتوع الممتاز بيه عامل هم اللي بيضغطوا لالغاء المسابقه. وانت لو قررت تلغي المسابقه في الدرجه الثانيه هترتب على الغاء المسابقه في الدرجه الاولى، وخلاص ما انت ما بقاش عندك حاجه. وبعدين بدات ناس بقى تقترح تقول لك ايه، احنا نطلع الاول والثاني من الدرجه الثانيه فيطلع ست فرق مع ال 18 فريق و 24 فريق، فنعمل مجموعتين 12 فريق و 12 فريق. عارف انت تحس ان بيرتبوا الدوره الرمضانيه، يعني مش بيرتبوا الكوره ولا حال كوره ولا هل التفكير ده هيرجع الكوره في مصر 10 سنين ورا؟ يعني هي مش ناقصه الحقيقه. لا دور مجموعتين استحاله. ما هو انت دلوقتي لو لغيت الدوري ولغيت الدوري تحت، الفرق اللي كانت اللي فاضل لها 3 اسابيع تكسب وتوصل دوري الدرجه الاولى هتعمل ايه؟ ما انت لو بتتكلم في اول وتاني، طب ما في انديه في المركز الثاني في القسم الثاني بينها وبين الثالث نقطه. اما انا بقول لك دي مقترحات بقى مثلا. فيقول لك فتلاقي الثالث يقول لك لا اشمعنى. فعشان كده استكمال المسابقات افضل للجميع. يعني هو افضل حل لكل حاجه. فما خلينا نشوف. ولكن انا وجهه نظري انه اتحاد الكوره والمجموعات اللجنه الخماسيه عندهم ان هي لاستكمال الدوري، وده الحقيقه حاجه تحسب لهم يعني. أكيد. يعني هم كان ممكن يريحوا دماغهم. دي كويسه، دي نقطه كويسه. كان ممكن يريحوا دماغهم والدوري مش عايز، وبعدين هم كده ماشيين في اغسطس. فهنلغي الدوري واللي جاي يلبس زي ما بيقولوا. فالحقيقه لا، يعني عاجبني اصرارهم على استكمال المسابقه. اصرارهم على استكمال المسابقه، لكن في خلال كام ساعه او في خلال ايام ممكن يطلعوا يحطوا سيناريوهات ويعلنوها للاعلام. اعتقد انه هيحصل ده. اعتقد انه هيحصل. السيناريوهات جاهزه وهتطلع، يعني اعتقد انها هتطلع. انت من الاسبوع اللي فات قلنا السيناريوهات جاهزه وهتطلع بس ما طلعتش. التاخير ده وصدقنا والله هم بداوا يقولوا. كابتن محمد فضل انا سمعته بيقول ان هو هيبداوا يتكلموا مع الانديه. بس قال لك لما اقعد مع الانديه هتكلم معاهم في ايه؟ ما هو مستني الدوله هتحط بعض النقاط اللي هي العناوين الاساسيه. ما هي العناوين الاساسيه، لكن في تفاصيل فنيه بينك وبين الانديه دي بتاعتك انت بتشتغل عليها. ما هو انت هتبني على ايه؟ في اساس هيطلع. هتحط تواريخ. تواريخ على اي اساس؟ واحد ما تنفذش او ما لحقتش توصل له هتشتغل على اتنين. ما هو عشان كده بقول لك احنا انت الانديه عامله جروب واتساب عشان تلغي الدوري. لو جه قال لهم احنا هنرجع يوم 15 بس لو ما رجعناش 15 هنرجع 25. فيجي 15 ما يرجعش، فيجي يقول لا انت قلت لي 15 مش هرجع انا 25. ما يقول له في 2 و3 و4. ما هو بقى ما انت في مصر ده هيحصل. انت عارف انه انت عارف اذا كان اذا كان من غير اذا كان من غير 1 و2 و3 و4 وهم عايزين يلغوه. امال لما تقول لهم 1 2 و3 و4 و1 ما يحصلش. يعني خلينا نكون واضحين، نفذ على الطريقه الاوروبيه. خلينا يبقى هو قرار دوله ملزم للجميع. لو الدوله قالت الدوري هيرجع ما اعتقدش ان هي الدوله هتقول لك ان النشاط الرياضي أول يرجع. اول ما الدوله دولي. اول ما الدوله تعمل او قرار يصدر بان النشاط الرياضي يرجع هتلاقي ال 14 اللي في الجروب ما فضلش فيه غير الادمن بس. مين الادمن؟ الله اعلم. ما ده السؤال المهم، مين الادمن بتاع يعني الجروب؟ اول ما تلاقي قرار صدر من الدوله ان النشاط هيرجع والدوري هيرجع يوم كذا، الكاتلات 13 خرجوا من الجروب وفضل الادمن يا عيني لوحده بيبعت لنفسه نكت دمه خفيف. مش مستغرب شويه ان في انديه بتلعب في افريقيا وبتطالب بالالغاء وعدم الاستكمال وهي اصلا بتلعب في بطوله افريقيه ما طلبتش مثلا بالغائها؟ بص انا يعني انا فكره ان انت تلغي بسمعها كتير. وانت دلوقتي افريقيا اجلت والبطوله هتكتمل. طب انت عايز تلغي الدوري اللي فاضل فيه ما طلبتش ليه بالغاء بطوله افريقيا؟ لا عشان بطوله افريقيا هو بينافس زيه زي غيره، ولكن في البطوله المحليه هو بعيد يعني اصبحت المصلحه الشخصيه بتتحكم. لا ما هو انت دلوقتي هو انت دلوقتي بتتكلم على المصلحه الشخصيه تتحكم في ما كل قرارات الكره في مصر بتحكم على المصلحه الشخصيه. بتبقى ازمه كبيره. طبعا بتبقى ازمه كبيره. طيب مطالب انديه القسم الثاني والثالث في موضوع الغاء الدوري ورفض الفكره، هل دي نسبتها اكبر من الدوري الممتاز؟ النسبه اكبر. لانه تحت كان اصلا في مشكله كبيره، يعني تحت اصلا الدوري الدرجه الثانيه كان في خناقه ازمه الهبوط. فكره ان هم 5 فرق فهيفضل 8 فرق ويبقى 24 فريق بس هم اللي موجودين في الـ عشان يعملوا دوري مجموعه واحده للدرجه الثانيه، كانت من اول الدوري وهي عامله مشكله. مظبوط. فاعتقد ان هي اقل، ولكن في الدرجه الاولى في فرق بتنافس على الهبوط. وبرده خلينا نقول الدوري الممتاز لسه 17 اسبوع او لسه دور كامل 17 اسبوع لسه بدري. فما فيش حد ضمن الهبوط، حتى الناس اللي عدد النقط بتاعها ضعيف ما حدش. وبعدين مع بدايه الدوري بالشكل ده كله في مستوى واحد كله في مستوى واحد
فممكن في فرق تعرف تخطف كام نقطه كده بدري تحاول تشقلب الحياه شويه في جدول الدوري. هو انت تتوقع يا ابو حميد لو الدوري تم استئنافه المشهد اللي كان موجود قبل توقف المباريات والدوري ممكن يختلف؟ يختلف طبعا في المشهد عن بعد يختلف. العوده يختلف لانك بتبدا كله بيبدا ستارت من اول وجديد. ولا في انديه خدت احتياطاتها بشكل كويس واشتغلت في ال 40 يوم بشكل كويس؟ بص مهما كان التمرين بتاع اللاعب فكره المهاره اللعب بالكوره نفسه والمهاره والتمرينات الجماعيه والتكتيك ده واحد العوده للملعب نفسه وجو المباريات وبتاع ده حاجه تاني. فاعتقد لا صعبه جدا البدايات كلها تبقى كلها شبه بعض. البدايات كلها تبقى شبه طبعًا. بعض طبعا. طيب برضو في جزئيه تانيه متعلقه بوسائل الاعلام، هل شايف الاعلام مقصر في فكره ان هو يكون ليه دور مع الانديه مع الاتحاد في الحديث عن استئناف النشاط؟ مفيش تحركات ايجابيه، الاعلام ما بيعتبرش دي قضيه اساسيه لازم تتناقش في الفتره الحاليه؟ الاعلام مهتم بالتعاقدات والتجديدات وكان الموسم شغال عادي وكان الدنيا ماشيه عادي، مفيش طرح، ما شفتش طرح ايجابي خالص، رغم ان كل وسائل الاعلام في اوروبا شغاله يوميا على الملف ده. هو مفيش غيره، ما هو ده الملف، ما هو الناس بص ده الملف اللي الناس كلها تشتغل عليه عشان الدوري يرجع، عشان الكوره ترجع بالظبط. ما هو انت لازم ترجع الكوره عشان ترجع ما حولها. احنا بنشتغل على ما حولها وهي اصلا مش موجوده، هي مفرقعه يعني الكوره مفرقعه تمام واحنا لسه يعني بنتكلم عليها. يعني انت بترجع الكوره للمستطيل الاخضر عشان تبدا تشتغل بقى في المدرج مع الجماهير، تبدا تشتغل على دكه الاحتياطي اللعيبه ومين جدد ومين ما جددش، تبدا تشتغل في المقصوره على اخبار مجلس الاداره، ولكن الكوره اللي موجوده اللي انت بتنزلها في الملعب مش موجوده. لا في 22 لاعب ولا في كوره بيجروا وراها. ايه بقى؟ يعني انت تشتغل على ايه؟ فالحقيقه لازم تشتغل على ان يرجعوا تاني يجروا ورا الكوره. ما هي منظومه ماتش فبيبدا عليه اخبار، عليه جماهير، عليه دكة احتياطي، عليه الدكة دي عليها لعيبة، مجلس إدارة، عناصر كرة القدم. مظبوط. فأنت عناصر كرة القدم أهم عنصر فيها مش موجود، فهتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ نعم. طيب. عشان كده العالم كله مهتم جدا بإعادة النشاط. ده العالم ابتدى يتكلم في الأرقام المالية، أنت لو النشاط توقف لغاية شهر 5 هنخسر كذا، لو رحنا لشهر 6 هنخسر كذا، لو النشاط اتلغى هتبقى الكوارث والخسائر المالية قد كذا. عارف الناس بتحسبها بالورقة والقلم. إحنا برضه بنحسبها بالورقة والقلم بس الدوري اتلغي. بس الدوري تلاقي وبعدين نبقى نحسب بقى وربك لما يريد. ربك لما يريد. طيب الارقام الماليه مفيش رقم ثابت؟ ما عندكش معلومه في رقم ثابت في فكره الخسائر الماليه؟ هو في رقم ثابت لاي حاجه ليها علاقه؟ ما هو ده جزء من غياب الشفافيه والحقائق في مجتمع مصر او مجتمع الرياضه بشكل خاص. انت ما بتعرفش مين بيجدد بكام ومين خسر ايه ومين اشترى بايه. هو عقد الرعايه بيبان في الاول بس. انت يعني مثلا النادي الفلاني باع عقد رعايته بكذا خلاص، بتعرف بقى العقد ده هل النادي خد فلوسه كلها ولا لا؟ في ميزانيات، حتى احنا كاشخاص يعني انا مثلا انا عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي ماشي، وبتعمل كل سنه جمعيه عموميه عشان الميزانيه، اعتماد الميزانيه، وبيجي مجلس الاداره بيعرض عليك الميزانيه بكل شفافيه وبيحطها لك. انا ما بروحش اشوفها، ده جزء من اخطائي على فكره. يعني ده جزء من اخطائي بس تبقى الميزانيه واضحه. ما انا بقول لك ده خطأ، انا بروح اشوف الميزانيه. فانت نفسك ما بتناقش ابسط حقوقك ان انت تعرف النادي صرف ايه وعمل ايه وعمل ايه. فالحقيقه هو جزء من ان انت ما بتدورش على المعلومه، وجزء نفسه تاني في بيبقى غياب معلومه. فالحقيقه ما فيش رقم، مش هتعرف توصل للرقم لانه كمان حتى عقد الرعايه او عقود الرعايه بتاعت الانديه وشركات الرعايه بيبقى في وسط الطريق في بنالتي، في عقوبات. مظبوط. ما تعرفش العقوبات دي كام وهل اتنفذت ولا ما اتنفذتش. انت تتوقع ان فصل النشاط الرياضي او فصل النشاط الاجتماعي في كل الانديه او معظم الانديه عن قطاع الكوره ممكن يكون هو اللي ده اللي عامل اللخبطه او القصه مش واضحه؟ هو ما فيش، هو مش لازم يتفصل. المعظم مش فاصل؟ طبعا لازم المعظم. هو في حد فاصل؟ هو في مصر على الاقل اللي بيلعب في بطوله افريقيا لازم يكون فاصل. فاصل على الورق، ميزانيه الكوره على الورق. على الورق هو بس هل ده بيتم اعلانه العلن؟ يعني هل ده انت بتعرف ميزانيه الكوره كام وميزانيه النادي كام؟ وكله في بعضه يبقى ميزانيه واحده. لانه ده هو قانون هي نادي اهلي، مش نادي الاهلي، هو نادي تابع لوزاره الشباب والرياضه، فما ينفعش يقول انا صرفت على الكوره كذا 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 وصرفت كذا كذا. هو النادي كله ميزانيته واحده. النادي هو بيقدم ميزانيه واحده لمديريه الشباب والرياضه اللي هو تابع ليها، وبالتالي الوزاره بتعتمدها. لانه مشكلتنا انه الموضوع مش خاص، انت مش شركه، مش انديه خاصه. الانديه الخاصه بتعمل كده، حتى الانديه الخاصه لازم تعمل ميزانيه عشان الحكومه تعتمدها، عشان الضرايب وعشان وعشان وعشان. فالحقيقه
الموضوع كله ملعبك في مصر، لانك طول ما انت لا انت هاوي ولا انت محترف فانت مش عارف تدير اقتصاد كره القدم. اقتصاد كره القدم في العالم كله اقتصاد محترف طبعا، حتى الانديه اللي بتملكها اللي بيملكها افراد بيبقى في ناس مسؤوله عن الموضوع. شركات، هي شركه، فهي الشركه اللي بتتعامل مع الموضوع، انما انت الدنيا كلها داخله في بعضها، فما ما تعرفش في الاخر الدنيا رايحه فين. فعشان كده ما عندكش رقم، ان انت ممكن تقول رقم بالتقريب، يعني رقم بالتقريب عقد الرعايه مثلا في النادي الاهلي في السنه ب 150 مليون، وعقد البث الفضائي داخل في 100 مليون، فانت بتتكلم على خسائر 250 مليون. ده رقم عقود اللعيبه لو حسبتها، ده رقم. اه لو انت مثلا بيجي لك عائد سنوي 250 مليون انت خسرانهم مثلا، مثلا يعني تلقيت في الفتره الاخيره لغايه شهر مثلا مارس مثلا 125 مليون، فمتبقي 125 مش هتاخدهم طالما النشاط ما رجعش. لا انت ممكن كمان بقى شركه تقول لك اصلا الموسم طالما اتلغى، فانا شركات الرعايه اللي انا بايع لها قالت لي مفيش موسم. ما هي دي فتتكلم في تمديد، تتكلم في تمديد موسم او الموسم ده لا خلاص احنا مش هندفع فلوسه. ده دي قصه ثانيه، قصه طويل. كبيره. فعشان كده الغاء الموسم بيترتب عليه حاجات ثانيه الناس مش واخده بالها منها، ان انت دلوقتي انا شركه سين من الناس اشتريت اعلانات في الدوري المصري، بقيت راعي للدوري المصري لموسم 2019 2020. تمام. جه الدوري المصري اتلغى بعد ما اتلعب منه نص 18 اسبوع. خلاص، فهيجي يقول لك لا اصل انا كنت حاسب ال 18 اسبوع التانيين بسعر اعلى من 17 الاولانيين، لان هم اللي هيبقى فيهم مشاهده اكتر وفيهم المنافسه اعلى، فانت ال 17 تجاريا الكلام مقبول. فال 17 راحوا دول ماليش دعوه بيهم. فانا هخصم لك مثلا 80% من العقد بتاع السنه، بتاع السنه، يا اما تمد السنه، يا اما تمد لي سنه. هي قصه وارقام. فالحقيقه اسهل حاجه في كل اللي هيحصل الدوري يرجع او المسابقات المحليه تستكمل، اقل الخسائر، اقل الخسائر، اقل الخسائر. طب حقوق اللعيبه، احنا بنتكلم في استئناف النشاط والدوري يرجع امتى والسيناريوهات ازاي والتدريبات تبقى ازاي، بس عندك حقوق لعيبه. الاتحاد الدولي ما ادكش قرار، اداك توصيه، لكن القرار قرارك انت كاتحاد محلي مع الانديه. اتحاد الاتحاد خفض المرتبات الاجهزه الفنيه 25% حسب ارقامهم، يعني في ارقام المدربين ارقامهم قليله اقل من 25%. انت بتتكلم عن جزء التخفيض، جزء التخفيض، ولكن قرار اللجنه او قرار اللجنه الخماسيه الخاص بالانديه او بعقود اللعيبه في الانديه لسه ما مصدرش حاجه. طيب انا هديك مثال، الدوري التونسي اتخذ فيه قرار قال لك في صورة تواصل النشاط الرياضي الى ما بعد 30/6/2020 سيقع اتخاذ الاجراءات والتدابير التاليه: التمديد في عقود اللاعبين المحترفين الى لغايه انتهاء البطوله في تاريخها الجديد على الا يتجاوز ذلك 30 نوفمبر 2020. يعني الاتحاد التونسي، انا قلت لك، انا قلت لك احنا كده كده الاطار ده احنا شغالين بيه، بس لسه ما حطيتش تاريخ. ما حطيتش تاريخ، انت كده كده انت ده لانه حصل معاك سنه واثنين وثلاثه قبل كده، بس كان بتتكلم في اسبوعين ثلاثه او شهر. الدوري ما خلصش في 6، ممكن يخلص في 7. ما هو وقت ما الدوري يخلص انت كل سنه، بس المره دي ممكن تخش في مواعيد اطول. هتوصل، هتوصل. ما هو انت كده كده، ما هو انت اللعيبه اللي هتنتقل من نادي لنادي تنتقل امتى؟ موسم الانتقالات الجديد. ما انت هتفتح موسم انتقالات والدوري شغال؟ استحاله. بس خلاص انت حتى بنهاية الدوري 7-8 مش هتبقى موجوده، انت لحد 9 معاك موسم انتقالات. فانت اللعيبه موجوده في انديتها، يعني انت لعيب بيلعب في الاهلي ومضى لنادي سين، فهيفضل مش هينفع. بس الاتحاد لو ما اتخذش قرار، خد بالك النهارده بنتكلم في كام في الشهر؟ 21/4. لو ما خدش قرار فممكن اللعيبه يجي ب 30/6 ولا مش هلعب؟ 30/6 عقده انتهى. عشان كده بقول لك الاتحاد لازم يكون سريع القرار. لا اعتقد انه عقده بينتهي بنهايه الموسم الكروي، اعتقد دي. فالموسم الكروي هي بتتكتب بتواريخ. يعني اعتقد انه، واعتقد انه هيصدر قرار بالتمديد حسب لوائح الفيفا يعني. انت عارف، بس بنحاول نناقش موضوعات يعني المفروض تكون. لا بس هو الاستاذ وليد العطار اتسال في الموضوع ده وقال احنا يا جماعه احنا شغالين احنا الموضوع ده مش اول مره نعمله. احنا طول الوقت عندنا حل ده، واحنا طول الوقت اللعيبه عقودها ما بتنتهيش بنهايه الموسم. ايوه ابو حميد، بس الكلام ده بيبقى مثلا اسبوعين ثلاثه شهر، لكن افرض مثلا خلصت في 9 هيكمل في 9. ما هو انت انت دلوقتي هيفتح باب القيد امتى؟ الا بقى لو اللعيب جه قال لك انا مش لاعب. يعني جه اللعيب 30/6 وقال لك انا مش لاعب، فانت كده كده مش عايزه، يعني انت حتى ما انت مش هتخليه يلعب غصب عنه. يعني جه لعيب وجه 30/6 قال لك انا عادي خلص انا مش لاعب انا هقعد في البيت. بالمناسبه هو الخسران. يعني بالمناسبه اللعيب لو عمل كده هو الخسران، لانه هيفقد حاجات كتير قوي. فمفيش لعيب هيجي يقول لك 30/6 انا عادي خلص انا مش لاعب، لانك هتروح فين؟ هتروح تلعب في النادي الجديد اللي انت رحت له؟ الكود لسه ما اشتغلش. فخلاص كده كده اللعيبه مجبره حتى بدون قرار اتحاد الكوره مجبره ان هي تكمل الموسم لحد الاخر. طيب برضو جزئيه ثانيه عايز اسالك عليها. اسال عليها. هسال عليها. حقوق اللعيبه. انت الفتره الحاليه كل الناس بتاخد مرتباتها بشكل دوري لغايه المفروض لغايه مثلا نهايه التعاقد او لغايه نهايه الموسم. المده دي
ازاي هيتم ترحيلها ماليا للفتره اللي بعدها؟ ما هو انت ما انت فهمت قصدي؟ ما هو انت ماليا هتمدها الفتره اللي بعدها، ما انت مديت له في عقده. يعني مثلا اديك مثال، انت لغايه 30/6 المفروض الراتب بتاعك في السيزون ده بيختلف في الراتب بتاع السيزون الجديد. لا ما هو هيتعامل زي السيزون القديم. اه هو هي نفس الفكره. ما هو انت بس انت ما هو انت مستفيد ان انت خدت شهرين اجازه. بس في خلال الشهرين المرتبات ساريه. بس. فانت ما انت بقالك شهرين ما بتشتغلش. بتاخد واخد اجازه بدون يعني انت عايز تقول لي مثلا بعد 30/6 او بعد نهايه السيزون على الورق لما تيجي تستأنف النشاط وتكمله، اللي خد مرتبه في الفتره الاخيره ما ياخدش مرتبه؟ لا هياخد مرتبه بس انت تتكلم على زياده. يعني بس هو في الورق مش موجود. ما انا هقول لك، هو لو ما هو في تخفيض. انت فهمت قصدي؟ ما هو في تخفيض مرتبات اوريدي. اوريدي في تخفيض مرتبات مع اللعيبه. تمام. فلما يرجع النشاط هيرجع مرتبه عادي تاني. يعني ما انا بقول لك هو موسم استثنائي، فانت محتاج في لخبطه كتير. في لخبطه، فمحتاج تقعد تفكر وتعمل، واللعيبه تقعد والاجهزه الاداريه في الانديه تقعد وتبقى مركزه مع الموضوع، ما يبقاش بيفكروا في حاجات تانية، في افكار تانية. فالحقيقه يعني يركزوا في اللي جاي. بس اللي جاي صعب قوي على الكل جدا. جدا اللي جاي صعب جدا. احنا بس بحاول اطرح معاك شويه تفاصيل وشويه موضوعات. بس اعتقد انه الانديه عندها حلول. الانديه عندها اتمنى حلول. يعني يكون عندها حلول. طيب هنكمل او يسيبوا الحل لربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحلها من عنده. طيب هنكمل التفاصيل في هذا الموضوع، لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل بالتاكيد مستمرين في الحوار مع الاستاذ احمد عويس، ولسه في شويه تفاصيل وموضوعات مهمه جدا برضو هنطرحها بالنسبه للمرحله الجايه. الناس ازاي تفكر لما النشاط يرجع، ممكن يرجع ازاي وينتهي ازاي، ونفكر للموسم الجاي بشكل هيبقى ازاي. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتابعه بالتاكيد في الحوار الشيق مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس، وبنتكلم في تفاصيل ليها علاقه بالازمه الحاليه، الازمه استئناف الدوري، لان مفيش اي امر مهم في التوقيت الحالي سوى ايجاد حلول لانقاذ هذه الصناعه خلال الفتره القادمه. طيب جزء من الصناعه دي بالنسبه للمرحله الجايه اطرحت فكره تقليص عدد الاجانب، وان الاجانب الفتره الجايه لازم يتم تقليصهم ونطبق المنشور اللي كان اعتمدته الاداره التنفيذيه السابقه قبل ما تيجي اللجنه الخماسيه. اولا بس انا عايز اعرف انت رايك الشخصي في جزئيه تقليص الاجانب، والاليه اللي ممكن نقلص بيها العدد عشان تبقى في نفس الوقت في صالح الانديه وما يكونش فيه اي ضرر لا مادي ولا فني. هو الحقيقه في جزئين، يعني في جزء مهم جدا. تمام. انت دلوقتي بتقول انا هطبق زياده عدد الاجانب. طيب الاهلي جاب لاعب في يناير. تقليص الاجانب قصدك؟ تقليص الاجانب. عندك جاب لاعب اسمه اليو باجي في يناير، وايد عقده تقريبا 4 سنين ونص مثلا، وانا خدت ورقه في اتحاد الكوره واعتمدته 4 سنين ونص. تمام. ليه ما قلتليش وقتها؟ مش هينفع. انت جايب 4 سنين ونص هتعمل بيه ايه؟ انت عندك 4 اجانب تانيين غير لعيب شمال افريقيا، فعندك 5، فكده بقى عندك 6. مظبوط. تعمل بيهم انت السنه الجايه عندك 3 بس. ها اهلي هعتمده لك ولا لا؟ فالاهلي يقول لك اعتمده مالكش فيه. فخلاص الاهلي كده هو غلطان. تمام. انما الحقيقه ده محدش قال حاجه. ده جزء. جزء تاني، هل فعلا الانديه تم ابلاغها بمنشور انه الاجانب هيتم تقليصهم من العام القادم لثلاث لعيبه؟ لو الانديه تم ابلاغها وقررت ان هي طيب هقول لك في دي جزئيتين. قول لي جزئيتين. لان في الجزئيه دي تحديدا احنا بنتكلم بريحة بقى. انت لما جيت اعتمدت قرار لجنه شؤون اللاعبين كمدير تنفيذي في 24/7/2019 بعته للانديه. لوصل الانديه في شهر 8 وكانت عملت تعاقداتها للموسم الجديد والمواسم اللي جايه من دون ما تعرف ان في منشور قيد في الجزئيه دي. مفيش حاجه. مفيش ده واحد. مفيش قرار بيتعمل بسنه، لازم يتعمل بتقنين، بمعنى تمام. ان انت السنه الجايه هتقلل اللاعب، السنه اللي بعدها هتقلل اللاعب، السنه اللي بعدها هتقلل اللاعب لحد ما توصل للعدد اللي انت عايزه. الحاجه الثانيه ودي تكمله للحاجه الاولانيه، انك لما تتخذ قرار زي ده اعتماد قرار لجنه شؤون اللاعبين او توصيه من شؤون اللاعبين مش قرار مدير تنفيذي، ده قرار مجلس اداره الاتحاد. يعني لائحه النظام الاساسي نفسها بتقول لك لو انت عايز تاخد تعديل في المسابقات او تعديل في موضوع اللوائح القيد بتاعت شؤون اللاعبين لازم قرار مجلس اداره. مجلس اداره بدليل ان الموسم اللي قبليه لما تم ارسال منشور القيد بقرار مجلس الاداره المعتمد بتاريخ كذا رقم الجلسه كذا،
لكن منشور القيد وبعدين الأخير لما الانديه اعترضت وعملوا الاجتماع بتاع الانديه ال 18 نادي مع الكالمهندس سيد ابو ريده تقريبا وقتها راح مزودين لاعب مزودين لاعب ان شاء الله افريقيا فاعتقد انه هيحصل ده لانه هو في الاخر لائحه المسابقه ولائحه القيد هي اتفاق لان انت ما عندكش لجنه محترفين ما عندكش رابطه انديه محترفه مظبوط لو عندك رابطه انديه محترفه فخلاص هي اللي هتحل كل حاجه بالزبط. لما انت دلوقتي بيقعدوا لان ساعتها حتى ساعتها انا سالت طب يا جماعه انتوا زودتوا ازاي قال لك الانديه كلها احنا قاعدين عشان نلغي فالانديه طلبت بلاعب تاني فوافقنا لهم نعمل لهم ايه يعني هو طالما ابوها راضي وانا راضي يعني فاهم فالانديه هتقعد الانديه هتقعد مع اللجنه كده كده انت الـ يعني المنشور ده خلاص مسك المنشور ده خلاص انت الدوري هيخلص 15/9 مثلا الاتحاد الجديد جاي في نهايه 8 ماشي فخلاص بقت مشكله الاتحاد الجديد وهتتحل يعني اللجنه الخماسيه مش تاخد قرار في الامر ده خلاص لا خلاص يعني الامر نقدر نقول اتلغى رايح مش اتلغى يبقى الوضع على ما هو عليه بس هو المنشور اللي اتبعت الاخير اصلا قانونا وطبقا للائحه الاخيره لا يعتد بيه ما انا بقول لك اهو انت بتقول لجنه الخماسيه اللجنه الخماسيه هتمشي يوم ما تقعد كتير شويه لغايه اول 9 مثلا لغايه اول 9 الدوري هيخلص اخر 9 او نص 9 فانت هتبدا لائحه القيد الجديده في اكتوبر طب ليه تم مناقشه الموضوع ليه تم طرحه ولا حد طرحه هم الواضح ان انه حد قرر يعمل مشكله على السنة. ما انا بقول لك احنا مش انت ما فيش حاجه بتتكلم فيها انت ما فيش ما بتتناقش في عوده النشاط انت بتتناقش عشان تبوظ النشاط فايه اللي يبوظ النشاط نعمل خناقه للجنه اللي موجوده ندخلهم في خناقه انتوا ليه بتقولوا يا عم والله ما قلنا ده مش احنا قصدي مش قرارنا احنا ده قرار قديم اصلا مظبوط كان الاداره التنفيذيه اللي قبليهم مش احنا هو حتى التاريخ موجود 24/7 يعني قبل اللجنه الخماسيه ما تتم يا جماعه مش احنا والله العظيم يعني مش انا اللي قلت يعني انت طلعت لي القرار وقلت مش انا ولا انا اللي هطبقه بس خد بالك اللي خد القرار وقتها واللي حاليا مدير تنفيذي وليد العطار فممكن يكون بيدافع عن قراره تم اعتماده من عميد ثروت سويلم اوكي بس اللي خد القرار هو في شؤون اللاعبين كان الاستاذ وليد العطار القرار اتاخد انا بقول لك انت انت بتنبش في حاجه زي دي عشان تبوظ المسابقه فتيجي المسابقه تبوظ فتقول لك بص المسابقه باظت ففي سنه باظت فندور على المحدش بيدور على يا جماعه فكروا الاول الكوره ترجع اول ما الكوره ترجع فكر للسنه الجايه فكر بقى للسنه الجايه فكر للسنه الجايه كده كده الموضوع مش قرار لجنه الخماسيه يعني كده كده ده حقيقي فعلا انا قلت حتى ده الكلام الاسبوع اللي فات مش بتاعهم مش قرارهم ولا هيقعدوا ولا اصلا هم هيبقوا موجودين وهو بيتنفس مش في الهوم ورك بتاعهم على فكره يعني التكليفات اللي خدوها من الفيفا ما كانش من ضمن التكليفات الاساسي للجنه اللي موجوده اللائحه والانتخابات انت هو جاي سنه انتقاليه عشان يبقى في انتخابات ما هو انت الفيفا ليه وافق اصلا على وجود لجنه عشان هيعدل في اللائحه وعشان ما كانش ينفع يقعد سنه بمدير تنفيذي هو المفروض على فكره انت تقعد سنه بمدير تنفيذي 3 شهور لحد ما تعمل الانتخابات فانت الانتخابات عشان تعملها بعد سنه فمش كانش ينفع تقعد فجابوا لجنه الخماسيه وبالمره ما هو اللائحه الحقيقه انت 224 نادي في مصر كان صعب قوي ما فيهمش 8 بيلعبوا كوره يعني الحقيقه الامر كان صعب جدا اخر مره كان الجماهير العموميه عددها قليل كان 40 نادي وكان في عهد الكابتن عصام عبد المنعم وخلاص بقى يعني انت بتتكلم عن بعدها الكيرف 224 نادي اعتقد الرقم مهول انت عارف انت لو عندك 224 نادي بيمارسوا نشاط كره القدم بصوره حقيقيه في ده اعلى من الرقم جمعيه الامم المتحده الفيفا انت كنت لعبت الفيفا 205 انت كنت لعبت سيمي فاينل كاس عالم كل 4 سنين فالحقيقه الموضوع مرعب جدا يعني فهو كان الناس بتدخل بحاجات هزار يعني عشان الانتخابات عشان يجوا سنه الانتخابات ياخدوا دعم وطول السنه ياخدوا دعم وبتاع الحقيقه مظبوط في ناس ما عندهاش ملاعب اصلا فالهوم ورك الاساسي او تمام. التكليف اللي جايه بيه اللجنه الخماسيه هو تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه واقامه الانتخابات في ميعادها اللي هو وخلينا انت سالتني قلت لي اللجنه الدوره الاولمبيه اتلغت مظبوط فايه اللي هيحصل في انتخابات ولا مفيش لانه الانتخابات بعد اقامه الدوره الاولمبيه او ايهما اقرب لحقتك اهو بالظبط كده ما هو انا جاوبت اجابه اللي هي دي وقلت لك الانتخابات هتتعمل في غصه هتتعمل في غصه هتتعمل بالظبط بس ما كانش عندي اللائحه او المادة ما كانش عندي يقين منها وفي كمان بند في لائحه بيقول اقيمت دوره الالعاب الاولمبيه او لم تقم يعني لو اتلعبت او ما اتلعبتش ده حتى معنى كده اللجنه الاولمبيه المصريه نفسها هيكون فيها انتخابات الاتحادات الثانيه لسه
انما اتحاد الكوره لائحه النظام الاساسي بتاعته ده عارف ده وضع مختلف عشان ده مع الفيفا دايركت فيها البند ده وقيمه دوره الالعاب الاولمبيه او لم تقم. طيب هنتكلم فيها بتفاصيل، لكن عشان اقفل جزئيه ملف اللاعبين الاجانب مش هيتم طرح الامر ده، والسنه الجايه هتبقى بنفس الشكل بتاع الموسم الحالي ان شاء الله، ولا ممكن تزيد؟ لا تزيد، هنجيب نلعب 8 يعني، مش للدرجه دي يعني. مش عايز تستفيد ليه بموضوع شمال افريقيا؟ نظام الدوري المصري او نظام الكره المصريه ليه مش عايز تستفيد بالجزئيه دي؟ عشان انت بقى عندك ازمه في مراكز كتير. يعني بقى عندك ازمه في مراكز كتير، انت في لعيبه طالعه، فانت لا شايف المحترفين بره مش بيغطوا الاماكن ديت. يعني انت ليه الجزائر وتونس والمغرب بيستفيدوا بموضوع شمال افريقيا؟ ده حقيقي. لان كل منتخب فيهم الاثنين لو 20 لاعب بيلعبوا بره في اوروبا. انت عندك المنتخب المصري فيه 4 محترفين، محمد صلاح، محمد حسن تريزيجيه، احمد حسن كوكا، محمد النني بيجي او ما بيجيش. يعني فانت 4 يعني، اخر معسكر قبل الالغاء كابتن حسام كان ضم 3 فانت 3 لعيبه هتجيب منين لما يبقى عندك 8 لعيبه من شمال افريقيا من الجزائر وتونس والمغرب في الفريق زي فريق الاهلي مثلا؟ هتجيب منتخب منتخب مصر منين؟ منتخب مصر طول الوقت القوام الاساسي ليه من اللعيبه المحليين. بس انت فتره قريبه كان مع اجيري كان نص المنتخب او اكتر من قوام 80% محترفين بره، والحمد لله خرجنا من دور 16. بس ده كان مقياس ممكن يكون ليها علاقه مثلا بخطه فنيه، لكن مش بالكواليتي اللعيبه اللي معايا. انت فين اللعيبه؟ انت عد لي دلوقتي، حط لي تشكيل لمنتخب مصر من 11 محترف. من 11 محترف شيل حراسه المرمى، شيل مركز حراسه المرمى. كان عندك باك كريم حافظ ليه بعد؟ عشان كان عندك مدافع علي غزال ليه بعد؟ عشان مستواهم لا يؤهلهم للعب منتخب مصر. كريم حافظ لعب 45 دقيقه في ماتش المغرب في الجابون، الحقيقه كان اضطر هيكتور كوبر انه يطلعه وينقل احمد فتحي لعبه باك ليفت عشان ويلعب احمد المحمدي باك رايت. ده يعني ما لا ما هو انت ما هو انت ما هو انت لا ما احنا عندنا محترفين بره على فكره، ما انت عندك اكتر من 30 40 لعيب محترف، بس مين فيهم يصلح للعب الدولي لعب منتخب مصر؟ مين بقى؟ حط لي 11 لعيب كده يصلحوا للعب منتخب مصر. ما انا كنت لسه ببدا معاك، هو بقى الاسماء كانت موجوده، سام مرسي خد الجنسيه المصريه عشان ايه؟ بطاقه تموين بس تقريبا عشان انت شايفها كده؟ ماشي، يعني انت شايف فكره الاجانب مش ما عندناش محترفين فعلا. فعلا ما عندناش محترفين، يعني فين؟ يعني انت عندك صلاح وتريزيجيه، ما انا اقصد الاجهزه اللي بتيجي لازم تبني على اللي قبلها. يعني سام مورس ده كان قصه كبيره وحوار لغايه لما خد الجنسيه المصريه عشان يكون لاعب في وسط الملعب ويكون موجود في المنتخب. يلعب على مين من اللعيبه المحليين؟ بعد كوبر بعد يلعب على مين من اللعيبه المحليين؟ يعني يلعب على مين من اللعيبه اللي تلعب في مصر؟ انا ما بشوفوش بره بصراحه عشان ما اقدرش احكم مين يقدر يلعب في جزء الماتشات اللي لعبها في منتخب مصر. يقدر يقعد طارق حامد، يقدر يقعد محمد النني، يقدر يقعد عمرو السوليه، يقدر يقعد حمدي فتحي لما يرجع باذن الله ان شاء الله، يقدر يقعد محمد محمود، يقدر يقعد لا. فانت شايف في ازمه عشان كده الاجانب صعب يزيدوا عن العدد المسموح؟ طبعا انت عندك ازمه كبيره. لو انت عندك بره 50 محترف بتختار منهم 11 يلعبوا اساسي او 10 باستثناء مركز حراسه المرمى، افتح بقى لشمال افريقيا وجنوب افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا، هات ال 11 لعيب من المحترف. طيب انا بقى منتخب انجلترا مثلا، ليفربول الفريق المتصدر الدوري ومانشستر سيتي الفريق اللي بينافسه، كل نادي ممكن يكون في 7-8 يعني في 7-8 في التشكيله ممكن تكون واحد او اثنين بكثير، بس عنده 3 لعيبه في كل فريق في ال 20 نادي بيعملوا منتخب كويس. بقى هنا اللعيبه اللي موجوده المحترفين الكتير دول بيخلوا الدوري يبقى قوي، عشان كده اللعيبه المحليين بيبقوا اقوياء، حتى لو لعيب بيلعب في الفرقه تمام بيبقى قوي في الوجود مع زمايله المحترفين، ولكن انت ما عندكش. يعني انت ما عندكش لعيبه بره بتبقى قويه عشان تسندك واللعيبه المحليه، يبقى انت مش شايف المحترفين اللي بره مخلين المحليين عندك هنا اقوياء؟ بمعنى يعني عندك المحترفين اللي بره المفروض، يعني انت عندك مثلا في محترفين اجانب هنا، يعني مثلا عندك فرجاني ساسي في الزمالك، عندك مثلا اليو ديانج في الاهلي، اوكي موجودين، بس في نفس الوقت انت عندك لعيبتك المحليه موجودين وبيلعبوا. بس ما عشان في مساحه، انما لو انت عندك 7 في الـ في الـ في الـ لو انت فاتح زي السعوديه مثلا عندها 7 أو 8 في كام لعيب هيلعب على جنبهم؟ مفيش. يعني انت هتلعب بحارس مرمى، لو انت جبت محترفين الاهلي كلهم وخليتهم يلعبوا، انت عندك 6 محترفين صح؟ تمام، 5 لا اعتقد 5 ورجعت وليد ازارو. لا 5 بوليد اثاره. لا احنا انت عندك اليو باجي، عندك اليو ديانج، وعندك علي جيرالدو. معلول جيرالدو تمام. وعندك اجايه وعلي معلول. انت بتتكلم على اثاره السادس بره. اوكي، فلو انت جبت 6 يعني انت عايز تفتح بقى، فانت جبت 6 وحطيت 6 في الملعب، هتلعب جنبهم 5 صح؟ فالخمسه دول هيعملوا ايه؟ فانت خدت مركز للعيب ممكن يطلع على كتف لعيب زي ما انت بس بتقول. انت في المنافسات الافريقيه مع الانديه انت عندك مثلا فرقه زي الترجي فيها 7 من اللعيبه الجزائريه. ايوه، ما انا بقول لك عشان المنتخب التونسي
بس انا كنادي بلعب في بطولات افريقيه محتاج اكون على قدر المنافسه. يعني مثلا فريق سان داونز لما لعبتها كان عندها كم محترف؟ كتير. كان عندها كتير ولاعيبه منين؟ مش من افريقيا. انت عندها محترفين من امريكا الجنوبيه. ايوه، ما هو عشان منتخب جنوب افريقيا. واللي فرق معايا ان انا لعبت بالمحترفين كلهم قدام فريق سان داونز. عشان منتخب جنوب افريقيا عنده 22 لاعب بيلعبوا بره جنوب افريقيا. هو مش محتاج اللعيبه المحليين. انا فاهم قصدك، تقصد ان ما هي هو نظام كوره وتناسب. نسبه وتناسب. انت لو عندك محترفين اقوياء فمنتخب مصر هيبقى قائم على اللعيبه عشان تبدا يعني تبدا تفتح. فيبقى عندك 2 3 لعيبه، يبقى عندك كل. وبعدين انت عندك فرق. تمام. انت ليه محتاج الاهلي والزمالك والفرق القريبه منهم؟ هم اللي يبقوا اقوياء عشان هم دول اللي بيقدموا لك المنتخب. تمام. هم اللي انت فانت لو الاهلي والزمالك، يعني لو الاهلي والزمالك كل الفريق عنده 7-8 محترفين. فبقى عنده 2-3 اساسيين اللي بيلعبوا بس. بس المحترفين المتميزين دول لما بيكونوا موجودين مع لعيبتك المحليه هنا في مصر بيعلي قيمه الدوري المصري، فبيخلي لعيبتك هيعلي قيمه الدوري المصري. بس هيقلل قيمه المنتخب. مش هيبقى عندك اي. انت دلوقتي مصر بقى لها قد ايه بتدور على باك ليفت؟ انت بتتكلم في مده. بقى لها قد ايه بتدور على سيرت باكات؟ مده. بقى لها قد ايه بتدور على راس حربه؟ بقى لها قد ايه بتدور على. بس انا اعتقد يعني مش ليها علاقه بالدوري المصري ولاعيبه الانديه الموجوده في الدوري المصري، ليها علاقه بمنتخبات الناشئين والشباب. لا بقى دي قصه ثانيه. ده الاساس. ده موضوع ثاني بقى. لأن والله يا ابو حميد لما كان المنتخب الاول بيجي بعد فتره بتلاقي المجموعه اللي كانت بتلعب في الناشئين والشباب والاولمبي هو اللي موجودين في المنتخب الاول. هي دي الأول. أزمة. انت عارف انه اخر مش القصه ان الدوري اللي بيفرز. عارف عشان كده قلت لك انه اجيري لحد ماتش تونس كان ماشي كويس. يعني لحد ماتش تونس كان ماشي كويس. ده هو كان ماشي بالسياسه عكس اللي اتلعب بيها في كاس الامم. لحد ماتش تونس انت ماتش تونس بينهي موجود في الملعب محمد محمود، موجود في الملعب طاهر محمد طاهر، موجود في الملعب صلاح محسن. مظبوط. 2 مواليد 98 واحد مواليد 97. انت بتتكلم على 3 لعيبه احلال قوي جدا. انت اخر لعيب قوي قدمته منتخبات قبل الثلاثه دول وبعدين خلاص ماتوا ما لعبوش تاني. قدمته المنتخبات لمنتخب مصر مين؟ رمضان صبحي. مفيش. هو منتخب كابتن ربيع، منتخب 93، ومنتخب كابتن ضيا، منتخب 91، خلاص مفيش. تمام. يعني نسبة من تريزيجيه، من بعد تريزيجيه وكهربا والمجموعه دي، من 93 لحد 97 مفيش. بص انا عندي يقين ازمه المنتخب الاول في اللاعبين مش فكره الاجانب في الدوري المصري، فكره ان منتخبات الناشئين والشباب. ايوه منتخبات الناشئين، لان قطاعات الناشئين ما هو قطاعات الناشئين ما بتطلعش. مش القطاعات برضو والله، ما عندكش منتخبات ناشئين بتطلع. هو المنتخب هيتبني من ايه؟ لا انت عندك كابتن ربيع ياسين ما كانش بيروح يتفرج على الاهلي والزمالك بس، ده كان بيلف في كل محافظات مصر. تمام. فكان بيجيب لعيبه من كل حته. هيجيب لعيب من كل حته. لكن اللي موجودين دلوقتي حاليا تمام بيستنى الاهلي يطلع كام في سن 19 سنه، والزمالك بيطلع كام، والمقاولين والاسماعيلي بس. ما هو انت دلوقتي فبالتالي لا ناشئين ولا شباب بيطلعوا لعيبه، فالمنتخب الاول ما يلاقيش. ما هي قطاعات الناشئين نفسها في الانديه ما بتطلعش. يعني لما ال 18 نادي المنتخب، والله يا ابو حميد المنتخب لما كان بيختار كان بيدي صوره للفريق الاول في كل الانديه، خد بالك ده في المنتخب ده اللي هيكسر الدنيا. النادي الفريق الاول كان هو اللي بيطلعه، ما كانش المقياس. ما هو دلوقتي الفريق الاول يجيب من القطاع، لا كانت العكس. ايوه ما هو انا ما بلاقيش في القطاع هعمل ايه؟ يعني انا كمنتخب ما بلاقيش في القطاع، هجيبه من هجيبه منين؟ يعني انت كل منتخبات مصر بتخرج، ما هو هيجيب لعيبه منين؟ الجيل اللي كان مع كابتن ربيع ياسين اتعرف من الفريق الاول في الانديه لما تصعدت، ولا اللعيبه دي لما راحت المنتخب الناشئين مع ايوه بس كانوا موجودين في فرقهم اقوياء. يعني كانوا موجودين في فرقهم، هو ما جابهمش. يعني ما راحش جاب لعيب من البساتين وراح جاب لعيب، هو جاب اللعيبه من انديه برضو. الانديه نفسها جابوا من انديه، بس الانديه وقتها في الدرجه الاولى ما كانتش عينيها واخده بالها من اللعيبه. ماليش دعوه بالدرجه الاولى. ليها دعوه هو نفسه بيختار منين. يعني انا دلوقتي بروح هو جنب القطاع. طب بس أوكي. القطاع نفسه بقى اوريدي ما بيقدمش. يعني القطاع نفسه ما بيقدمش. ما انا بقول لك النادي الاهلي اخر لعيب طلع من القطاع مين؟ النادي الزمالك اخر لعيب طلع من القطاع مين؟ مفيش. لا انت عندك في النادي الاهلي القطاع الفتره الاخيره، لا في عدد كتير من اللعيبه. مين لا؟ عندك مصطفى شوبير، عندك العربي بدر، عندك في كريم يحيى بره معار، مين لعب؟ عندك محمد عبد المنعم معار، عندك عمار حمدي، عندك ناصر ماهر. مين لا عندك مين لعب في الفرقه؟ عمار حمدي مش ناشئين الاهلي، عمار حمدي جاي من مصر. يعني كان جاي من بره من القطاع. انا اقصد انه اللعيب اللي ركب في الفريق الاساسي مفيش. الزمالك مفيش، اسماعيلي مفيش، المقاولين مفيش. المقاولين ممكن شويه، انما مفيش. القطاعات نفسها ضعيفه في الانديه. انا ما بقى ده مش فكره احنا بس بدناش نفسها. احنا بدناش فكره اللاعبين الاجانب. فاهم. اللاعبين الاجانب هيجي اولا هياخد مكان. تمام. زائد انت القطاعات ما بتقدمش، هتعمل ايه بقى؟ الفرق نفسها، المواهب نفسها قلت. يعني المواهب نفسها قلت، ما حدش بيدور، ما حدش بيتعب. المواهب نفسها قلت.
بقى كله دلوقتي بيفكر في الاكاديميات والاستثمار وي لا قص يعني العدد اللي موجود حاليا بص منظومه الكره في مصر محتاجه تتبني تاني من اول وجديد من تحت. طيب يعني العدد اللي موجود حاليا كاجانب انت شايفه مناسب لكن ما زادش عن كده؟ ممكن كتير وايه خمسه كتير خمسه كتير بس على المدى البعيد يعني على المدى البعيد أو تبدأ تبني يعني وانت بتقل انت ما ينفعش تيجي تقول لي قل عدد الاجانب وانت ما بتبنيش لا ابدأ ابني على المستويين يعني ابدأ ابني قطاع ناشئين وابدأ ابني مسابقات ناشئين انت ما هي مسابقات الناشئين برضو في مصر متدمرة بقالها خمس ست سنين ما بتلعبش اصلا الدور في النهايه هتلاقي روح لاداره القطاعات والبراعم في اتحاد الكوره هو اللي مش عامل مسابقات بالزبط. قويه بالزبط. عشان القطاعات تفرز لعيبه قويه بالظبط ما انا بقول لك عشان كده فابدا نظم قطاع الكوره من تحت انت اول قرار اتاخد في الازمه الغاء مسابقات الناشئين خلاص اتلغت دي مشكله دي ازمه كبيره انت بتتكلم في مراحل سنيه بالظبط فانت ابني قطاعات الناشئين في الانديه وفي الاتحاد والمسابقات وابني كوره من تحت الاول وبعد كده اطلع اتكلم بقى فوق محتاجين عدد قد ايه ولا مفتوح ولا مش مفتوح بالظبط كده عموما القضيه كانت مهمه جدا لازم نختم بيها الفقره فيها نقاش كبير جدا لكن في نهايه ابو حميد انا بشكرك شكرا محمد فقره حواريه اتمنى الناس تكون استفادت ببعض التفاصيل اللي اتقالت فيها ان شاء الله ربنا يخليك شكرا محمد وابقى سعيد معاك وكل سنه وانت طيب وشوف بقى هنتقابل امتى تاني إن شاء الله. هل في رمضان ولا بعد رمضان باذن الله ان شاء الله خير وكل سنه وانتم طيبين النشاط يرجع بس الاول ان شاء الله باذن الله. وانت طيب يا ابو حميد شكرا جزيلا ليك شكرا فقره كانت حواريه مهمه جدا مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس وفتحنا ملفات وقضايا لازم نناقشها في الاعلام عشان في النهايه المسؤول وهو موجود على الكرسي لازم يبقى عارف الفتره الجايه الحلول المناسبه لعوده النشاط والخسائر ما تكونش كبيره وفي نفس الوقت موضوع الاجانب ممكن يتناقش ازاي ونحط ايدينا على الازمه فين عشان لما ناخد قرار يبقى القرار ده ايجابي لقطاعات الناشئين وللفريق الاول وفي النهايه بالتاكيد بالنسبه للمنتخبات. اكتفي بهذا القدر من الفقره الحواريه الاولى مع الاستاذ احمد عويس ثم اذهب الى فاصل وبعد الفاصل رئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد وحديث مهم جدا بالنسبه للكره الاوروبيه قرارات عوده الدوريات الاوروبيه استئناف التدريبات هناك بتدابير احترازيه كل ده بالتاكيد على ناشو ولكن بالتاكيد مع الاستاذ كريم سعيد بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله واللي بيشرفني بينورني فيها الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره وعندنا موضوعين هنتكلم فيهم باستفاضه وهنحاول نلقي الدوش ويعرض تفاصيل كده متعلقه بالمرحله اللي جايه لكن في البدايه بالتاكيد برحب بالاستاذ كريم سعيد ضيفنا في الفقره الحواريه الثانيه ازيك يا كريم ازيك يا محمد مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي النهارده اكثر تفاؤلا من الاسبوع الماضي ولا الوضع ايه لا كل ما الوقت بيعدي طبعا بيبقى اكثر تفاؤلا والاسبوع ده اعتقد يعني اسبوع الاعياد يا رب ان شاء الله نهنئ كل اخواتنا من المسيحيين واهل الانجيل طبعا بالاعياد وبرضه نقول رمضان كريم لكل المسلمين وكل مصر طيبه كل ايامنا اعياد والحمد لله اعتقد الاخبار المبشره احنا دايما بنبدا بس الارقام يا كريم في اليومين اللي فاتوا ما كانتش ما اعرفش يعني الارقام مش مبشره لا بص لا في رقم هو ده اهم واحد انت بتقدر لحد ما تحصر عدد الاصابات تمام خلي بالك برده يا محمد تاني الناس بتبص انت عندك في مصابين كتير لسه ما زالوا في الرعايه فدول لحد ما في نسبه منهم تتحول للاسف لوفيات وفي نسبه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيشفيها المهم ان كل الاخبار خلال 48 ساعه الاخيره لحد ما كل الناس بتقول ان الفيروس بيتم احتوائه في محاوله للسيطره عليه بدليل ان الارقام زي ما قلنا مثلا الحلقه اللي فاتت الارقام في ايران بتنزل ارقام لحد ما الوفيات في ايطاليا واسبانيا والمانيا بتنزل امريكا هي اللي ما زال الموضوع لا بتلعب في حته لوحدها مو ده عدد كبير العدد كبير وحاجه برضه حاجه ثانيه برضه نقطه مهمه لازم برضه ان الساده المشاهدين يفهموها كويس لما بتطلع الدوله تقول مثلا رقم النهارده اكتشفت 1000 حاله او 2000 حاله ده عشان عدد التحاليل اللي انا عملتها يعني ممكن النهارده انت ما تعملش تحاليل يبقى عندك نسبه كبيره جدا بس ما تعملهمش تحاليل يعني في الاخر هو الفيروس مش فكره ان هو موجود او مش موجود لا هو الفكره هو نشط ولا مش نشط هي دي الخطوره بس نشط ولا مش نشط دي النقطه اللي احنا عايزين يبقى الناس واخده بالها منها فالحمد لله لحد ما الناس بتقول يعني في الايام الاخيره ان بيتم نزول في هبوط في عدد المصابين لحد ما ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه الدنيا تبقى افضل وهو ده المؤشر اللي خلى مثلا
اتحاد الكوره الالماني بعد التشاور مع مجلس الوزراء في الوزاره في المانيا ان هم حطوا اول ميعاد مبدئي لدوري كوره يرجع من الدوريات الكبيره وهو الدوري الالماني. اول ميعاد مبدئي فعلي يبقى يوم 9 مايو ان شاء الله باذن الله. طيب هنتكلم على التفاصيل دي، لكن عايز ابدا معاك بالمشاهد بقى اللي بيتفرج علينا. نعم. سواء ليه علاقه بالرياضه او ملوش علاقه بالرياضه. أي. بيمارس الرياضه كهواه هوايه. نعم. او بيمارسها كاحتراف. تمام. مبادره مميزه جدا خرجت من جريده او مجله اخبار الرياضه. نعم. وليها علاقه بالرياضيين او عدم الناس اللي بتمارس الرياضه كاحتراف. نعم. وهي الرياضه في كل بيت بالتقسيط. عارف فكره ان انت قبل ان تصدأ العضلات والمضارب والحديد. نعم. يعني انت بتتكلم في العضلات بالنسبه للعيبه اللي بتلعب كره لعبه جماعيه او لعبه فرديه. أي. المضارب اللي هي التنس الارضي وتنس الطاوله. طب. والحديد رفع الاثقال بقى والالعاب اللي هي المختلفه في موضوع الالعاب اللي هي الفرديه اللي بتلعب في البطولات الاولمبيه قدامنا. نعم. حتى هو ده الموضوع. نعم. اللي كان منشور في مجله اخبار الرياضه. نعم. وفي اطار عايزين نتكلم على فكره ان هيفيد كل بيت وكل اسره. نعم. وكل رياضي في مصر ان الرياضه تبقى موجوده في كل بيت. طب. الخطوه دي ازاي نقدر ننفذها وان عارف انت الادوات اللي بيتم استخدامها في الرياضه يتم انتاجها وصناعتها مثلا من وزاره الانتاج الحربي ويكون. نعم. في بروتوكول تعاون مع وزاره الشباب والرياضه عشان الامر ده يكون سهل الوصول اليه لكل بيت. شوف، واحده من الامور اللي اعتقد احنا اتعلمناها في خلال الفتره اللي احنا قعدناها في البيت، يعني ان شاء الله يعني قربت على الانتهاء باذن الله، يعني نتمنى يعني ان شاء الله خلال الفتره الجايه، ان احنا اتعلمنا فعلا قيمه النزول وقيمه ممارسه الرياضه. تمام. فعلا حسينا، يعني عارف ساعات طبعا احنا بنقول ايه، نفسنا في اجازه. نفسنا نقعد في البيت شويه، نفسنا نريح، نفسنا نفصل نفسنا على الحياه. اوكي، بس انت بتبقى محتاج الفتره دي 3-4 ايام اسبوع. آه. بتوع المصيف في الصيف وانت الموضوع بعد كده ترجع لحياتك الطبيعيه. طبعا لما الفتره زادت شويه او طولت شويه عندنا بقى فعلا نحس بقيمه الرياضه وقيمه فعلا انت كان عندك بتمارس شيء، حتى يا رب لو كانت مشي، انك بتنزل تتمشى شويه او تجري او تركب عجل او طبعا تلعب العاب فرديه زي التنس او البينج بونج او الراكت. في النهارده في حاجات كتيره جدا. اعتقد بقى السن اللي فوق ال 30 يا محمد، مثلا الجيل بتاعنا ربما ما كانش عندنا الثقافه دي ايام الثمانينات والتسعينات، ما كانش فيه هذا الكم مثلا من المراكز اللي بتخلي الناس الهواه يمارسوا الرياضه حتى لو انت كبير. حقيقي فعلا. واحنا صغيرين ما كانش ده متاح عندنا. صح. كان بس الموضوع احترافي، يعني انت تحترف اللعبه لا خلاص، لو انت عديت سن معين كان اي مدرب يقول لك انا اسف ما عندناش، ما فيش ممارسه هواه في للرياضه دي دلوقتي. لكن دلوقتي حتى لو انت عديت ال 30، حتى لو انت عديت ال 40، في رياضات كتيره ممكن تمارسها. طبعا النهارده صالات الجيم كتيره جدا، بس موجوده في كل شارع. بس حلاوه الفكره دي في ايه؟ ان مش كل الناس بيبقى عندها الوقت او حتى الادوات والتكلفه برضه. التكلفه برضه، الحاجات دي برضه مش رخيصه. هي تعرف العنوان بتاعها الرياضه في كل بيت بالتقسيط. طبعا طبعا. ايه حلاوتها؟ ان النهارده الفكره ممكن تديك ادوات بسيطه تكلفتها بسيطه جدا، وانت بتتحكم في وقتك. يعني انت مثلا لو ماشي مع ترينر خاص او مدرب خاص هيلزمك بمواعيد. هيقول لك اوكي ماشي مفيش مشكله، فاحنا هنتدرب مثلا 3 ايام في الاسبوع في المواعيد كذا وكذا وكذا. فتقول والله اصل شغلي وكذا فخلينا في مواعيد كذا. اوكي، في الاخر انت ملتزم، انما انت لما تعمل حاجه في بيتك انت حر يعني. صح. براحتك، عايز تمارسها الصبح، عايز تمارس بالليل قبل ما تنام. الادوات ببساطه رخيصه مش زي طبعا انت بتروح بتعمل اشتراك وبتدفع اشتراك شهري في المكان اللي انت بتتمرن فيه، وكمان اللعبه اللي انت بتحبها اكيد برضو هتطلب منك بعض المبالغ. فبالتالي انا بشوف الفكره حلاوتها في حته ايه؟ انها بتخلي طبعا بتحافظ على صحتك، ودي اهم نقطه. ان انت ما تبقاش طول اليوم قاعد. احنا برضو خلي بالك دلوقتي مثلا اكيد في اوقات بتعدي علينا ما بنعملش حاجه غير ان احنا ماسكين موبايل ومسترخيين وجنبنا حاجه بناكلها او بيبسي او بتتفرج عليه حاجه بنشربها. فاهم قصدي؟ انت بتعمل كده؟ اكيد كلنا في وقت بيجي لنا بنعمل كده طبعا. تمام. فده ببساطه بيخلينا نعمل ايه؟ صحتنا بتبوظ اكتر، الدوره الدمويه في جسمنا مش شغاله، الوزن بيزيد طبعا، كل حاجه. فاهم؟ كل حاجه سيئه هتحصل لك باسلوب الحياه او اللايف ستايل اللي انت عايشه ده. فبالتالي انا بشوف لا طبعا، واحده من اهم الحاجات اللي ممكن فعلا نعملها، وحاجه حلوه حتى ممكن نتعود عليها لو ان شاء الله لما نرجع حتى حياتنا، ان انت
فعلا لو انت تعودت ودخلت في حياتك اليوميه ان انت بتمارس 30 دقيقه او 45 دقيقه في اليوم في بيتك بتعمل بعض التمارين لوحدك او حتى بتمارس اي نوع من انواع الرياضات، بس اكيد طبعا تتطلب ان انت تلعبها لوحدك. يعني مثلا انا مثلا في فريق رواد البينج بونج في النادي الاهلي، فطبعا ما اقدرش العب بينج بونج لوحدي في البيت اخري، بس انا ممكن اتمرن بس تمرينات بسيطه كده انا امشي ايديا، انما طبعا اللعبه نفسها بتحتاج يكون في شخصين بيلعبوها. وانا اقول انت يوم ما عملت الفيديو بتاع ستي ات هوم ليه جبت المضرب والبينج بونج؟ انا قلت الناس كلها تلعب بالكوره. لا بحب البينج بونج طبعا، اتشرف ان انا موجود في فريق الرواد في النادي الاهلي، بس طبعا العمليه اللي انا عملتها من شهر 12 بعدتني شويه عن الموضوع. السلام عليكم كريم. بس واحده من اهم الحاجات فعلا انا هنا بكلم مين يا محمد؟ بكلم الاشخاص اللي هم عدوا ال 30 وانت بتمارس الرياضه بشكل محترف. بالظبط. لا انت ممكن على فكره ممكن اي حاجه نفسك وانت صغير تعملها ممكن تعملها دلوقتي، مثلا رياضه زي السباحه مكمله معاك لغايه سن 70 و80 سنه. حقيقي فعلا. بنشوف النهارده في بطولات رسميه للهواه فوق 60 فوق 70 سنه، اي المهم بس تاخد انت القرار ان انا جزء من حياتي هدخل فيه الرياضه، وعشان كده بشيد بالمبادره انها ممكن تبدا للناس. خلي بالك برضو احنا ما بناخدش الامور بنفس الحماس في الاول، لا انت عايز برضو تبدا واحده واحده. فالنهارده المبادره دي جميله في حته ايه؟ تكلفتها قليله الاول، تصنيعها بالظبط هتبقى مثلا من وزاره الانتاج الحربي. اتفاقيه يتم ابرامها مثلا مع وزاره الشباب والرياضه بحيث ان يكون في تسهيلات تقسيط هذه الاجهزه الرياضيه، ازاي توصل للمنازل، ازاي يتم يبقى فيها خصومات عليها، عارف انت كمان ازاي برضه تقدر تحصل القيم الماليه في مساله هذه الاجهزه لما تروح للمنازل. وفكره بقى انت خلاص الاجهزه في المنازل مع كل طوائف الشعب المصري بالظبط، تبدا تشتغل عليها وتقدر ازاي تنفذها الفتره الجايه. يتبقى بقى فيها نقطه واحده ودي نقطه مهمه جدا، ان لازم تاني اعيد نقطه ان يا ريت الناس وهي بتتدرب يبقى تحت اشراف او حتى في تعليمات، مش شرط يكون في مثلا حد بيتابعك يعني اللي هو ايه بكل تمرينه، بس يكون مديك قواعد تمشي عليها. ليه؟ عشان برضو ندي مثال، طبعا امبارح احنا شفنا الخبر بتاع لاعب بتاع لوكوموتيف موسكو الروسي توفى وهو ازمه قلبيه بيتمرن في البيت. الفكره بس ان هو عنده 22 سنه 22 سنه، ودكتور الفريق قال ان هو ما كانش بيعاني من اي شيء، هم طبعا عرفوا بالامر من اهله لما بلغوه ان الولد وهو بيتمرن وقع، فطبعا عقبال ما راح المستشفى او تم اجراء الكشف عليه. انت ما تعرفش كمان لما اتمرن هل كان واكل كويس؟ برافو عليك. هل عمل تدريبات فيها حمل زايد؟ هل خد حاجه؟ هل خد حمل بالظبط؟ فاهم قصدي؟ هو ما لعبش قدامك. كل الحاجات بالظبط، كل الحاجات دي تؤكد ان انت لازم يبقى عندك قواعد اساسيه. خلي بالك مثلا لو حبيت تعمل رياضه الصبح اوعى تقوم من النوم تعمل رياضه على طول، اوعى تعمل الحركه دي، لازم في الاول تقعد شويه صح. وتاكل حاجه بحيث ان انت يعني تحرك معدتك شويه، وبعديها بنص ساعه او ساعه على الاقل تبدا تتمرن عشان يبقى جسمك متحضر كويس للتمرينات. وحتى لو انت مثلا في رمضان مفيش مشكله، ساعات احنا قبل الفطار كنا بنروح جيم وكل شيء، بس كنا بنمارس تمرينات معينه مش كلها، ما مارست كل حاجه. فاهم قصدي؟ يعني اصول ايه؟ كل وضع له اسلوب، بس لازم نرجع لمين؟ نسال. لازم اسال الشخص المختص عشان يديني الاساسيات الحاجات البسيطه عشان انا ما يغبرنيش الحماس واعمل شيء انا رايح عشان افيد نفسي، ففجاه الاقي نفسي ان انا ضريت نفسي من لا شيء. فبالتالي حلوه جدا المبادره، بس نتمنى برضو يكون في لو ممكن وزاره تستقطب بعض المدربين ويسجلوا فيديوهات او يطلعوا مثلا بعض، وممكن يكون مع بعض الاجهزه كتالوج مثلا، المهم يكون في حاجه امشي عليها. يعني مثلا خلي بالك لو انت هتتمرن مثلا تمرينات اللي هي مثلا تقويه مثلا عضلات البطن، ما تعملش التمرينات دي مثلا او ما تقوم مثلا، بقول مثلا أيوة ليه أيوة. عشان ما تشدش مثلا بطنك بشكل معين فيحصل لك مشاكل في وهكذا. تمرينات مثلا الفتنس اللي مثلا لو حد عنده تريد ميل في البيت، فخلي بالك لو انت مثلا وزنك عند كذا فحاول تبدا مثلا بسرعه كذا. لو انت مثلا وزنك، فاهم قصدي؟ مثلا في ناس بتحب وهي في البيت تعلي السرعات ويلا بينا بقى، فاهم؟ كل واحد حابب ان هو يثبت ان هو كويس جدا، فيلاقي نفسه ان هو تعب او زاد عن نبضه زاد عن اللزوم. وبالتالي اتمنى ان المبادره بس يبقى فيها بعض النصايح من المختصين، دي اكيد هتفيد الناس كلها. طيب اذا كانت بدايه العوده ممكن تكون باللعبات الفرديه، يعني الحمد لله الحكومه المصريه وتوجهات الدوله في فكره الحد من انتشار فيروس كورونا، الحمد لله الحمد لله احنا نوعا ما
افضل من دول كثيره، والامر عندنا يعني الحمد لله يا رب حتى يستمر ويبقى افضل من كده الايام الجايه عن الفتره الحاليه. لكن ده ممكن يساعد ان احنا ممكن نرجع عدد من الالعاب الفرديه الفتره الجايه اللي هي بعيد عن الاحتكاك المباشر. نعم. وبشكل تدريجي حتى، يعني مثلا عندك التنس، عندك تنس الطاوله، عندك كره السله، عندك العاب القوى. نعم. لو خدت فيها بعض التدابير الاحترازيه هتقدر تحافظ على نفسك بشكل كويس جدا. اكيد. طب بص احنا كنا بنتكلم، لما كنا بنتكلم على فكره بايرن ميونخ لما بدا يرجع اللعيبه ان هم يتمرنوا تاني في الملعب بتاعهم، وبدا يعمل بعض الاحتياطات ان اللعيبه ما يبقاش في اي تدخلات او في اي تنافس ثنائي ما بين اثنين لعيبه، في دايما مساحه ما بين اللعيبه ان هم بيباصوا بتاع. فاذا كنا احنا بنتكلم على ده في الكوره، فبالتالي الالعاب الفرديه اعتقد هي الاولى في الوقت الحالي بان احنا ممكن يبقى في مساحه ان هي اللعيبه يرجعوا يتدربوا طلبه، بس اهم حاجه ان احنا ناخد كليرنس او ناخد رخصه او ناخد اذن الاول من الاطباء ووزاره الصحه ان الامر ده اكيد ممكن يتم. مفيش ادنى مشكله، مفيش خطوره. انت عارف في التنس الارضي اللعيب او اللاعبه بتبقى على مسافه طبعًا، واللعيبه الاخرى المنافسه طبعًا او اللاعب على مسافه ثانيه، مفيش احتكاك خالص الا في بدايه المباراه او في نهايه المباراه. طبعا. ولعيبه التنس الطاوله اكيد طبعا هنحب قوي ان احنا نرجع تاني. جاي لك على الطبطبه ايه؟ جدا بصراحه هنحب طبعا ان احنا نرجع بصراحه، مش ادنى مشكله. بس هو الفكره بس في حته ايه، ان انت لازم تضمن او تامن للعيبه ان هم مفيش ازمه في التعامل ده. ببساطه هننزل نتمرن، اكيد العمال هينزلوا، اكيد طبعا يعني اللي بيشتغلوا في المكان اللي احنا بنتدرب فيه هينزلوا معانا. هيدي بس دي اهم نقطه، ان يبقى في بعض في نشاطات التجمع. في اعمال العمل فيها شغال بنسبه 100%. طبعا بص يا محمد، الفكره زي ما قلت لك مفيش توقف كامل بمعنى اصح. طبعا هو الفكره مع كورونا الحاجه الحقيقه الوحيده الجميع بيتعامل فيها مع كورونا هو تطويل الوقت. احنا عندنا بس ما هو مفيش علاج، وفي علاج مفيش اي علاج خالص. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نصمد في الوقت أطول. نمد اطول قدام لغايه لما هو يبدا يفقد قوته. هو ده الاسلوب الوحيد الجاري في العالم كله. وبالتالي ان شاء الله بمرور الوقت وكل ما الدنيا والارقام بتبقى ثابته زي ما هي فانت بتحاول تعالج المجموعه اللي اوريدي تحت الرعايه، وبتحاول تقلل من عدد الاصابات الجديده عشان تبدا تحجم العدد. وبالتالي انا معاك طبعا ان الالعاب الفرديه، واعتقد كمان هو تعويض الالعاب الفرديه طبعا عن الفتره اللي احنا بنتكلم عليها وتاجيل الاولمبياد، اكيد كانت صدمه لكل الناس. فضلوا يتدربوا خلال 4 سنين وكانوا مستعدين للصيف السنه دي، وتم تاجيل الامر. وكمان الكلام امبارح اللي طلع ان ربما كمان 2021 يبقى مش اكيد يتلعب فيها اولمبياد، لان برضو حطوا احترازات ل الشتاء الجاي. ما يتمرنوش الشتاء الجاي، ممكن الفيروس يتجدد بصوره اقوى. هي دي الازمه بقى ان هو الناس كلها دلوقتي بتقول، الاطباء والعلماء بيقولوا خلي بالكم احنا برضو محتاجين نستنى نشوف من شهر يناير السنه الجايه شهر 4 هل الفيروس هيعاود موجه جديده في العالم ولا لا. بالظبط. وبالتالي احنا هنستنى الفتره دي عشان نحدد امكانيه لعب البطولات اللي تم تاجيلها من الصيف الجاري. طيب سؤال ممكن يكون خارج المقرر او خارج المنهج، بس ما تضمنش ممكن بعد فتره يكون السؤال ده له علاقه باقتصاد الرياضه. هي الخريطه في العالم هتتغير بعد فيروس كورونا؟ انهي خريطه بالظبط؟ خريطه العالم بشكل عام. اصل خد بالك الخريطه متعلقه باقتصاد وبسياسه. ما بتتكلمش كرياضه. مش بتكلم سياسه، انا بتكلم اقتصاد. اقتصاد اوكي. اقتصاد، بس الاقتصاد هنا اكيد هيبقى ليه تاثير على الرياضه. طبعا. لان مثلا في شركات رياضيه او في شركات قصدي تجاريه واقتصاديه، في انديه بتستفيد بالشركات دي، لان رجال الاعمال او اصحاب هذه الشركات او هذه الاموال بيستثمروا في الرياضه بشراء انديه طبعا، او بيستثمروا في الرياضه ببناء شبكات قنوات عالميه او كبيره او اوروبيه او رياضيه كبيره طبعا. فلما بيتاثر نشاطه التجاري اكيد هتتاثر الرياضه بسبب تاثر المستثمر في النشاط الرياضي. خليني اديك مثل بسيط. فهمت قصدي او سؤالي؟ طبعا. انا هديك مثل يؤكد اللي انت بتتكلم فيه. ويست هام بيتكلموا بقى لهم 48 ساعه في موضوع طبعا تخفيض الاجور. انت عارف موضوع تخفيض الاجور في انجلترا دلوقتي بدا ياخد 3 انديه بس لغايه دلوقتي اللي نفذوا. ارسنال اخرهم امبارح 12.5%، وما زال لسه ارسنال يعني ما وصلش لاتفاق مثلا مع اوزيل. اوزيل امبارح تويتر كله مشكله كبيره جدا. وبيريس مورجان بيتصدر. بيريس مورجان طبعا للي يعرفه اعلامي كبير انجليزي بيحب ارسنال جدا جدا، مسك اوزيل على تويتر بهدله. انا بقول لك لما بهدله. اللي بيرفض بيتصدر. لا اتبهدل. تخيل انت لما يتكتب يعني ان اوزيل اصلا بياخد 370 الف استرليني في الاسبوع، في الاسبوع من 2017 وهو اصلا ما بيعملش حاجه. بص يعني وصل الامر طبعا، لان يعني اوزيل دايما يعني اوزيل صفقه اوزيل ارسنال واحده
من اكبر الصفقات اللي ارسنال عملها في تاريخه. احنا زي ما متعودين ارسنال من ساعه هو كان في حاله جدل حاليا حتى الفتره الاخيره. نعم. في بعض الامور. نعم. فويست هام مثلا اتكتب ان النادي ربما يلجا للاقتراض من البنوك الفتره الجايه عشان يسدد المرتبات والفواتير الشهريه بتاعته. فده طبعا امر خطر جدا. الانديه لما هتخش في التراك بتاع الاقتراب من البنوك خلاص بقى بفوائد، هنا انت دخلت في سكه يعني ما هترجع منها، ما يعلم بها الا ربنا. انت هنا ما معناته انت بتحط نفسك في اول طريق انك تتباع غصب عنك بمزاجك. بالظبط. ليه؟ عليك ديون. فعارف بقى هو ايه، نخش بقى ونحجز على النادي وممتلكاته وحاجته والكلام ده، ده ممكن يتم ليه هتحصل لو انت فضلت تقترض. طبعا لو انت النهارده فضلت ما عندكش مداخيل، انا ما عنديش دخل، وطبعا كل اللي حواليا بيعمل ايه؟ عمال يطلب مني. فانا عايز انا عايز انا عايز انا عايز. وكمان ضيف على ده ان هم لسه ما لقوش حل لموضوع البث التلفزي، لان هم خدوا الفلوس اوريدي زي ما كنا احنا شرحنا كذا مره قبل كده في الاهلي الليله، ان الفلوس اتدفعت اوريدي، يعني السبونسرز دفعوا خلاص، فهم منتظرين العائد بتاعهم، فالدنيا واقفه، فهيجي يطلب هيرجع عليك بالفلوس. وبالتالي انا معاك في طبعا في الخريطه هتتغير، والكوره والرياضه مش هيرجع يتصرف فيها هذا الكم من المبالغ. واكد على ده، مثلا كنا اديت مثل بتاع ديمبلي لاعب اللاعب الفرنسي لاعب برشلونه، ان هو راح برشلونه اصلا ب 150 مليون يورو من دورتموند. النهارده برشلونه طالب فيه كام عشان يبيعه؟ خلاص ديمبلي بقى له فتره ما بيلعبش وبيتصاب كتير. بالظبط. برشلونه قال لو جالي 70 مليون ابيع، هوافق ابيع بالخساره. 70 مليون يعني تخيل لاعب ثمنه خلال سنتين نزل. سنتين نزل النص، نزل النص ودفع فيه 100 وسنه صغير، دفع فيه 150 مليون يورو، وكان المفروض الصفقه المواجهه لصفقه بيع نيمار لباريس سان جيرمان. فبالتالي كل الفلوس في وجهه نظري يعني اللي في الرياضه هتنزل للنص خلال، لان المستثمر في الرياضه اصلا عنده نشاط تجاري واقتصادي تاني طبعاً. هيتاثر بنسبه مليون في الميه طبعا، وهي كلها يعني في لينك متوصل بيها. يعني النهارده الرياضه متوصله بالسبونسرز، سبونسر متوصلين بالاقتصاد العالمي، كل حاجه متربطه ببعض. بس هي الفكره الجديده، اول معلومه نسمعها ان ربما تلجا بعض الانديه في اوروبا للاقتراض من البنوك. هي دي الفكره الجديده، عمرنا ما كناش بنسمعها كتير. كنا بنسمع لو في نادي عنده بعض المشاكل هتبدا يبدا يفكر ان انا تبيعه لمستثمر جديد عشان يخش يضخ وينقذ النادي ده عشان ما يوصلش لدرجه الافلاس. وبالتالي هو ده، عشان كده احنا دايما بنقول ان اللعيبه الاجهزه الفنيه اول خطوه المفروض هم يعملوها ان هم يجوا يعني ايه رغبه منهم هم في تخفيض عقودهم عشان يحاولوا ينقذوا ناديهم. ولما الانديه تبدا تعمل ده الرياضه كلها والقطاع بشكل عام يقدر يلاقي يعني ايه متنفس ليه خلال الفتره الجايه لغايه بس لما يبدا النشاط يرجع مره ثانيه. اذا المشهد الجاي الخريطه في العالم هتتغير بعد فيروس كورونا اللي شفناه طبعًا. قبل انتشار الفيروس هيبقى الامر مختلف بعدين. طبعا مستحيل، ما فيش حد، ما اعتقدش حتى احنا يعني لسه بنتكلم برضه يا محمد ان ان شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمه دي هناخد فتره عشان الناس تفوق والناس الخبه، هنبقى عايشين خايفين برضه، هيبقى في بعض مزبوط. الخوف وبعض القلق، حتى مثلا موضوع السفر يا اخي النهارده الناس بتتكلم في ايه؟ نقطه مهمه برضه، الناس بتتكلم النهارده ان الدوري الالماني اذا رجع بدون جمهور يوم 9 مايو هو غالبا هيرجع بدون جمهور. ما طبعا لا لا، بص الكلمه بقى، هم من دلوقتي بيحضروا اطباء نفسيين للعيبه عشان يقدروا مسألة الطب النفسي عشان يقدروا يلعبوا بدون جمهور، لان هم قعدوا سنين طويله بيلعبوا في حضور متوسط 40,000 متفرج. هو بس بايرن ميونخ ودورتموند اللي جماهيرهم الاسبوعيه بتتعدى ال 60,000. ده يجي يعملوا معايشه هنا بقى. لا انا بس بوريك الناس بره ما بيسيبوش طبعا. ما بيسيبوش حاجه للايه؟ للغي يعني، ما حدش بيسيب الدنيا كده تمشي لوحدها وخلاص، لا كل واحد عامل حساب كل حاجه بتحصل. فانا النهارده قبل ما ارجع اللعيبه تلعب يوم 9 مايو بدون جمهور هنحضره نفسيا ده في المانيا، وهبدا النهارده نقول خلي بالك يا جماعه هنقعد نلعب كده مثلا لمده 3 شهور لغايه الموسم الجديد لما ربنا يكرم، وربما الموسم الجديد نرجع الايه الجمهور. احنا هنا مثلا في مصر احنا عندنا ابطال لا وده يوريك بجد فعلا اللعيبه اللي عندنا اتظلم طبعا اتظلموا كتير، اتظلموا وحكمنا عليهم في بعض المواقف. ماتشات كانوا بيطلعوا بيلاقوا حضور جماهيري كبير ما تعودوش عليه في افريقيا ده حقيقي. لما احنا جينا قلنا وفسرناها ان احد العوامل
اللي خلت النادي الاهلي ونادي الزمالك يعانوا ومنتخب مصر يعانوا افريقيا في السبع سنين الاخيره، ان اللعيبه يعني اتزانها النفسي مش مظبوط في الملعب. ليه؟ احنا في مصر بنلعب وسط 50 واحد او 100 واحد ماكسيمم، يوم ما لعبنا بجمهور كتير 2000 واحد 3000 واحد. لما بنروح نسافر تونس او نروح المغرب او الجزائر او حتى جنوب افريقيا، لما نادي الزمالك راح سان داونز 2015 انت بتروح وسط 30000 40000. فكانت اول مره في تاريخ الانديه المصريه خلال السبع سنين الاخيره ان احنا نخسر هذا الكم من الفاينلز اللي احنا مش متعودين عليها. كنا دايما متعودين منتخب مصر او النادي الاهلي ونادي الزمالك يوصلوا فاينل، خلاص شكرا البطوله بتاعتنا، تبقى عارفين بنسبه 90% البطوله بتاعتنا. لكن النادي الاهلي خسر بطولتين ونادي الزمالك خسر بطوله ومنتخب مصر خسر فاينل 2017، كان كم نهائيات كتيره خسرناها. واحد من الاسباب، ما بقولش ده السبب الاساسي او الوحيد، لا، بس عارف سبب رئيسي ليه؟ نعم اتفضل. يوم ما الزمالك حتى خد الكونفدراليه من نهضه بركان، نهضه بركان جماهيره في الملعب 10000. نعم، وكنا متصل يعني برضه نادي الزمالك كسب بضربات الجزاء، بضربات ترجيح، يعني كان في معاناه. لازم يا جماعه برضه ندي للعيبه بصراحه برضه بعض الاعذار، يعني فاهم قصدي؟ الموضوع ده مش بسيط يا محمد، انت بتنزل تلعب قدام كم هائل من الجمهور اللي انت مش متعود عليه بقالك فتره، ده ما بيخلكش في كامل اتزانك الذهني او النفسي. وده خلي بالك اللي بقول لك مثلا في المانيا، طيب مانشستر يونايتد بقالهم 3 ايام بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا ان اللعيبه طبعا ما بتتقابلش زي ايام التدريبات، وبالتالي بعض اللعيبه اتصابوا بالاكتئاب. في بعض الجروبات هم عاملينها على الواتساب والتواصل وكل شيء، انما هم شافوا ان اللعيبه قعدتها في البيت منفرده طبعا اصابهم بالاكتئاب، فبداوا دلوقتي بيحضروا اللعيبه ليه بقى؟ معالجتهم من الاكتئاب اللي هم فيه قبل لغايه لما نشوف الدوري هيرجع امتى، لسه ما فيش ميعاد محدد زي المانيا. انجلترا لا لسه الامر مش واضح. فيونايتد دلوقتي بيتكلم ان اللعيبه اكيد عندها دلوقتي مشاكل نفسيه واكتئاب بسبب الوحده. ايوه، حياتهم قبلها كانت حاجه ثانيه. بالظبط. حتى كمان ممكن جزء من الاكتئاب ان هو اللعيب بيفكر في المستقبل. نعم. بيفكر في القيم الماليه اللي كان بياخدها، اكيد الفتره الجايه مش هياخدها. والخوف نفسه، مخبب مش كل اللعيبه. والخوف كمان غير اللعيبه مش كلها يعني مطمئنه، فاهم ان هو خلاص انا ما فيش مشكله وانا كويس، لا، في برضه لعيبه عندها فوبيا ان انا ممكن يحصل لي حاجه، ممكن اموت في اي وقت، ممكن يعني فاهم قصدي؟ ده حقيقي فعلا. اخش في الشارع ده وما اطلعش منه، ممكن اسيب الرياضه كلها، فهم بيعملوا حساب لكل شيء، وبالتالي دي امور انا احب ان احنا برضو لحد ما نتعلم منها. الدرس المستفاد، الطب النفسي في الرياضه مش للمجانين. لما نيجي نسمع كلمه دكتور نفسي او ما تتقال ما نفهمش، يعني للاسف ده يعني هقول ايه، موروث خدناه من السينما عندنا. لا الامانه نتكلم بصراحه، هو موروث عندنا من السينما من القديمه، ان دايما كلمه الدكتور النفسي مرتبط بان حد بيتكلم على واحد مجنون. لا، في النهارده الطب النفسي بيعالجك او بيحضرك لموقف انت ما اعتدتش عليه، في ظروف احنا هنروح لها دلوقتي احنا مش عايشينها، بس احنا محتاجين نتحضر ليها عشان نعرف نتعامل معاها. وعشان كده مهم جدا جدا ان الانديه في مصر تفهم ان دور الطب النفسي مع الرياضيين دور مهم جدا، يتم تحضيرهم حتى لو احنا في ظروف عاديه جدا ورايحين نلعب فاينل. لا، مهم جدا انك تحضر اللعيبه، في لعيبه فعلا ودي بنسمعها كتير، يجي يقول لك خلي بالك لعيب النادي الاهلي لازم يتحمل الضغط. اللعيب اللي عايز يلعب في النادي الاهلي ويثبت نفسه طبعا يتحمل الضغط. لو انت كمان بقى حابب تبقى اسطوره، لازم دايما قراراتك لغايه لما توصل ل 35 سنه تبقى قرارات متزنه، مش قرارات مبنيه على المشاعر. ده ممكن في لحظه، في لحظه تاخد قرار لمده في خضم سنه او سنتين، بعد ما بيخلصوا تقول لنفسك طب انا كان نفسي ابقى انا اسطوره من اسطين النادي الاهلي، فيقول لك لا والله، ما انت عملت مشكله مع الجمهور والجمهور مش معتبرك. الجمهور ملوش يعني، ما فيش حد بيحكم الجمهور. صح. الجمهور اللي بيحركه المشاعر اللي بتنتج عن تصرفاتك، انت عملت تصرف والتصرف ده الجمهور بيترجمه بشكل معين. فهنا لما تيجي تسال فعلا القرار ده يوم انت ما خدته، هل انت كنت متزن انفعاليا؟ هل خدته وانت يعني مركز؟ هل خدته وانت فاهم نتائجه بعد كده ايه؟ عشان ما تجيش تقول انا ندمان وانا اسف اصل ولو رجع بيا الزمن انا مش هعمل كده تاني. ده بسبب ايه يا محمد تاني؟ والله بجد بسبب ان كل واحد لازم يكون عنده حد بيتكلم معاه، بينصحه، يقول له خلي بالك في الموقف زي ده عايزين نفكر بشكل كويس. في مصر الامر ده بعيد تماما، تقدر تقول يعني مش موجود.
طب ما طب امتى هي موجود؟ طب خلينا بقى ايه نتبادل الادوار، انا هعمل المذيع وانت الضيف، امتى هيبقى موجود؟ يا ريت هتسهل عليها حاجات كتير. اهو لا بجد والله اهو احنا برافو عليك، قلت كلمه حلوه قوي. قلت ان احنا دايما بنتكلم في حاجات بتجي لنا من اوروبا وبنقعد نقول لا على فكره يا جماعه الحاجات دي مش عندنا، الحاجات دي مش عندنا. طب تعالى بقى نسال سؤال جديد، امتى بقى هتبقى عندنا؟ ما احنا بنتكلم فيها اهو. هقول لك امتى تبقى عندنا؟ اتفضل. لما نبدا نفكر الاول الدوري هيرجع ازاي؟ لما المسؤول يبدا يشوف حلول لصالح الانديه، لما الناس تبدا تفكر الناس تنزل تدريبات ازاي ونوحد الطريقه اللي الانديه هتتدرب بيها، لما تفكر في كل ده هتلاقي نفسك اوريدي بتفكر في الطب النفسي. انت اصلا ما بتفكرش في الحاجات دي، هتوصل للطب النفسي اللي هو اعلى في التفكير. اضيف عليك بقى على اجابتك، اضيف عليها شيء. انا شايف ان احنا فعلا محتاجين ناخد خطوه ان احنا نبقى يعني اصحاب قرارنا، اسياد قرارنا، ما نقلتش. مش يعني ما نستناش بره يتقال ايه. برافو عليك. احنا عايشين بقالنا فتره طويله بنستنى بره بيعمل ايه ونبدا ناخد نقلد وممكن يعني نفلتر شويه، نحط تحبيشه كده ممكن نفلتر عشان بس يبقى البرواز لايق علينا ونمشي. لا طب ليه احنا ما نجيش مره نقول يا جماعه احنا دلوقتي في موقف معين مش محتاجين نبص لبره، احنا النهارده هناخد قرارنا بنفسنا بره، لو عايز يقلدني ما يقلدني، ايه مش يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله تيجي مره احنا نبقى اصحاب الاول ناس تاخد ياخدوا القرار ده لمصلحتنا احنا، ما بنعملش كده عشان نتباهى بس، لا احنا في ظروف عندنا فاحنا محتاجين ان احنا ناخد قرار يغير من اسلوب حياتنا وان احنا فعلا النهارده نبقى احسن او ان احنا نطور نفسنا. حتى ايفن لو احنا الجيل بتاعنا احنا ما استفادش منه، يا سيدي نعمل الحاجه دي للاجيال اللي جايه عشان نبقى حتى قلنا احنا والله سيبنا حاجه لبعد كده. فتاني واحده من النقط المهمه جدا اللي احنا محتاجين نفكر فيها، ازاي نتعامل مع او نستفيد من الطب النفسي في الرياضه وفي الظروف اللي احنا بنعاني منها، وما اكثر الظروف اللي الرياضه وكره القدم في مصر اتحطت فيها من 2011. تمام. طيب انت بتتكلم المفروض احنا ناخد الخطوه وننفذ مبادرة. ونشوف طبعا ونعمل مبادره. طيب انا في مثلا في الانترو اتكلمت مثلا عن قرارات الاتحاد التونسي، واتكلمت في حلقات سابقه عن قرارات الاتحاد التونسي. المفاجاه بالنسبه لي الكاميرون. خد بالك الكاميرون فيها مشكله، يعني الكاميرون عدد الاصابات اللي فيها لغايه امبارح حوالي 1007 او 1010، يعني خلاص تخطوا رقم ال1000. لكن الاتحاد الكاميروني لما يطلع بيان بيقول لك بدرك في الصعوبات اللي بتتعرض لها اللعيبه واللي بتتعرض لها الانديه نتيجه هذه الفتره الحاسمه في مشوار الكره الكاميرونيه، لذلك بقرر دعم انديه الدوري النخبه الاولى اللي هو الدوري الممتاز والدرجه الثانيه ودوري الكاميرون للسيدات، مع وضع حلول خلال الايام القادمه في مساله عوده الدوري الكاميروني. انا بتكلم في دوري تصنيفه بعيد عنك بخطوات طبعا، والقيم الماليه اكيد في الكاميرون مش زي مصر بكثير طبعا. الاتحاد بيدعم انديه الدوري الممتاز اللي هو كانون ياوندي اللي هو يونيون دوالا، انت بتتكلم في انديه تلعب دوري ابطال افريقيا بيدعمهم وبيدعم كره السيدات وبيشوف حلول لعوده الدوري. تاني ايه بقى؟ لا ما هو تاني نفس الفكره، انت بتعمل خطط للظرف اللي انت موجود فيه، وان حتى احنا قلنا احنا الفتره الاخيره شفنا ملفات كتيره اتفتحت، منها موضوع تجديد اللاعبين الاواضي، نوستالجيا ونجيب مشاكل الانديه من زمان واللعيبه اللي سابت النادي الاهلي في عصور ماضيه وسايبين. المهم النشاط هيرجع مش هيرجع؟ السؤال ده انا سالته لك وانت فتحت فيه وعملت رد فعل غير طبيعي، واعتقد ان الفكره احنا والفكره كانت ممتازه والناس بصراحه يعني عجبتها جدا الطرح اللي انت طرحته في الموضوع ده. ليه بقى؟ عشان عايزين نتعلم. يعني دايما احنا مش عايزين برضو يا محمد يبقى نتكلم في قضايا وخلاص. يعني احنا بنفتح قضيه ونبدا نقعد نقول فيها وابين ان احنا بنعرف نتكلم كويس من غير ما نقدم حلول. لا محتاجين نقدم حلول. واحده من الحلول دلوقتي اللي احنا بنتكلم، واعتقد ان شاء الله يعني بعوده الدوري الالماني يوم 9 مايو باذن الله لان فعلا الكلام هناك جدي جدا المره دي. افتكر ان كل الاحاديث عن الكوره في مصر هتتغير من اليوم ده، كله هيتغير عشان خلاص الكوره رجعت. برافو عليك. كله هيبدا يبص لك بس
الناس دلوقتي طبعا خلي بالك اول ماتش ان شاء الله هيتلعب 9 مايو ده انت هتتفرج على كميه متابعه ومشاهده هتبقى يعني تاريخيه طبعا في تاريخ الدوري الالماني. يعني عمر الدوري الالماني طبعا على مدار التاريخ عمره في مشاهداته ما عدى الدوري الانجليزي ولا عدى الدوري الايطالي ولا عدى الدوري الاسباني. يعني من زمان حتى ايفن في قمه بايرن ميونخ لما يعني وصل لقمه مستواه عمر ما في حد يحب الدوري الالماني لهذه الدرجه. ولكن في الوقت الجاي لو هو بقى هو الدوري الوحيد اللي بيتلعب طبعا كلنا هنلتفت ليه. واعتقد ان احنا بطبعنا هنا في مصر نبدا بقى ساعتها تشوف كم هائل من التركيز الاعلامي والتركيز الاداري نبدا نشتغل ازاي الدوري بتاعنا يرجع بعد ما ضيعنا 40 يوم في كلام ملوش لازمه. هي دي بقى النقطه. ليه بقى ضيعنا ال 40 يوم؟ طب ما احنا اصلا قاعدين فاضيين نتكلم بصراحه عشان ما حدش عنده حلول. لا عشان ما حدش خد المبادره ببساطه. هي مبادره هي الفكره في حته ايه؟ يلا يا محمد قوم نعمل حاجه. اول ما هنقول دي هنقوم نعمل. لكن لو قعدنا انا وانت عاملين نبص لبعض وما بنتكلمش مش هنقوم. اول ما جت فتره الفراغ الكل فكر فيها بشكل سلبي. ما بقول لك هي الفكره في ايه؟ لازم كل واحد يعمل دور. يعني بمعنى ايه؟ انا النهارده عندي بطوله لسه ما خلصتش وعندي التزامات. ما هو اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره عندهم التزامات وعندهم فواتير مع الرعاه والدوري ده ليه رعاه. ولو انت جيت خدت قرار بالغاء او اي شيء انت اكيد هتتكلف مبالغ. ما هو الحاجه الكويسه انهم ما فكروش في ده بصراحه. نعم اللجنه الخماسيه ما فكروش في دي. جميل بس دي حاجه كويسه. حلو. احنا محتاجين بقى انك تحط خطه تقول لي ايه؟ شوف احنا متابعين طبعا تطورات مع وزاره الصحه وبنشوف ان الوضع الحالي لو فضل لغايه يوم كذا هنعمل كذا. طيب لو التاريخ ده مثلا بقول 1 مايو لو فضلنا مثلا بالمعدل ده وان احنا حسب تصريحات الاطباء ان احنا في المرحله الثانيه من فيروس كورونا وما رحناش للمرحله الثالثه فربما يكون في نسال في مساحه لعوده النشاط يوم 1 مايو بقول مثلا. تمام. فلو فضلنا نقدر نرجع 1 مايو يبقى هنخلص المسابقه نحتاج نرجع لجنه المسابقات. لجنه المسابقات لو رجعنا 1 مايو وما عندكش اي ارتباطات خلاص في افريقيا شكرا كله تاجل. كله تاجل لاخر 8 وما عندكش حاجه مع المنتخب شكرا كله تاجل. برافو عليك. طيب لو رجعنا 1 مايو تحتاج قد ايه عشان تفنش البطوله؟ يقول لك والله احتاج مثلا شهر. احتاج والله شهر ونص. ده في ناس عدت شهرين. ما انا بقول مثلا يعني هنقش المواعيد. لا بقول مثلا. طيب لو والله وزاره الصحه قالت لنا والله يا جماعه لا 1 مايو ده لسه ما نقدرش نديكم القرار السليم لعوده نشاط رياضي ادونا لغايه 15/5. طيب يا راجل نرجع تاني. هو ده الشغل. هو ده الشغل. ولازم اللي يحصل بقى كل الكلام ده يبقى معلن. معلن. ليه؟ ايوه طبعا لازم يبقى معلن. ليه؟ ما هو انا بالنسبه لي ليه مهم يبقى معلن؟ لان ما تديش فرصه لحد يفكر بس ولو فكره في الغاء نشاط. لا وكمان عشان الناس تعرف انها بتشتغل. يعني هو لازم يبقى معلن. ليه؟ لا الحته دي كنت بالك معاها. لا 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 مهم عشان الناس. الناس بتحب تشتغل. لا عشان الناس اللي بتتابع. لا طبعا وما نعرف منين. الناس اللي بتتابع تشوف ان انت بتوثق. انا بقول لك. نعم؟ انا بقول لك. لا ما ينفعش تقول لي وضع زي ده. لا خلي بالك جزء برضه خلي بالك يا محمد في هنا جزء معنوي. ايه هو؟ عجبني والله التصريح بتاع المهندس فرج عامل لما قال هو قالها بشكل يعني ايه دارج جدا. قال لك يا ريت نرجع الدوري عشان معنويات الشعب ترتفع. صح كلامه مظبوط. جزء طبعا. من الرياضه. ايوه جزء من الرياضه. انك بتحس الناس بالطمانينه. طبعا الناس لما بتشوف ان المجال زي الرياضه ومجال زي الفن ومجال زي المسلسلات او اي شيء الامور دي ماشيه بشكل طبيعي. صح. بيطمنوا. خلي بالك سيبك من الامور الانتقاد يعني في تراك لا تاني. لا في جزء معنوي. الحاجات دي مهمه طبعًا في حياه الانسان بخلاف الجزء الاقتصادي كمان. فاهم؟ لكن انا بتكلم على حته ايه؟ بتكلم على حته ان المجال ده شغال بشكل ثابت او في محاولات جاده ان هو يستكمل. ده بيحسس الناس حتى اللي بينتقدوا بس يقول لك ايه؟ لا ده في امل ده الناس اهو شغاله الناس بتحاول ترجع الدنيا زي ما كانت ونعيش حياتنا الطبيعيه. فجزء مهم جدا على المسؤولين ان انت دايما تكلم الناس وتقول لهم لا انا يوميا شغال مع التيم بتاعي ان احنا ان شاء الله بنامل ان الدوري يرجع. وانت ليه احنا في بدايه الفقره بتيجي تقول لي جرعه التفاؤل؟ مش احنا افضل من الاسبوع اللي فات ليه؟ عشان احنا في ناس بتتفرج علينا لازم نديهم امل. لو الناس النهارده عايشه من غير ما انت بتديها بارقه امل لبكره طب ما هيفضل هو يشغل مع دماغه مع نفسه يقول لك لا ما هو النهارده محمد ما قاليش حاجه حلوه فبالتالي واضح كان محمد عنده حاجه مخبيه عليا. انت فاهم قصدي؟ وتبدا بقى ايه الشكوك بالظبط جواك بقى حول تزيد. الحلقه والكلام بالزبط. والموضوعات وفي حسابات اخرى. لا احنا محتاجين ان احنا نقول يا جماعه
احنا مخلاف سمعنا الدوري الالماني راجع ومش راجع والدوري الانجليزي راجع ومش راجع، طبعا بنحب الكره الاوروبيه وكل شيء، بس اكيد بنحب كورتنا قبل اي حاجه تانية. فبالتالي محتاج ان انت النهارده تقول للناس الخطه بتاعتي، انا النهارده بلان ايه او خطه الف، هيحصل كذا يوم كذا، طب لو اتاخرت لكذا يبقى هيحصل كذا. وانا يا جماعه اذا ربنا قدر لنا نرجع نقدر نخلص المسابقه دي خلال شهر ونص. خلي بالك وعندك شغل هنا مهم جدا، ايه؟ هتنسق مع الانديه. ولا وفي نقطه ثانيه اتفضل، لازم تنسق مع الاتحاد الافريقي طبعا، عشان عندك اربع انديه او ثلاث انديه، سوري ثلاث انديه بيلعبوا مسابقات افريقيه، فما تجيش مثلا المسابقات الافريقيه تترحل ل8 او 9 وانت يا رب ان شاء الله ترجع الدوري باذن الله قريب وتخلص لي الدوري في شهر 7. طب لا، وحاجه ثانيه مهمه، ان انت اول اذا النشاط رجع عندك في وجهه نظري هتلاقي كله رجع، كله رجع، كله في العالم هيقلد، كله هيحاول يشوف اول واحد ياخد الخطوه. يعني عارف احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي واقفين على الرصيف وعايزين نعدي الشارع. بس كله خايف. كله بس مستني ايه؟ واحد بس، واحد بس يبدا يعدي. ياخد المبادره ويعدي، وهتلاقي كله اتشجع وراه ايه؟ وعدى الشارع وراه. اول ما تبدا في مصر هتلاقي في المغرب بيفكروا يبداوا، شمال افريقيا معاك لازم يمشي معاك لان في بطولات افريقيه بالظبط. فانت هتلاقي ساعتها ممكن بقى الكاف يجي يقول لك ايه؟ خلي بالك البطولات مش احنا رجعنا خلاص، البطولات هتتلعب دوره مجمعه في نص يوليو. اعمل حسابك وهيلزمك وهيجبرك. فايه الفكره في ايه يا محمد؟ الفكره ببساطه ان احنا محتاجين نحط اجنده او خطه بديله تتعمل، وكمان تنسق مع الانديه، عشان برضو نقولها في بعض الانديه ممكن تيجي تقول لك طب والله شوف هو ليه مصلحه، عشان نكون صراحه، لان برضو خلينا نتكلم بصراحه احنا اتكلمنا كتير قوي ان الوضع الحالي اكيد في انديه ليها مصالح. انا مثلا النهارده لو عندك في ايطاليا كمان في انديه بسبع انديه بيرفضوا، وتاني بعيدا عن اللي بيتكلموا عن المتصدر وان حد هيكسب البطوله، لا انا في وجهه نظري اكتر ناس ممكن تستفيد من الغاء البطولات هي الانديه المهدده بالهبوط. طبعا هو هيجي يقول لك انا خسرت مباريات كتيره وما عنديش المساحه ان ارجع النقط دي، فلا الغي المسابقه. او النهارده نادي حابب ان هو يتاهل لبطوله قاريه معتمدا على نتائج الموسم اللي فات، الاساس ان احنا ننقذ الموسم بتاعنا عشان لا احد يجرؤ انه يدفع الفاتوره. الفاتوره هتبقى فاتوره غاليه ومش غاليه السنه دي، لا للسنه الجايه كمان هتكمل معاك طبعا، ومش هتقدر ان انت تدفعها مره واحده. ومش عايزين نوصل في يوم ان احنا نقول ان قطاع الكوره في مصر لن يتم انقاذه الا لو اتحاد الكوره او الانديه راحوا خدوا قروض من البنوك زي ما انديه في اوروبا أزمة كبيرة هتعمل. ازمه كبيره. بس ارسنال لما ياخد قرار بالتخفيض لمده سنه من ابريل 2020 لمارس 2021 بس بنسبه 12.5%، قرار قوي جدا. ده سنه طبعا، الناس في ايطاليا وفي بعض الدول الاوروبيه خدوا قرار بس لغايه شهر 6 او 7. لا وايه ومع التعويض، نعمل فلاش باك سريع كده للخطه اللي هي المفروض الخطه الامثل لغايه دلوقتي في اوروبا وهي خطه يوفنتوس. دي افضل خطه اتحطت. هي مبنيه على ايه؟ مبنيه على تخفيض توفير 90 مليون يورو من مرتبات اللاعبين والجهاز الفني، مع تاكيد ان اول ما النشاط يرجع يتم تعويضهم في المكافئات بما يتوازى مع الخصم اللي تم. ده الاتفاق، واتفاق انا شايفه عادل جدا وفير جدا، عشان يتم التعويض في الفتره بالزبط. ممكن يلعب فين دوري بعد نهايه الفتره الاساسيه بالظبط في العقد خلال 4 شهور. لكن ارسنال خد قرار فعلا سنه قوي. وطبعا عايزين برضه نقول ان برشلونه خد اللعيبه نفسهم خدوا قرار ب 70% بس الاداره عايزه 80% قبل طبعا ما يخشوا بقى في السكه المشاكل اللي حصلت والتسريبات والسرقه ومش السرقه بتاعت الخزنه والكلام اللي بارتوميو دخل فيه ده. لكن ارسنال خد قرار بسنه 12.5%. احسب بقى المده ممكن تعمل توتال رقم كبير جدا. وهم وخلي بالك الرقم ده ما بيطلعش على طباطم، لا 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 بيبقى المحاسبين حسبوا الميزانيه بتاعتي كام وعندي ايه والتزاماتي ايه واقدر اعيش لامتى، وكمان لازم احط في بالي العماله اللي عندي ان انا عايز احافظ على مرتباتهم. تمام. وبالتالي اهم شيء يا محمد ان كل الانديه باللعيبه بالاجهزه الفنيه بالاداريين يتكاتفوا، لازم يحصل تكاتف والمبادره تيجي من اللعيبه، لان اي حد دلوقتي يجي يقول لك لا انا مش عايز اخفض، اوكي طب انا هاجي اقول لك بعد 3 شهور هنعيش ازاي؟ هنعيش ازاي؟ بعد 3 شهور ممكن النادي ما يبقاش معاه مرتبك اساسا. بالظبط. لا وكمان خلي بالك انت الرياضه نفسها دي اصلا كلها معموله للجمهور. حقيقي. الجمهور دايما هيفتكر مين وقف
ومين ما وقفش، واللي ما وقفش بيتصدر دلوقتي، فاهم قصدي؟ هي دي فكرة دايما الناس بالزبط. مش تنسى الحته دي اللي برضو في الاخر الكوره ترفيه. توني كروز في الريال نعم، اول ما اتقال اسمه واتقال له ده انت لولا الكره الاسبانيه ولولا الفلوس اللي بتاخدها في اسبانيا مثلا الموضوع على طول، وزيلا هو زي ما انت بتقول يعني بقول لك الموضوع صعب جدا ومحدش يستحمله. وساعتها هتلاقي مثلا اوزيلا واتحط في برنامج وطلع على الهوا اول كلمه هيقولها يا جماعه انا بعتذر على اللي عمله، مش مستحمل اساسا مثلا، هو عنده قصص ثانيه هناك اصلا في انجلترا، فمش الموضوع مش مستحمل بالظبط. فهي المساله طيب. كلها تكاتف وتعاون من افراد المنظومه طيب. كلها. جزء اختم معاك فيه هذه الفقره وهي متعلقه بقى بالتدريبات في المنزل واللعيبه والدوري ممكن يرجع ازاي. بنسبه كم ممكن اللعيبه تستفيد بالفتره الحاليه؟ وطبعا بتختلف الامكانيات والظروف من نادي لاخر من لاعب لاخر. انا بس عايز اقول تعقيب على السؤال ده، هو مرتبط طبعا بالسؤال بتاعك. في بعض الانديه قالوا ان احنا محتاجين من 6 لـ8 أسابيع عشان نقدر نحضر لعيبتنا بعد فتره الراحه السلبيه دي ان احنا نرجع نلعب كوره. طب يعني بالله عليكم احنا نفترض اتقال ان ممكن الكوره ترجع الاسبوع الجاي، هل احنا نجرؤ نقول لو النبي يا جماعه ادونا 6 أسابيع اصل احنا لسه مش متحضرين؟ لا، انزل العب وخلاص. ده بين الموسمين يا كريم ما بتاخدش 6 أسابيع. مع كامل احترام يعني بين الموسمين ما بتاخدش 6 أسابيع. انزل العب وخلاص. حتى لو هتروح المباراه ب 14 لعيب بس، ما عندكش حد على الدكه. لا احنا عندنا فيديو، بص هو قدامك على الشاشه. ده محمد هاني. احد النجوم طبعا واحد لاعبي النادي الاهلي. بيشتغل طبعًا. بيتدرب. واكيد طبعا واضح جدا من التدريبات بتبقى مع اخصائي الفريق والاخصائي أكيد. الاحمال طبعًا. عشان النهارده اللعيبه ما تقدرش تعمل اي احمال زي، بس المهم جدا الفتنس ليه يا محمد عشان اللعيبه تبدا تحافظ على موسم. بس خلينا برضه نتكلم بصراحه، مش كل اللعيبه في مصر عندها الثقافه ان انا اقدر اعمل نفس الاسلوب اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي برضه لحد ما الثقافه المفروض يعني والوعي عند الجهاز الفني مكمل معاهم بشكل اكبر وبشكل اعلى. لكن المهم ان احنا نحضر نفسنا، لازم كل انديه الدوري المحترفه تبقى محضر نفسها ان ممكن يتقال لها خلي بالكم احنا النشاط راجع الاسبوع الجاي. ساعتها ما تجيش تقول لي لا والله اصل احنا كنا قاعدين في البيت كنا اجازه واحنا ما عملناش حسابنا، فلو سمحتوا احنا مش هينفع نلعب، ادونا 3 أسابيع. هنا بقى يجي بقى النقطه اللي قلتها لك، ربما يكون انا عندي نيه اخرى بقى مش بخلاف بالزبط. اللي احنا بنتكلم فيه ده بالزبط. انا عندي نيه تانية اصلا ده انا عايز استغل الموقف بالزبط. عشان عايز الدوري ده يتلغي. فدي نقطه مهمه لازم اكيد اللي ياخد باله منها، وده شغل مين؟ شغل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اتمنى طيب. هو عموما ريني فايلر مهتم جدا بالجانب ده لدرجه وصل لمرحله كان عايز يعمل فيديو كونفرنس مع كل اللعيبه وكانه تدريب صباحي زي ما بيحصل دلوقتي حتى في بعض الانديه الكبيره اللي في الفتره الحاليه، عشان هو عارف ان الفتره دي فتره صعبه جدا وحاسس بالتاثير النفسي والتأثير الفني والتأثير البدني على اللاعب المصري لو الفترة دي طولت عن كده ومفيش حتى تدريبات. يعني عارف أول ما اطرحت فكرة إن ينزلوا 5 5 5 بمجموعات، فايلر كان بيفكر في ده من حوالي 2 3 أسابيع. بس هو محتاج طبعا لازم ياخد يعني في إذن أو لازم في ضوء أخضر من وزارة الصحة عشان تقدر تعمل الخطوة دي أو تاخدها، لأن بصراحة هي خطوة جريئة أكيد. بس لازم دايما اللي ياخد الخطوة دي يبقى دكتور أو حد من وزاره الصحه عشان ما حدش يجي يقول انت خدت القرار ده من نفسك وانت مش مختص بيه. باذن الله اكيد. طيب كريم انا بشكرك، ميرسي جدا، كل التوفيق ليك معاك. شكرا جزيلا، ميرسي، وكل سنه وانت طيب. رمضان طيب كريم. الله اكرم. الله اكرم. شكرا جزيلا يا كريم. فقره كانت مهمه جدا لان احنا دخلنا في تفاصيل ليها علاقه بالكره الاوروبيه والناس ازاي بتفكر في اوروبا والطب النفسي اللي حاليا اصبح حديث الساعه في الصحافه وفي وكالات الانباء العالميه في مساله استئناف النشاط وعوده الدوريات. الناس بتفكر والناس تخطت فكرة ازاي النشاط يرجع، لا حطت مواعيد وحطت تدابير ازاي التدريبات ترجع، وابتدت تشوف الناحية النفسية والناحية السيكولوجية اللعيبة ازاي تقدر ترجع بنفس الحالة لو المباراة اتلعبت بدون جمهور. شوف الناس بتفكر ازاي. اتمنى بس نشوف واحد من الـ3 أو 4 عناصر دول قريبة او خلال الساعات الجاية في مصر بإذن الله. اكتفي بهذا القدر من الفقرة الحوارية الثانية واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقرة الذكريات، فقرة التاريخ، فتح كتاب صفحات تاريخ النادي الأهلي، ونشوف تاريخ الأهلي بداية بقى منذ إنشاء عام 1907، ونبدأ نتكلم بقى في تفاصيل متعلقة بالافتتاح، بداية الرياضة في النادي الأهلي، أول الألعاب اللي كانت موجودة في النادي الأهلي بعد افتتاحه عام 1907 ولكن بتاريخ 24 إبريل اللي هو بالمناسبة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله هنحتفل بمرور، نتكلم في 113 سنة على افتتاح النادي الأهلي. فاصل وفقرة حوارية ثالثة وأخيرة من برنامج الأهلي ليلة، وفيها 2 من الضيوف المهمين جدا، الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى.
اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه من برنامج الاهلي ليله، فقره الختام ومسك الختام مع الذكريات، فتح كتاب التاريخ وما اجمله كتاب تاريخ النادي الاهلي. النهارده احنا بنتكلم في ما يقرب من 113 سنه، لان يوم الجمعه القادم ان شاء الله 24 ابريل 2020 هيكون مر على تاسيس وافتتاح النادي الاهلي 113 سنه. تاريخ طويل جدا من الانجازات والبطولات والقيم والمبادئ والقرارات، كلام كتير، وبالتاكيد فتحنا الكتاب منذ حوالي او ما يقرب من شهر ومستمرين في هذا الموضوع، لان اهم حاجه بالنسبه لنا توثيق التاريخ وتاريخ النادي الاهلي. في بعض الفترات وفي بعض الاوقات كان مهمل سواء عن قصد او بدون قصد، لكن هي في النهايه فكره رد الاعتبار لتاريخ النادي الاهلي. لذلك في هذه الفقره برحب باثنين من الضيوف الثابتين معانا كل يوم ثلاث في هذا الموضوع، وبسعد دايما بوجودي معاهم لاني بستفيد استفاده كبيره جدا في هذا الامر، واتمنى يا رب باذن الله يكون كل المشاهدين وكل المتابعين يكونوا حريصين على متابعه هذه الفقره، لانها رصد تاريخ مهم جدا وتاريخ النادي الاهلي، اهتمام لازم نلقي الضوء على هذا التاريخ وعلى هذا النادي العريق. استاذ سعيد وهبه برحب بيك في الفقره الحواريه. أهلاً بيك. من برنامج الاهلي الليله. اهلا بيك يا محمد، اشكرك جدا. اهلا بحضرتك استاذ محمد مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالاستاذ سعيد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كل سنه طيبين اولا طبعا، بمناسبه شهر رمضان خلاص على الابواب يعني كلها ساعات. كل سنه طيب. كل سنه طيب. شاهدين طيب. بخير يا رب. يا رب باذن الله. استاذ سعيد عايز ابدا معاك واتكلم على اهميه توثيق تاريخ الاهلي. تاريخ مهمل للاسف في فتره من الفترات، بنتكلم عن التوثيق، بنتكلم عن الاهتمام، بنتكلم عن الحفاظ على التاريخ، هو جزء من تراكم الخبرات بالنسبه للمرحله اللي جايه، لكن كمان واحنا بنتكلم في هذا الجزء 113 سنه يوم الجمعه القادم ان شاء الله تاريخ النادي الاهلي. ده طبعا يعني توثيق تاريخ النادي الاهلي مساله مهمه جدا، لانه تعرض لاهمال شديد جدا خلال النصف الاول من القرن العشرين بدايات. السبب ان في البدايات خالص كانت حركه الحركه الرياضيه او الرياضه، ما كانش في تقريبا رياضه، كانت في بداياتها حتى الرياضه العالميه او الرياضه الدوليه، الحركه الاولمبيه بدات مع بدايات القرن او نهايات القرن اللي فات 1896 اول دوره اولمبيه. مع بدايات القرن بدأ الناس تعرف ان في حاجه اسمها العاب اولمبيه. لمده يعني 10 15 سنه كانت بدات الالعاب الاولمبيه تكبر شويه، بدا الاهتمام بالرياضه يزيد، وبالتالي ما كانش فيه في المنشورات او في الصحف اللي بتصدر في ذلك الزمان، ما كانش فيه اذاعه، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه الصحف نفسها، ما كانش بتهتم قوي بالجانب الرياضي ده خالص، الا يعني حاجات كده على الماشي بسيطه جدا. البدايات هنا في بدايات النادي الاهلي هي طفوله الحركه الرياضيه او طفوله الرياضه في مصر، خطله الطفوله دي اما بنرجع لها زي ما الانسان بيرجع لطفولته كده، بتبقى يعني احيانا الانسان بيبقى مبسوط قوي او بيحب يستعيد الذاكره ايام ما كان طفل، كان شكله ايه، كان لبسه ايه، كان ايه. ده مهم جدا حتى بالنسبه للساده المشاهدين، المشاهد بيحب يعرف تاريخ النادي العظيم ده بدا ازاي، وبالتالي مساله توثيقه مساله مهمه جدا، لان النادي الاهلي يعني جزء كبير جدا من تاريخ مصر، مؤسسة عملاقة جدا بتقوم بدور اجتماعي مهم جدا، زي ما قلنا قبل كده مسألة الروح الرياضية دي مسألة يعني في صميم المجتمع، في صميم قيم المجتمع، انت داخل في قيم المجتمع وفي صميم قيم المجتمع، فالأهلي منوط بده كمؤسسة تربوية، فبيأدي دور مهم جدا، وزي ما قلت المرة اللي فاتت دور ما بتقومش بيه مؤسسات أخرى، زي مثلا المؤسسات الدينيه يعني الازهر والكنيسه وحتى مؤسسه التعليم. ما عندكش كتاب في الروح الرياضيه، يعني ما عندكش منهج في الروح الرياضيه، الروح الرياضيه دي ايه؟ ما عندكش، لكن عندك مناهج في كل حاجه الا دي. وده مهم جدا، للنادي الاهلي هو مدرسه او قلعه مهمه في هذا الصدد يعني. فده اهميه تاريخ النادي الاهلي، هو من اهميه رسالته الاجتماعيه اللي هي تحت عنوان عريض وتقول عليها بقى كلام كتير، الروح الرياضيه. تمام. التسامح، الروح الرياضيه دي يعني التسامح الاجتماعي بين الناس، التسامح السياسي بين القوى المتنازعه او القوى المتنافسه، التسامح الاجتماعي، التسامح الديني مع الاخر المختلف عني، زي ابقى متسامح معاه، لان هي الرياضه بتعمل ده، وده بيتعمل على في الملعب قدامنا، في الملعب يعني في نموذج قدامنا في الملعب. الحكايه دي مش موجودة في كتب، يعني ما ينفعش أقولها بالتلقين. حكاية التلقين ده كتعليم
ما بتجيبش اي نتيجه، والخطب ما بتجيبش اي نتيجه، لكن اللي بيجيب العمل على الارض، العمل على الارض، الناس دي كلها، الناس بتتفرج، ملايين الناس بتتفرج على القصه دي لما بيشوف فريق منهزم وفريق كسبان، والفريق الكسبان بيروح يسلم صافي على الفريق، يسلم على الفريق المهزوم. مظبوط. فبيدي هنا الرساله في منتهى الاهميه ان الانسان حتى في حياته يعني يكافح وتقبل الهزيمه بروح رياضيه، ويكافح تاني من اجل ان هو في، انا كنت لسه بتكلم في الحكايه دي في افتتاح الالعاب الاولمبيه، في كده سلوجان كده بينزل على شاشه اللوحات الالكترونيه بيقول ذا امبورتانت ثينج از نوت تو وين بات تو تيك بارت، الاهم شيء هو المشاركه الالعاب الاولمبيه مش الفوز، مش التنافس، مش الفوز يعني هو المنافسه في حد ذاتها هي دي الهدف مش الفوز. وبعدين تحتيها سلوجان تاني ذا امبورتانت ثينج ان لايف نوت بات ذا ستراجل، اهم شيء في الحياه مش الحصول على الجائزه او النص ولكن هو الكفاح، الفلاحة اللي في الغيط اللي بتعزق اللي بتلم الزرع اللي بيلم الدودة اللي بيعمل حاجة عشان الناس تاكل، ده نوع من الكفاح، اللي بينزل يكافح عشان أكل عيشه ده الكفاح. هي دي الرسالة، الرسالة العميقة جدا لمسألة الرياضة ومسألة الروح الرياضية اللي احنا بنتكلم. وبما أن النادي الأهلي هو يعني قلعة كبيرة أو كيان كبير أو جامعة كبيرة ومدرسة كبيرة لهذه القيم، من هنا تأتي أهمية أن احنا تاريخ النادي الاهلي بنهتم بيه. وانا بالمناسبه يعني الشيء اللي بتعمله قناه الاهلي في هذا الصدد دي من الاشياء المهمه جدا القيمه جدا اللي تعيش يعني دي الشيء يعني دي من الاشياء اللي انا شايفها هذا التوجه من قناه الاهلي في توثيق وتسجيل هذا التاريخ ده يدل على عقليه فعلا مهتمه بالنادي الاهلي بل مهتمه بالتراث وبالتاريخ، لان التاريخ ده هو التجربه الانسانيه هو تراكم الخبره، انت مش محتاج يعني احيانا ما خلاص ما تحتاجش ان انت تفكر هحل المشكله دي ازاي، لان كل المشاكل مرت عليك فشفت الاخرين، شفت ابائك واجدادك الاباء المؤسسين وغيرهم تعاملوا مع هذا النوع من المشاكل ازاي، فانت عندك تجربه حاضره وبالتالي لابد من احيائها من وقت لاخر عشان نعرف يعني اجدادنا وابائنا كانوا ماشيين ازاي، الفرسان النبلاء اللي بنوا النادي الاهلي كانوا بيتعاملوا مع المشاكل ازاي، وايه اللي كان في يعني ايه المعايير اللي كانوا دايما حاطينها نصب اعينهم، ومعيار هتلاقي في كل الحالات هو معيار الروح الرياضيه ومعيار الاخلاقي بيسبق دايما البطوله، او بيسبق لما لو اصطدمت المعيارين، لو اصطدمت البطوله رغبتك في البطوله مع معيار الروح الرياضيه فالاهلي دايما كان بينتصر لمعيار الروح الرياضيه. الروح الرياضيه. طيب استاذ محمد قبل ما اطلع للفيديو اللي احنا متعودين عليه كل اسبوع بنتكلم عن تاريخ الاهلي، بس هو في سؤال مهم، كيف نحمي تاريخ النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تاريخ النادي الاهلي عشان خاطر تحمي تاريخ الاهلي لابد من توثيقه الدائم والمستمر وابديتنج ليه. قلنا قبل كده ان اي حد بيعمل اتعمل حاجه قبل كده لتاريخ الاهلي اتعمل حاجات تانية بعد ظهور مستندات جديده، ومن الوارد انك تحصل على مستندات جديده تتكلم على حاجات جديده لازم تضيفها على طول. كمان النهارده اللي بيتفرج على جزء من تاريخ الاهلي بعد سنتين ثلاثة في أجيال تانية محتاجة تشوف ده تاني. تمام. وهكذا. زي بالظبط كده في التربية والتعليم، أنت ما بتدرسش كتاب التاريخ مرة واحدة. اللي بيدرسه السنة دي سنة رابعة يبقى السنة الجاية سنة خامسة، بيروح سنة ستة، بص تلاقي بقى تيجي في إعدادي بياخدوا بتوسع شوية، هو نفس التاريخ بالترتيب على فكرة. مظبوط. التاريخ العربي والتاريخ الفراعنة وتاريخ العالم، بس بياخدوا بتوسع. بيجي السنه اللي بعدها سنه ثالثه ابتدائي بقى في سنه رابعه وهكذا. هو بيعمل كده ليه؟ ما كفايه ناس اتعلمت خلاص. لا، انت عايز جميع الاجيال تعرف تاريخ مصر. وبالتالي احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، تاريخ النهارده يتقال، السنه الجايه يتقال، السنه الثالثه يتقال. وكمان زمان كانت المجله بتقوم ده لوحدها، النهارده في قناه،
فمن من 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 الطبيعي ان يكون فيها توثيق لتاريخ النادي، تاريخ رموزه، تاريخ نجومه، تاريخ لعباته، كل من مر على النادي الاهلي له جزء موجود. واي حد هيكلمك عن النادي الاهلي، وحتى لو سالته انت دخلت النادي الاهلي امتى، مجرد سؤال انت بتكلمه عن نفسه، فهو هيحكي لك عن واقعه حصلت في النادي الاهلي، هتديك جزء من التاريخ، اشاره تانية لازاي فلان الفلاني لما قابله قال له انت تعمل ايه، او ده فلان قبل الماتش قال لي شد حيلك انتوا هتعملوا كذا النهارده، ولازم يعني في شريف عبد المنعم قال مره ايه، كابتن صالح شافني قال انت تطرد النهارده، كان ماتش الاهلي والزمالك بتاع 2-0 طرد هو كان في احساس، فانت سبت بقى خلاص شريف وتفكر ازاي قال له كده. يعني اقصد اقول ايه، المواقف نفسها اللي بيحكيها اي حد بتحكي جزء تاريخه وبتديك جزء كمان من تاريخ النادي، وبالتالي توثيق تاريخ النادي من تاسيسه، تاريخ النجوم، تاريخ البطولات، جميع بطولات النادي الاهلي اللي اخدها لازم توثق جميعها بلا استثناء، كلها وكلها متاحه، مش لازم تنتظر سنين طويله عشان خاطر ناس تعرف اول بطوله خدها امتى وتاني بطوله خدها امتى وخد امتى اول بطوله افريقيا وايه احداثها، لا ده مش مظبوط، لازم انت اللي تقول ده. ما تعملش لغايه النهارده هنا مثلا تاريخ البطولات الافريقيه بدات ازاي في النادي الاهلي لغايه النهارده، فده ده اللي لازم يحصل، ده يعني جزء عشان تقدر تحمي تاريخك. طبعا تمام. طيب قبل ما نستفيد بقى في الحلقه وفي الفقره وفي تفاصيل مهمه متعلقه بقى بكيف تم الانتهاء والافتتاح وبدايه الرياضه في النادي الاهلي واول الالعاب اللي كانت فيه يوم الجمعه القادم، 113 سنه حياه وتاريخ في نادي عريق هو النادي الاهلي، نتابع جزء من هذا التاريخ من نشيد كانت بدايته لها علاقه بتاريخ هذا النادي الكبير. يا أهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود، انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان، كل نعمة في رحابك عندنا مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وشبابك احتفظنا باسمنا. قيم الأهلي يعني حبقها الأول. أهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنعمل جرعة تفاؤل كده وحماس بالنسبة لتاريخ النادي الأهلي. يوم الجمعة إن شاء الله هنحتفل بمرور 113 سنة على إنشاء وتأسيس النادي الأهلي، هذا الكيان العريق. لكن أرجع للأستاذ محمد في جزئية سريعة قبل ما أبدأ بقى أتكلم على الرياضة في النادي الأهلي، الافتتاح تم إزاي جوه النادي الأهلي وكانت تفاصيله إزاي؟ طبعا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على تفاصيل الإنشاء والكلام والحكايات دي كلها. أنا يهمنا إيه في الافتتاح؟ النظام اللي تم بيه الافتتاح وإزاي الناس ديت في إشارات قصيرة افتتحت النادي الأهلي ونظمت حفل افتتاح النادي الأهلي وضم الأعضاء. بدأ الدنيا تبان للمسؤولين في اللجنة العليا للنادي الأهلي في ديسمبر 1908. طبعا احنا عارفين النادي الأهلي افتتح في 1909، فأول حاجة قرروها انهم يعملوا إعلان في الجرائد اليومية. كان في الوقت ده الجرائد اليومية اللي هي اللواء والمؤيد والجريدة اسمها كده، وأعلنوا معها مع فيلاد المدارس العليا ومكتب عمر لطفي بيه. دي نقطة. النقطة الثانية إرسال لجميع المدارس العليا انهم يبداوا يبعتوا اعضائهم وينشروا عندهم احنا عايزين ناس تروح النادي الاهلي الشباب والكلام ده كله، وكمان ضموا موظفين الحكومه. الاشاره الثانيه بروجرام الافتتاح، ان هو قرروا ان يكون الافتتاح من طلبه المدارس العليا ومدرسه البوليس ومدرسه الحربيه في كل الالعاب. ركبوا لوحه على باب النادي ولوحه ثانيه عند كوبري قصر النيل. طلبوا ادخال تليفون، طلبوا ادخال لومض غاز عشان خاطر ما كانش لسه الكهرباء دخلت في النادي او في المنطقه ديت، فكان عملوا لومض الغاز. حتى العباره اللي هيقولها عمر اللي تتقال في الافتتاح اقترحها عمر لطفي وراجعوها. كل حاجه ماشيه بنظام. اللي عايز اقوله في المنطقه دي ان الافتتاح في النادي الاهلي تم
تنظيمه بنفس الطريقة اللي تم بيها الترتيب لكل شيء في النادي الأهلي منذ التأسيس وبنى النادي والاتفاق مع البنك والاتفاق مع المقاولين، كل شيء بنظام وكل شيء بترتيب محكم. تمام. لدرجة زي ما قلت لك الكلمة اللي هتتقال في الافتتاح تمت مراجعتها من اللجنة العليا للنادي الأهلي. وطبعا احنا عندنا يمكن صورة شهيرة لافتتاح النادي الأهلي في 1909 اللي تم بيه الافتتاح، وكان مقترح ان يكون ولي العهد موجود، لكن في الوقت ده كانت في ظروف سياسية كتير منعت حضور ولي العهد. واهم نقطة في الموضوع ان كان في اشراف من دار المعارف على الطلبة اللي هتعمل حفل الافتتاح. ده باختصار شديد كل ما تم، وده صورة الافتتاح النادي صورة الأهلي. الافتتاح بالظبط كده. طبعا صعب يعني تقول المشهد ده فين دلوقتي من المقر الرئيسي. بص تقدر ده المكان ده بالظبط طبقا للمكتوب في المحاضر. قال لك الجهة الغربية وواجهتها بحرية، يعني مكان المقر الاجتماعي الجديد اللي هو جنب المبنى الاجتماعي الموجود ناحية باب البحر. باب البحر اللي اول ما تدخل من البوابة بيبقى على ايدك اليمين. صح كده بالظبط كده. تمام. طيب. ده بعيدا عن صالة راتب، ده موضوع راتب تاني في الجهة التانية. ده موضوع تاني خالص. وده شكلك كان ده طبعا هنخش فيها لما نخش في النشاط الرياضي بعد ما نفتتح. طيب استاذ سعيد، بداية الرياضة في النادي الاهلي. انت سالتني من شويه عن تاريخ الاهلي وانا قلت لك عن اهميه التاريخ في مراجعه يعني تراكم الخبره. تراكم الخبره ده بيديك خط او بيديك منهج تشتغل عليه ازاي، فبيسهل عليك كاداره او كجمهور او كعاملين في الاهلي او كفنيين ان الدنيا ماشيه ازاي او منظومه القيم ماشيه ازاي. تمام. انا بسرعه كده هحكي لك واقع حكاها لي الكابتن عادل هيكل رحمه الله عليه، الله ان هو مره كان في مباراه كوره بيلعبها، فابن خالته كان عايز يخش المباراه على ملعب مختار التتش، فهو راح عشان يدخله من البوابه بتاعه الملعب عشان يتفرج على الماتش، فالموظف اللي على البوابه قال له ما ينفعش عشان معهوش تذكره. فالكابتن عادل هيكل سن الشباب انت عارف ما تعرفش انا مين انا افتح، فالمهم الشبكه في بعض والتاني اصر لان لوائح او قواعد الاهلي صارمه التنظيميه وده متوارث، فحصل الشباك بينهم وبين بعض. فالكابتن عادل هيكل رحمه الله عليه هو حكى لي يعني قال لي ضربته بوكس في عينه يعني، فورم له ورم له عينه. فوصلت هذه الواقعه الى مختار التتش فاصدر قرار بمنع عادل هيكل من دخول النادي الاهلي 3 شهور، وكان ايامها احسن حارس في مصر منتخب واهلي والاهلي بينافس على البطوله، قال طز في البطوله احنا مش عايزين بطوله، احنا يهمنا الروح الرياضيه من الاخلاق، اذا اصطدم الهدفين مع بعض فاحنا بننتصر للروح الرياضيه. اللي حصل عادل هيكل دي كانت بالنسبه له صدمه كبيره جدا لانه كان نجم كبير قوي وده النادي الاهلي ومنتخب مصر وكان طالع بعد عبد الجليل وعامل انجازات جامده، ف حد شرع عليه قال له طب ما تروح لاحمد عبود باشا تتظلم من القرار بتاع كابتن. قال خدت بعضي ورحت لاحمد عبود باشا في مكتبه في عماره الاوموبيليا اللي هي كانت اكبر عماره في مصر ايامها واللي هو بناها يعني احمد عبود باشا، وكان عنده مكتب فيها بيدير فيها مشروعاته يعني او استثماراته. فراح قابله حكى له الحكايه قال له انا كذا كذا كذا، قال له طب استناني شويه. فالمهم بعد ما خلص شغله خده معاه في العربيه وراح النادي الاهلي ودخل بالعربيه النادي الاهلي اللي هو البوابه الشرقيه اللي هي ناحيه نادي المعلمين، دخل بالعربيه وركنها وقال له وقفل العربيه وقال له استناني هنا جنب العربيه وقال له اما اشوف كابتن مختار. بيقول لي بيحكي لي عادل هيكل بيقول له دخل المبنى الاجتماعي ومبنى راتب اللي هو القديم ده وشويه لقيت كابتن مختار جاي من بعيد وبيزعق لي انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش موقوف؟ فشاور له على العربيه بتاعت الباشا. بيقول لي وهو بذكاء شديد هو لاحظ ان الباشا جاي يعني دخل دور عليه ما لقوش فراجع، هو راجع الباشا فهو يعني تظاهر ان هو ما شافوش. قال له انت مش موقوف؟ اللي يوقف مختار التتش ما يخشش النادي تاني، لو شفتك في النادي تاني مش هتخش النادي الاهلي مدى حياتك طول حياتك، اتفضل اطلع بره. انا مش هطلع بره. والباشا بيقول بينه وبين الباشا خطوات لكن هو ثابت واقف بيتكلم وثابت
وما تهزش منه شعره، ثابت على موقفه. اه بعدين بيقول انا دهش ازاي، بيقول ده الباشا واقف واطلع بره وبتاع، بيقول بيقول خدت بعضي ومشيت وعمال ابص ورايا. انا مش مصدق هذا الموقف يعني. بيقول هو واقف والباشا قرب منه ووقف جنبه، وبعدين الباشا لقيته الباشا واخده من ايده واخده من دراعه، واحنا ممكن نتصور ممكن هو قال ايه للباشا يعني. انا بتصور ان هو قال له لما مختار التيتش ياخد قرار، لا رئيس النادي ولا غير رئيس النادي، ده مش سلطتك، ده سلطتي انا. كان ايام اعتقد كان مدير كوره او مدير نشاط او كمختار التيتش، لان هو كان ليه سلطه معنويه وسلطه ادبيه. لو قال اعملوا كذا وحتى من غير اي منصب، ما كانش رئيس نادي، عمره ما كان رئيس نادي، بس كان مسؤول عن فريق ولا دخل انتخابات ولا حاجه من دي. لكن لما مختار التيتش يقول حاجه لابد ان تنفذ. المعيار هنا ايه؟ معيار تربوي، ان هو ضرب عامل يعني، ضرب عامل. فانا ما عنديش بقى ده نجم ولا مش نجم، التصرف نفسه خارج منظومه قيم النادي الاهلي. لا، الجميل اللي بيحكي لك الموقف هو نفسه، هو نفسه كابتن عادل هيكل. اه، وعادل هيكل قال لي بقى بعديها، قال لي يعني انا اتعلمت من الدرس ده، مش هتخانق في النادي الاهلي. قال لي لا لا لا، قال لي بره النادي الاهلي لو حد جر شكلي استحاله ان انا مد ايدي، او استحاله ان انا ازعق، او استحاله ان انا اشتم، لان حسيت ان انا ارتكبت جريمه عظمى ولم ارجع النادي الا بعد ثلاث شهور. فلا هنا ما بنتكلم على منظومه القيم، هي دي بقى منظومه القيم متوارثه الاجيال. اه دي منظومه القيم، دي مش مكتوبه في كتب يعني، مش مكتوبه في لوائح، لكن القيم دي او التقاليد دي الراسخه بتتوارث من جيل لجيل، مش بكتاب يعني. في بعض الدول العظمى الكبرى ما عندهاش دستور، لكن عندها منظومه قيم بتتوارث، ودي اقوى اعراف، اقوى من القانون واقوى من الدستور اكيد. فاحنا هنا ما بتكلم عن تاريخ الاهلي، لان ده بينتقل من جيل لجيل، وده اقوى جدا من اي قانون يعني. على طول بتصدع اللي فات حصل ايه، خلاص لما في المشكله دي حصل كذا كيت كيت. انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان واحد بس مجرد زعق، مكتوب في محضر مجلس اداره ان فؤاد درويش ده زعق لسليمان، كان اسمه سليمان ايه، سليمان فايق، الاثنين كانوا لعيبه في الفريق الاول، اول فريق في النادي الاهلي، ده مجرد نزعق له، فكانت مصيبه وكارثه وجريمه كبيره ان ازاي زعق له في وشه زعيق بس. فانت هنا يعني منظومه القيم دي ما بداتش مع في حادثه حسين حجازي بتاع سنه 28، ولا حادثه الخمس لعيبه اللي بتوع 1917 او 18 في الفتره دي لما قدموا استقاله او طلبوا يتنقلوا، والنادي الاهلي قرر ان هم ما يخشوش، ان هم خلاص هيستغنى عنهم مش عايزهم، وبعدين بعد كده بعضهم تراجع في قراره، وكان من ضمن اعتقد كان حسين حجازي او حاجه زي كده. المهم ما كانش ده، لا ده دي اول واقعه دي اللي هي كانت سنه 1912، النادي الاهلي يعني بياخد قرار بشط بلعيب لمجرد ان هو زعق. طيب بمناسبه الواقعه، الرياضه في النادي بدات في الحقبه ديت ولا كانت قبلها بسنه او سنتين؟ الرياضه بدات في الحقبه دي اللي هي 11 12 13. في ذلك الزمن ما كانش في يعني كره القدم ما كانتش منتشره، كانت منتشرة في بدايات القرن وفي قبل بدايات القرن، قبل بدايات القرن بكذا سنة، عبر المدارس الأجنبية. المدارس الأجنبية اللي كان في بريطانيين فهم نقلوهم، وكانت الكرة في أيامها المصريين ما كانوش يعرفوها، لكن اللي دخلها مصر الجيش البريطاني، لأن هم في المعسكرات بتاعتهم الكرة البريطانية عريقة يعني، في المعسكرات بتاعتهم كانوا بيعملوا ماتشات كورة. بعض المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في المعسكرات والمشهلاتيه واللي كان بيودوا لهم يعني تموين وكلام من ده، في قطاع كبير جدا من المصريين الحرفيين كانوا بيشتغلوا مع المعسكرات دي وبياخدوا رواتب وكده، هم دي اللي نقلوها بره المعسكر، اتفرجوا كانوا بيتفرجوا عليها فنقلوها وبدات تنتقل للشوارع والحارات المصريه. ما انتقلتش بقى بالشكل ده كوره وكلام من ده، لكن بداوا يلعبوها بطوب وحجاره، حجر اسمه الحجر الخفافي. الحجر الخفافي ده حجر بيبقى مسامي شويه فبيبقى خفيف قوي، حتى مختار التيتش نفسه بيحكي في مذكراته في الكتاب اللي كاتبه الاستاذ السيد فرج الصادق سنه 1956، فبيحكي له مختار التيتش بيقول له انا كان عندي الدرج المكتب بتاعي في المدرسه نص كتب وكراريس والنص الثاني حجاره خفافي من دي عشان في الفسحه ننزل نلعب ماتش، لكن بعد كده
عرفوا يروحوا في محل في الموسك، كان شايل محل الوحيد في مصر كان بيبيع ملابس رياضيه مستورده وكده، فعرفوا مساله الكوره. في الوقت هذا الوقت كان بدا في الحواري كره القدم بالطوب والحجاره وحطوا حجرين وكده، وكانوا حتى كان في فقر شديد في مصر ايامها، فكانوا بيلعبوا بالجلاليب يعني. وحتى يعني بيحكوا في بتوع الجيل ده اللي هو كان حسين حجازي وغيره، يقول لك حتى اللي كانوا بيلعبوا معانا يطلعوا، الواحد يطلع لوالدته يعني يقول لها اصارير الجلابيه شويه، لانها بيتوقع عن اللعب لانه مش كان عارف يشوط او يلعب، كان بيرفعها ويربطها وكده على وسطه، فبداوا ياثروا الجلاليب عشان يقدر يعني. فالمساله كانت يعني كانت بدايات متواضعه جدا، لكن بسرعه اتنقلت مع ظهور يعني، هي كانت في المدارس بدات تخش المدارس مع الانجليز اللي كانوا في المدارس ماسكين مدارس. كان في واحد مشهور قوي اسمه تشيرمان، ده كان رئيس كان بريطاني وكان مهتم قوي بالرياضه، وده كان مسؤول التربيه البدنيه في وزاره التربيه والتعليم وصاحب سلطه جباره، وكان ناظر احدى المدارس برضه في ذلك الوقت. فبداوا ينشروها في المدارس اللي هي الخاصه اللي زي دي اللي فيها اولاد النخبه اولاد الاعيان وكده. كان من حظ حسين حجازي ان هو ابن نخبه، ابن طبقه اسمها طبقه الاعيان. الاعيان دي اللي هم ملاك الاراضي، تمام، الفلاحين ملاك الاراضي. فهو في ذلك يعني الحياه كانت في او الكوره في مصر في بدايتها زي ما قلت لك كانت بدايه بهذا الشكل. فهنا بدا اول فريق كوره في النادي الاهلي 1911 اللي كان فيه بقى اتاسس فيه اللي كان فيه مجموعه كبيره زي 1911 يعني دي كانت بدايه الرياضه في النادي الاهلي. بدايه الرياضه، كان كوره وكان تنس. كان كوره ده اول فريق، للكوره في النادي الاهلي. كانت الفانيلات زي ما احنا شايفين كانت مخططه ابيض فاحمر بالطول، بعد كده كانت بعد كده كانت نصين في وقت تاني، نص ابيض ونص احمر. وليه ابيض واحمر؟ كان علم مصر ابيض احمر وجواه هلال وجواه نجمه في ايام فتره الخديويه او المرحله الخديويه اللي كانت مصر فيها تابعه للدوله العثمانيه. فكان العلم ده هو علم مصر، وبعد كده بقى العلم بقى الفانيلا بقت لونين ابيض واحمر، وبعدين بعد كده خدت اللون الاحمر الكامل الساده. في ذلك الوقت الجيل ده بقى اللي قدامنا في الصوره. في بقى اول فريق ده، اول فريق للنادي الاهلي كان مكون من حسين فوزي وابراهيم عثمان ومحمد بكري سليمان فايق حسن محمد حسين حجازي طبعا احمد فؤاد انور حسين منصور ابراهيم فهمي فؤاد درويش عبد الفتاح طاهر. هنا بقى اثنين منهم كانوا يعني اعلام في مسيره النادي الاهلي، يعني واحد فيهم في مسيره النادي الاهلي ياخد نشان برضو الخدمه الطويله. نقدر نميز في الصوره بالوشوش اللي قدامنا مين مين؟ يعني مثلا بيتوسطهم لابس تيشيرت ابيض، اعتقد اللي لابس تيشيرت ابيض ده حسين حجازي. تمام، يعني اعتقد يعني، بس هو تكوينه الجسماني كان تكوين قوي جدا يعني. فده ايام بقى لما كانوا بيشربوا الزبده في كوباياته السمنه البلدي في كوباياته، فهو واضح ان من تكوين الجسماني ان هو ده حسين حجازي. وانا اعتقد بنسبه 90% ان هو، لان هو كان جبهته عريضه قوي، تمام، واحنا شفناه برضه في اخر الخمسينات كده. فده حسين حجازي، تمام. ومعاهم بقى كان كابتن الفريق ده ما كانش حسين حجازي، قالوا لنا حسين حجازي ده اللي عمل الكره حقيقي في مصر وعمل فرقه كان باسمه وبيلعب فيها يعني، يروح الزمالك ياخد، يروح الاهلي ياخد الفرقه دي معاه، بعد كده راح الزمالك خد الفرقه دي معاه، بعد كده عمل فرقه باسم فرقه حسين حجازي ولف بيها الاقاليم. حسين حجازي كان يعني في هذا الوقت في بدايات النادي الاهلي قعد سنه، وبعدين بعد كده سافر راح اتعلم في انجلترا لانه سقط في البكالوريا. من الحاجات اللي برضو عن حسين حجازي ان هو سقط في ان هو اتجوز بدري قوي، كان اقل من 18 سنه. عن 18 سنه ابوه جوزه، وبعدين كان ليه شهرة مدوية في بطولات المدارس، لأن بطولات المدارس هي اللي كانت حاجة كده زي النهاردة الدوري العام، وكانت تحظى برعاية قوية جدا من ال إذا ده أول فريق لكرة القدم في النادي الأهلي، ودي بداية الرياضة في النادي الأهلي 1911. أنا عايز أتكلم بس عن واحد، أحمد فؤاد أنور اللي هو كابتن الفريق. أحمد فؤاد أنور ده ياخد نشان الخدمة الطويلة، لأن ده في كل شيء اشترك، ما سابش النادي الأهلي أو ما سابش الإدارة لغاية
وما سابش الرياضه المصريه من يعني في هقول لك مثلا هو من مؤسسين اتحاد الكوره، مؤسسين اتحاد الملاكمه، مؤسسين اتحاد رفع الاثقال، مؤسس اتحادات كتير جدا مع رياض شوقي، دول اهلاويه برضو. كان في رياض شوقي ده في الاهلي فيما بعد، وبعدين ده من مؤسسين اللجنه الاولمبيه، اول لجنه اولمبيه مصريه اتاسست سنه 34، مصريه صميمه بعد تمصيلها. كان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه، وفضل سكرتير العام اللجنه الاولمبيه من 34 لغايه 46 بعد كده، وكيل اللجنه الاولمبيه مع لغايه سنه 49. تاريخ كبير في الرياضه من 1911 ل 1949 بيدي رياضه 30 سنة. فطبعا يعني ده جيل رائع يعني، وده واحد من الناس اللي هم اكيد حطوا القيم، لان ده احمد فؤاد انور ده كان عضو اللجنه السداسيه اللي حققت مع فؤاد درويش وسليمان فايق في الواقعه بتاعه 1912 دي، الزعيق في الزعيق اللي حصل فيه، وخدوا قرار بشطبه بالظبط اذا من النادي بالظبط. طيب استاذ محمد، في كاسين في التوقيت ده، كاس عزيز عزت باشا وكاس احمد حشمت باشا، حكايه الكاسين دول كانوا ايه في بدايه الممارسه اللي هي لها علاقه بالرياضه وبالكوره في التوقيت ده؟ طيب مهم نقول انه اول ملعب اتعمل في النادي الاهلي كان 1909 اول ملعب، وكان حوش، وكانت في الوقت ده منتشر الاحواش في مصر. ويمكن في مارس 1909 اتلعبت مباريات كره وديه بين طلبه المدارس العليا. تمام. وبتبدا انت بالتجربه تعرف انت محتاج ايه. الملعب ده الاول بس كان جوه النادي، كان جوه النادي، كانت حتى كان في الصوره اللي هي اللي كانت موجوده من شويه بتاعت خريطه النادي الاهلي. كان ما فيش فيه غير نشاطين، بدا بكره القدم والتنس. تمام. بس طيب المكان ده والحوش ده او الملعب ده اللي هو ملعب التتش دلوقتي ولا لا؟ لا ما انت برضو بص، بمرور الوقت انت خدت اصل انت ايه بعدها بكم بشويه انت خدت افدنه زياده، وسعت زياده، ممكن يكون اتنقل شويه يعني، اكيد اتنقل شويه، اتحرك شويه. لكن في الاخر انت ما حتى ملعب التتش اللي موجود دلوقتي ده لو انت رجعت قبل هد المدرج لا اختلف، اتنقل شويه مساحته واختلف. لا اتنقل شويه. تمام. تلاقي ان المدرج دلوقتي الموجود خارج الملعب شمال كده، والملعب الملعب الاولاني كان مكان ملاعب الخماسي. لا كان مكان ملعب الخماسي، كان داخل على الخماسي. لا على الخماسي. اول ملعب والهوكي القديم، اول ملعب اتعمل كان مكان ملاعب السله والطايره في وجنبيه ملاعب التنس. لا 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 شوف الخريطه، ده الناحيه الثانيه ملعب السله الناحيه دي ناحيه الصالات. لا لكن هو نفس المكان في نفس الاريا، في نفس الاريا قدامنا هي الخريطه بالظبط كده. بص بقى الملعب ده انت خدت تاني افدنا زياده، واخد بالك، وبالتالي كل ده اتغير اكيد، واخد بالك ازاي؟ كل ده اتغير. بس برضو في حاجه احنا قلناها مش مظبوطه، هو واضح ان بيت النادي او الكلاب هاوس القديم كان هو اللي احنا جبناه في الصوره، كان مكان صاله راتب، واضح كده لان الرسم بيقول كده. هو الرسم بيقول كده، الرسم بيقول كده، هو كان كده فعلا، واضح كده فعلا. اللي عايز اقوله ايه في المنطقه دي، ان انت بدات بالتنس وبكره القدم احواش ونظام الارض ترابيه، يعني ارض ترابيه ما كانش فيه نجيل يعني. ونفس الشيء التنس، وبعد كده اتعمل اتوسع، وفي ملاعب التنس كان ملاعبين بس، بقى 6 ملاعب رمليه يعني، ظبطت. اتفضل يا محمد، اسف. لا اتفضل. لا اوكي. فانت بالتجربه بدات بقى ايه تاخد بالك من انت محتاج ايه، يعني مثلا لا احنا عاوزين دواليب خشب للعيبه، حجرات ملابس، انت بقى بالتجربه بتبين لك حاجات كتيره جدا جدا. بدات سنه 1910 تعمل حاجه جديده على انك تعمل حفله شهريه، كان زمان بيسموا المباريات دي حفلات في اي لعبه، حتى في الجري يعني، حفله جري، حفله كره قدم. وبدا النشاط يمشي في النادي لدرجه ان انت كانت اول دخول حتى للرياضه النسائيه سنه 1913 يوم للرياضه النسائية. الطالبات الطالبات في الوقت ده اتكون اول فريق اللي اتكلم عليه استاذنا، وبداوا حتى بدات تخش لعبتين كمان، الكروكيه والبلياردو، ودول دخلوا، وكان في لعبه انا مش عارف طبيعتها ايه اسمها، الجيمانيستيك، جمباز
جماهير الباص فطبعا لكن ما عاشتش كتير ولا كروكي عاش كتير يعني رجعوا تاني بعد كده في العشرينات. اللعبتين اللي كانوا مسيطرين على النادي قوي في الوقت ده كان التنس وكره القدم ومعاهم العاب القوه. حصل ايه بقى؟ سنه 1914 تم تنظيم بطولتين كبار على كاسين، كاس عزيز عزت باشا تمام لالعاب القوه الجري والعدو والنزال والكلام ده كله. دي صور من ملعب التنس سنه 1916 في النادي الاهلي. هنا دي اقول لك يا محمد ده الاهلي هو مؤسس العاب القوه، رياضه العاب القوه في مصر اللي هي ام اللعبات. العاب القوه اتاسست من البطوله دي لانها استمرت سنوات طول لغايه الثلاثينات. تمام اتفضل يا محمد. فتكونت كاس عزيز عزت باشا ده العاب القوه، وكان نظامها ايه؟ ان كل مدرسه بتجمع نقط. يعني اللي بيجيب في اي لعبه من لعبات العاب القوه بتجمع درجاته وتتم اضافتها، وفي الاخر في فريق ياخد الكاس دي. حتى كان اول بطوله ليها كانت 1914 كانت خدتها مدرسه الزراعه اللي هي كليه الزراعه دلوقتي. وكان عندنا جدول بالابطال دول من 1914 يمكن لغايه 1932، وده ذكر في كتاب الاهلي في اليوبيل الفضي سنه 1932. وبالتالي رغم ان البطولات دي استمرت لغايه منتصف الثلاثينات يعني. في نفس الفتره 1914 احمد حشمت باشا عرض ان هو تتعمل بطوله للمدارس العليا في كره القدم اعضاء النادي، يعني في اعضاء النادي بتاع مدرسه الزراعه، اعضاء النادي بتاع مدرسه الحقوق، مدرسه الهندسه، مدرسه التجاره العليا، واذا ارادت مدرسه من خارج ده دي اسماء المدارس كاس عزت باشا دي اللي احرزت البطوله من لغايه سنه 31. تمام. طبعا في سنوات ما كملتش مثلا زي 15 زي 31، بقيت سنين واضح ان كانت مدرسه الحقوق مسيطره على 1918 مكتوب النادي صح؟ ايه ده؟ مكتوب النادي اللي فايز صح؟ يعني ممكن فرقه من موظفي النادي لكن مش الزراعه، الزراعه، الهندسه، النادي، الحقوق، يمكن بقى الحقوق انت عايز من 19 لغايه وعلى فكره دي كانت مفتوحه لطلبه المدارس العليا وخريجين المدارس العليا واخد بالك؟ اللي هم اعضاء النادي بس لو مدرسه من بره حبت تشارك تدفع رسمي ولازم وقفت وزاره المعارف، ده نص. تمام. يعني مثلا مدرسه الخديويه عاوز تشترك بطلبه لازم في لائحه لده تمام. مين احمد حشمت باشا؟ اتفضل. ده احمد حشمت باشا ده يوم ما اتعمل الكلام ده كان هو وزير معارف. وزاره المعارف هي كانت منوطه بالرياضه لكن عندها قسم التربيه البدنيه واللي اسسه الانجليز شيرمان ده وبعدين بعديه واحد اسمه لامسون. فبحكم ان هو عايز ينشر الرياضه ويتوسع فيها فكان الكاس ده للنادي الاهلي يعني. وايامها كانت الانديه الاجنبيه اكتر من ما فيش انديه مصريه تقريبا في الزمن ده الا قليلين قوي احنا قلناهم قبل كده خمس ست انديه، لكن كان فيها اكتر من يعني 65 نادي تبع الجاليات الاجنبيه. ده الفريق اللي فاز بكاس حشمت باشا. كان ايامها في حوالي 35 نادي في مصر تابع الجاليات الاجنبيه، وهذه الانديه كانت بتحظى برعايه دبلوماسيه، الهيئات الدبلوماسيه كانت بترعاها، وكان يعني كبار الاثرياء كانوا بيرعاوها، وكانت بتحظى بسلطه ما اعلى من يعني كان ليهم وضع معين لان البعثات الدبلوماسيه كانت بتحميهم وكانت بتمثل الاجانب وكده، فكانوا يعني بيحظوا برعايه خاصه. الاهلي طلع في ذلك الوقت في وسط ده عمل النشاط ده، عمل اكبر نشاط ده، واصطدم بعد كده بالاتحاد المختلط، وتلك قصه اخرى نقولها بعد شويه. طيب كاس احمد حشمت باشا ده كان تاني كاس بعد عزيز عزت باشا؟ لا مش تاني كاس، الاثنين كانوا بالتوازي في نفس في نفس الوقت في اوائل 1914. كاس عزيز عزت باشا كان قلت لي العاب القوه. لا العاب القوه. كاس احمد حشمت باشا كره القدم. كره القدم. كره القدم. تمام. ويمكن بقى من الحاجات اللي نقدر نقولها الكلام ده كله قدامنا كانت بدايات دي نتائج كاس حشمت باشا. احمد حشمت باشا الحقوق الهندسه والمعلمين الزراعه ازاي ما اعرفش ممكن يكونوا عاملين فريق واحد، الزراعه العليا، الهندسه ما اتلعبتش، وهي دي كانت لغايه برضو 1932 اللي هي سنة صدور كتاب النادي الأهلي بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسه 25 سنة. في الوقت ده برضو مهم نقول إيه يعني؟
في حاجات ظريفه جدا، ان كان لما بدات تشترك بعض المدارس بموافقه وزاره التربيه ووزاره المعارف ساعتها، ففي طلبتها عاوزين يتفرجوا، فكان اول مره يتعمل رسم الدخول قرش ساخ عشان يتفرجوا على المباريات اللي بتلعب في كاس حشمت باشا في النادي. كمان في الجلس في اوائل تاسيس ده فرق النادي هتلعب، فعزيز عزب باشا اتبرع ب 3 جنيه لشراء لمساعده اعضاء فريق الكره بتاع النادي نفسه يجيبوا ملابس من انجلترا، كانت لسه محلات الملابس مش كتيره هنا في مصر. مهم لما نيجي زي ما قال الاستاذنا، الكره زي ما قال استاذنا بدات في معسكرات الانجليز، وفي الوقت ده بيقول يقال او يوكا كما كتب ان في 3 اجيال، الجيل زي ما بيقولوا حوالي 10 سنين يعني. تمام. فتقدر تقول هم لما بدايه الكوره كانت من 1890 ل 1900، ده كان جيل، وراجل تاني كل ده كان في الشوارع وحواش. الجيل المنظم هو الجيل الثالث. يعني بعض الناس كتيره جدا بتتكلم عن محمد ناشد، هو ما حدش شاف الناس دي كلها، عن احمد رفعت، عن محمد خيري، عن سليمان جبريل، لكن ما حدش شاف وما حدش شاف اثر. يعني حتى لما تفضل تدور على محمد ناشد المؤسس، محمد ناشد ده اختراع افتكاس، وفي ناس بتقول ان هو راح السودان، يعني في ناس تقول لك شفناه بس مين. انا يعني احنا قلنا المره اللي فاتت ان قرايه التاريخ اصعب من كتابته، اصعب من كتابته. تمام. فلو بصيت للزمن ده، الاحتلال البريطاني جه كام سنه كام؟ 82 1882. طبعا عشان الكره تنتهي، هم ما دخلوش بقى بالكره على طول، ده دخلوا بمدافع وكلام من ده لغايه لما استقرت الاوضاع، خدت لها المسائل دي حوالي 10 سنين، 82 ل 92. بعد كده بداوا يلعبوا في المعسكرات بتاعتهم يعني. لا يعني بس هو في تاسيس نادي سبورتنج سنه 1890 ونادي الجزيره 1882، فما مفيش ما يمنع. سبورتنج والجزيره كانت خيول وبول وكده. كويس. سبورتنج والجزيره دي كانت انديه النخبه، النخبه الضباط. ضباط. تمام. لكن انت بتقول كون راحت الشارع امتى؟ لا احنا بنتكلم، هو ده اللي بيشكك شويه في القصه. حسين حجازي نفسه قايل للسيد فرج في يعني حكي له يعني في الزمن ده كان ايه؟ لا ما كانش فيه، وكانت بتمارس الكوره على نطاق ضيق جدا من خلال الناس اللي اشتغلوا فعلا جوه المعسكرات. فانت لك تتصور يعني محتاجه قد ايه عشان تنتشر؟ لا الناس كتير، محتاجه سنين كتير طويله جدا يعني. بالظبط. فالمساله يعني انا بشك كتير جدا في حكايه الاخ محمد ناشد ده، ان هو عاملينه ان هو اسمه ذكر في اول رئيس اول منتخب، هو لم يذكر الا اشاره ليه في مذكرات جهينه، بس ذكر في اي مكان. بقول لك شفته في اسكندريه بيلعب كوره، هو قال كده فعلا يعني. شافه في اسكندريه في الشارع يعني، بس ده مش دليل على انه ده اول منتخب لمصر. لا مش منتخب، موضوع ان عمل تيم مصري دي، لا ده اشك فيه جدا يعني. اللي عمل تيم مصري فعلا، اللي عمل فريق مصري فعلا هو حسين حجازي يعني، هي دي البدايه الحقيقيه للكره المصريه، هو عصر زمن يعني عصر حسين حجازي يعني، اللي هو بدايه القرن، بدايه القرن بدات شويه على استحياء. انا كنت عامل حوار مره مع الاستاذ محمود امين العالم، مفكر كبير يعني رحمه الله عليه، فكان بيحكي لي عن طفولته، فيقول لي المكانين الوحيدين اللي كان بيمارس فيهم كره القدم في الزمن بتاعه، انت بتتكلم في كام، في العشرينات. قال كان ارى ميدان ده كان فيه سجن مشهور قوي في القلعه اسمه ارى ميدان، فقدامه ميدان هو باب القلعه اللي مش ناحيه صلاح سالم اللي ورا، اللي بينزلك بقى على السيده زينب والحته دي. الميدان ده كان هو ملقى في كره القدم. اللي قال الكلام ده حسين حجازي، يعني بعض اللعيبه اللي هو عصر حسين قال لك كنا بنلعب في ارى ميدان، شرح واشع او حوش وزاره الماليه. تمام. بس حوش وزاره الماليه اللي في لازوغلي كان اصغر، فكان لكن ده الميدان ده اوسع، فهتلعب فيه فرقتين ماتشين ثلاثه، وكان شكل حتى الماتشات لغايه 1920 تبص تلاقي غريب جدا يعني. يعني عشان يتعمل ماتش يعني فبيتحضر له ازاي؟ بيجيبوا صوان او شادر، كان يعني كان مش يعني شادر كبير جدا. ويتعمل حساب بقى ان هيتوزع فيه مشاريب شاي وقهوه وفرقه موسيقيه. يعني ده حصل في ماتشات الاهلي والزمالك او في حجازي والزمالك اللي اتلعبت سنه 1919 ماتشين ورا بعض في فبراير ومارس، ان تنظيم الماتش نفسه مين اللي هيتحمل تكلفه بقى الشادر الكبير، بيتعمل شادر كبير وكراسي يأجروا شادر وكراسي زي بالظبط الافراح في الحتت الشعبيه والحاجات دي. وبعدين حبال بقى كبيره جدا حوالين الملعب، يعني زي عصيان بيحطوا عصيان في الاركان وحبال زي حلبه الملاكمه كده عشان ما حدش يخش. ليك تتصور في الشكل ده
وكان بتبقى حفله زي ما بيقول محمد، كان بيسموها حفله مش مباراه، لان هي حفله الناس بتروح وتستمتع ويشربوا شاي وكده. وبعدين قبل المباراه فرقه موسيقى العسكريه بتاعت الجيش البريطاني تعزف يعني افتتاح حفله. المباراه وقت تنتهي بقى الناس بقى يعني ده بيكسب وده بيخسر، ده بيتضرب ده بيتعور ده بتاع ده كلام تاني. بس ده كان الشكل. كره القدم ايام كانوا يقول لك كره الكفر، انا حضرت ده ايام الكره الكفر، يقول لك هي اساسا كفر يعني، لان حتى الكره نفسها كانت عباره عن كوره جوه كوره، غلاف جلد وجواه انبوبه كده بالظبط، انبوبه بني تتحط وتتنفخ بمنفاخ، وبعدين ليها رقبه كده وتتنت الرقبه وتتحط، وبعدين ليها رباط زي رباط الجذبه كده يتشد جامد. فكان دي كره، وكان حجمها اكبر شويه من الحجم اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لو شفنا الصور بتاع زمان حجمها كبير. اللي كان عنده كوره، اللي عنده الكور بحكم ان هو وضع اجتماعي معين، كان حسين حجازي، كان دايما هو صاحب الكور، صاحب الكورة. بالتالي هو طبعا الكابتن. بس هو طبعا كان حكايه كبيره وقصه كبيره اكيد. طيب استاذ محمد، الكاسين دول كانوا اول كاسين على المستوى الرسمي بالنسبه للانشطه الرياضيه او الكوره او الالعاب القوه. كان الكاسين دول هو اول حاجه اتعملت في النادي الاهلي، وكانت بتقام مباراتهم بانتظام. وكان تقدر تقول ان المسابقات الحقيقيه في مصر في الوقت ده كانت كاس حشمت باشا في النادي الاهلي لكره القدم. دي بدايه الرياضه في النادي الاهلي، لا ومصر. القاهره تحديدا. القاهره تحديدا، عشان واضحين القاهره ليه، لان في الوقت ده المدارس هي اللي بتطلع الشباب واللي بيلعبوا كوره، ما كانش فيه اماكن اصلا يتلعب فيها، ما كانش فيه انديه. لا هو كان فيه طبعا نادي هوكي بولاق اللي هو السكه الحديد، واحد او اثنين وشويه انديه جاليات اجنبيه. تمام. وكلها بتلعب في الحواش، يعني مثلا النادي يروح ياجر حوش يلعب فيه وكلام ده كله. لكن بدايه النشاط الرياضي الحقيقي وبدايه ظهور حتى لعيبه كوره كان في كاس حشمت باشا وفي ملعب النادي الاهلي. في الوقت ده زي ما قلنا واتكلم استاذنا، كانت اول فرقه للنادي الاهلي اللي هي طلعت في معانا على الشاشه. وكان يمكن في حاجه تاريخيه تخص حسين حجازي. انا جايب للاعداد صوره من سكاي نيوز سنه 1912 بتتكلم عن رايان جيجز اهي قدامنا. بيقول ايه بقى؟ صمد 88 عاما. سكاي نيوز نقلت عن وكاله فرانس بريس بتقول ايه؟ ان رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد كسر رقم حسين حجازي اللي هو جاب هدف في سنه في مرمى المجر في سنه باريس. 1924 باريس دوله وكان باريس. عنده في السن ده حسب الوكالات، يعني حسب جواز السفر اللي متسلم لاداره الدوره الاولمبياده في الاولمبياد. تمام. كان عند حسين حجازي 37 سنه و 225 يوم، ده اللي منشور سنه 2012. اوكي. الناس كلها بتقول ان حسين حجازي مولود سنه 1890 2012 2012 دوره لندن. الرقم ده سجل في دوره لندن. لا سجله في دوره لندن. انا بتكلم على رايان جيجز، بتكلم ان هو تم تسجيل الرقم هذا الكلام ذكر بعد ما راين جيجز جاب جول احرز هدف في مباراه بريطانيا والامارات. فقالوا ده كده كسر رقم حسين حجازي. قالوا الكلام ده امتى؟ اللي سجله فين؟ اللي سجله في دوره في باريس 1924 بالظبط. حسين حجازي. انا اتلخبطت على فكره. يعني انا كنت ماشي صح. لا 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 ما انا انا عارف انا عارف انا هو بس يا محمد. طب كمل حضرتك. انت مسجل صح الحقيقه. هو الهدف ده سجله حسين حجازي في مرمى المجر في دوره باريس 1924 بعد 88 سنه. يعني رقمه ده قعد 88 سنه لغايه راين جيجز ما جه في دوره لندن 2012 ماتش بريطانيا والامارات. كسر الرقم ده لانه حسين حجازي 37 سنه 225 يوم، الثاني 38 سنه وشويه ايام. كام يا محمد الرقم؟ 38 سنه وكام؟ بقى 38 سنه و 243 يوم. 243 يوم. الشاهد في الموضوع ده حاجه ثانيه خالص، انه اغلب المصادر ذكرت وكله طبعا كتب 1890، لكن انت لما تيجي ترجع للمسجل في اداره في الاولمبياد ده ان حسين حجازي في اليوم ده كان عنده قد ايه؟ كان عنده 37 سنه و 225 يوم. طب نرجع ب 37 سنه هتلاقي نفسك داخل في 1887 غير ال 225 يوم ترجع بيها كمان. تكتشف ان تاريخ ميلاد حسين حجازي 17 اكتوبر 1800
86. اوكي. بينما كل المراجع اللي مكتوبه في المصريه، وده دليل برضه احنا ما عندناش دقه يعني، كلها 1890 تاريخ ميلاد حسين حجازي. فانت ليك هنا في ايه؟ ايه المسجل في الاولمبياد دي يخليه يقول كده؟ وتنشر في وكالات الانباء. طبعا يمكن ما حدش قليل اللي انتبه ليها قصه انك تقول لي ان هو كسر رقم حسين حجازي، لا ده كان في رقم وكان مسجل في الاولمبياد وتاريخ ميلاده مسجل في شهاده ميلاد. بس هناخد الرقم بتاع الاولمبياد لان الاولمبياد بتسجل بوثائق. بوثائق واخد بالك. وبالتالي تقدر تقول حاجه ثانيه، ان حسين حجازي مثلا سنه 24 في الدوره الاولمبيه دي 37 سنه، يعني 41 سنه 28، يعني بطل عنده 44 سنه. بطل كوره. بطل كوره. ما انا هقول لك حاجه تاكيدا لكلامك ده، ده كلام مظبوط، ده بيغير كل اللي الناس بتقال دلوقتي اللي كتبوا التاريخ وبينقلوا من بعض. بعابلوا يعني. ده كلام مظبوط بدليل ان حسين حجازي نفسه روى لسيد فرج في الكتاب بتاع ابطال مصر ان هو بعد ما جه من دوره باريس قال خلاص هعتزل، واعلن فعلا اعتزال الكوره، بس لان هو نجم كبير كان وعواطف المصريين وده اللي كان رمز وحاجه كبيره ضغطوا عليه عشان يستمر، فهو حب قرار اعتزاله في وقتها منطقي جدا يعني، منطقي وفقا لكل ده ان هو كان عنده 37 سنه شويه، فقعد يلعب بعديها يعني اربع سنين في الاهلي، لعب في النادي الاهلي لغايه 28، وبعد الواقعه بتاعت كاس مصر اتنقل للزمالك. وتقدر تقول يعني ان هو ما عملش عدد مباراته في المختلف في الثلاث سنين معدوده على فكره مش كتير، اما طبيعي لان هو كان كبر كتير. كان كبر في السن، بس هو قبل كده لعب في المختلط، لعب في الزمالك قبل كده في فتره من 18 ل 24 من 18 ل 23 يعني وعامل فيها انجازات الحقيقه يعني عمل للزمالك انجازات في ذلك الوقت، لكن هو بعد 25 او بعد اولمبياد باريس 24 كان منطقي جدا ان هو يعلن اعتزاله. هو استمر بقى ايه يعني ايه فوق عمره الافتراضي من 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 سنه 1924، وسبب استمراره ان هو كان اكثر لياقه وكان واخد المساله جد جدا وكان متجوز بدري، ودي مساله مهمه جدا في الفيزيكال يعني. فقعد تاني حاجه ان هو كان يعني بادي بينج البيلدنج بتاعه كان قوي جدا، وبعدين كان حريف وموهوب، فبدا ما بدا ما يلعب مهاجم بدا يبقى في وسط الملعب عشان حركته تبقى اللياقه والحركه فلعب بقيه يعني وقت كبير جدا بلاي ميكر. بس احنا ممكن نقول رقم هنا بالنسبه لحسين حجازي، اعتقد بالاعمار السنيه اللي اتقالت يعتبر ما فيش حد في مصر وصل العمر السني او المواليد في نفس الاعمار السنيه اللي وصل لها حسين حجازي في اللعب. انت قلت اعتزل وعنده 44 سنه. هو انت لما تقول سنه 31 انت كده دخلت في 43 سنه. ما فيش حد في مصر وصل للمرحله السنه دي؟ لا لا ما فيش حد وصل ده في لعيب يعني. بس انت بتتكلم في لعيب ان لعيب يلعب اولمبياد ويلعب ده كله طبعا في دلوقتي محمد عبد المنصف وفي مثلا حراس المرمى حراس المرمى في كتير وشيلتون لعب 40 سنه واكتر يعني. حصلت حراس المرمى ممكن يستمر بعد كده، ما احنا عندنا حصان الحضري يعني محمد عبد المنصف وكده ممكن يلعب اكتر. ليه؟ لانه ما بيحتاجش. بس دول حتى وصلوا سن ال 40 مش ال 43 او 44. لا عصام الحضري وصل لا وصل عصام 45 في كاس العالم 45 في كاس العالم عامل ريكورد عصام الحضري في كاس العالم. لما تجيب راس حربه انما ده مركز صعب يعني. انما بقيه المراكز دي عايزه جري فعايزه نفس، ده ما ينفعش. حارس المرمى كل ما بيكبر بيتحرك بخبرته يعني بيستخدم خبرته اكبر ومش محتاج لياقه بدنيه عاليه قوي. وبعدين مع الاخذ في الاعتبار ان شيلتون مثلا لما لعب في كاس العالم وكان في ال 40 كان شيلتون كان لعب حارس مرمى اساسي للفريق وخد كاس عالم. انت الحضري كان ماتش تكريمي عشان تبقى الامور واضحه. لا بيتر شيلتون وعندك يعني عجبني فيك انك بتحب تركز. لا اصل برضه في فرق. لا انت خدت بص عصام الحضري راح كاس عالم تكريم انا عارف زي حسام الحسن ما لعب حسام حسن ما لعب في 2006 وماتش السعوديه فما تقدرش تقول ما تقدرش تقول انك واخد حارس تعتمد عليه في البطوله عكس الحارس الثاني لا في فرق كبير. انت عايز يعني تضيف لي ريكورد مش زي مثلا دينو زوف. ركز التفاصيل انت اصل لا اصل في فرق. انت رايح هو رايح عشان ياخد رقم تمام مش زي مثلا دينو زوف كان 42 سنه طبعا وفي ايطاليا قد ايطاليا لكاس العالم في اسبانيا سنه 82 يعني ده قد فرقته لكاس العالم. حتى في نقطه هو ضرب رقم حارس مكسيكي مش فاكر اسمه كارباخال ولا اسمه ايه ساعتها عصام الحضري. هو كان اساسي في الماتشات. لا 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 غير كامبوس. غير كامبوس كان رقم قديم فحتى في دي كمان هو الثاني كان اساسي يعني. الفكره في ايه؟ مش بص هو حتى لو لعب ثلاث ماتشات الفكره انك انت حارس المرمى مختلف
ودايما تلاقي حراس المرمى. هقول لك على حاجه، نضج حارس المرمى دايما يعني بفاول الثلاثينات، بفاول الثلاثينات واخد بالك، بياخد خبرات لا تتراكم، خبرات ومواقف كده. انما كمان لما تجيب لاعب يقعد لغايه سن واحد بالسن ده كتير، هو اللي اكتشف بالنسبه لي ان الواقعه دي، وهي متسجله عندي من زمان الحقيقه، انه لعب في اولمبياد وبطل كرة امتى يعني. تمام اوكي كده الموضوع ده تمام. بالنسبه لحسين حجازي بالنسبه لحسين حجازي، طيب نجوم الاهلي الاوائل، هو نجوم الاهلي الاوائل انا قلت الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، لكن بقى هتبص بقى بعد كده هيبانوا الحقيقه في جيل مختار التتش. بس هو في نقطه استاذ سعيد معلش، نعم. اول جيل لكره القدم في مصر هو جيل النادي الاهلي، صح كده مظبوط؟ طبعا. لا مش الاهلي بس، جيل النادي الاهلي وبعدين معاه جيل المختلط يعني برضه طالع بعديه يعني. بعديه؟ لان الاهلي تاسس قبل الزمالك. قبل الزمالك. لكن فتره التاسيس برضه الزمالك خدت شويه وقت لغايه لما اتعمل فريق كوره يعني. انما على سنه مثلا 17 و18 لا كان في بقى ايه؟ ابتدى. كان اهلي وزمالك كانوا اقوى فرق، ومع السكه الحديد، لان السكه الحديد كان كله الفريق كله بريطانيين ما عدا ثلاثة بس. أنا عايز أقول لك حاجة في البدايات برضو، سنة 1908 قبل تأسيس اللجنة الأولمبية 1910 اتأسس قام بولاناكي اللي هو يعتبر يعني مؤسس الرياضة في الفترة في أوائل القرن يعني. أسس اتحاد المختلط. اتحاد المختلط ده بولاناكي؟ بولاناكي ده اللي كان فيه درع باسمه بعد كده. درع ده يوناني الجنسية، وكان ميسور الحال، وكان بطل القارات الثلاثة في السباق 100 متر في أزمير ومصر يعني كان بطل جري. هو ده اللي أسس اتحاد المختلط عشان يشرف على كل الرياضة في مصر. 1908 1910 لجنة أولمبية، هو برضه عمل هو بقى مسابقه لكره القدم 1912 1913 1914. اوكي. هو كان مقر اللجنه الاولمبيه في اسكندريه ومقر الاتحاد المختلط ده في اسكندريه. اتغير اسم الاتحاد المختلط ده عشان حساسيه مع المصريين، خلاه اتحاد الرياضه المصري او اتحاد الرياضه المصري. عمل كاس، عمل درع باسمه بين منافسه يعني على مستوى مصر يعني، انديه القاهره تلعب مع بعض، انديه اسكندريه تلعب مع بعض، الكسبان من هنا وهنا يلعب الماتش النهائي في اسكندريه. الاهلي لم يشترك. ليه؟ لان كان كل الاتحاد المختلط ده كان كله اجانب. وكان صاحب سلطه وسطوه جامده جدا في النادي الاهلي. ده اول موقف وطني اتجاه الرياضه المصريه. اول موقف يعني ما اشتركش لا في 12 ولا 13 ولا 14. ده يعتبر شارك... بنسجل ده اول موقف وطني في الرياضه المصريه. بالظبط كده، ان هو ده عشان التمصير، النادي الاهلي قاد عمليه تمصير في الكوره، اسس اتحاد الكوره 1921 طلعت جعفر والي باشا. باشا وفي الاتحادات كلها هو قاد الحمله دي. لكن البدايات او الارهاصات بتاعت ده مواجبه بقى لبدايات القرن اللي هو المشروع بتاع تمصير يعني تمصير الاقتصاد المصري. تمام. اللي هو عمر لطفي باشا وطلعت حرب باشا. فالاهلي رفض يشترك في المناسبه في البطولتين دول لغايه سنه 1916 لما تاسس اتحاد مصري انجليزي في مواجهه الاتحاد ده. فالاهلي قال لك اشترك مع ده، لان الاتحاد الثاني ده كان ليه سلطه سطوه جباره. صحيح الاثنين اجانب بس الاتحاد المصري الانجليزي ده بس كان فيه عناصر مصريه، كان فيه عناصر مصريه، واحد زي جوهينه مثلا، لكن كان رئيسه خواجه، كان رئيسه انجليزي، لكن ثلاثه مصريين وثلاثه اجانب. فالاهلي قال لك اشترك ده نكايه في الاتحاد الثاني. اوكي. وبعديها باربع خمس سنين سقطت سلطه الاتحاد ده عن كره القدم، وتلك قصه اخرى. جاي لها ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد كلمه اخيره نختم بها الحوار. أشكرك وأشكر الأستاذ سعيد، وكل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله. إن شاء الله. ورمضان كريم. شكرا جزيلا ليك. شكرا أستاذ سعيد. أشكرك جدا. كل التوفيق ليك، وبالتأكيد وإن شاء الله في الحلقات القادمة نفتح بقى كتاب التاريخ في جزئيات متعلقة بقى باستمرار ألعاب أخرى ونشأة ألعاب أخرى، وجيل كرة القدم داخل النادي الأهلي إزاي قدر يبدأ مشوار البطولات، وكمان ممكن نقرب من بداية الدوري العام وإزاي الدوري بدأ كمان. لا في أنا عايز أقول لك حاجة، لا في بس يعني في ثواني عشان لا بس. في ثواني، هو في التاريخ مليان حكايات وقصص لم يكشف عنها النقاب بعد، قصص مهمه وحكايات مهمه جدا جدا، وده ان شاء الله يبقى في الحلقات القادمه. الناس هتفاجئ باشياء وحكايات وقصص
مذهلة. أوكي. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبالتأكيد ما زال للحديث باقية في فتح صفحات تاريخ النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم، ولا لقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي لينا. شكرا وإلى اللقاء.